الصحيحة والدقيقة والعلمية في مصر، وأصبح بيحذو حذو كل المؤسسات الرياضية والمجتمعية في المجالات والنشاطات المختلفة اللي بتحاول تحقق نجاح كبير، بتسير على نفس الدرب وبتستفيد من التجارب الناجحة والمختلفة في كل اتجاهات للنادي الأهلي المصري. مرة تانية بنفكر حضراتكم على مدار أكتر من 3 ساعات بنحتفل مع حضراتكم، مستمرة الاحتفالات على مدى الأيام القادمة ب 111 سنة أهلي، وهنتعرف على تفاصيل كتيرة جدا مع حضراتكم النهاردة. بعد الفاصل هنعود لمناقشات كثيرة جدا وحوارات وأخبار وتقارير مصورة مع ضيوفنا في الاستوديو. واحد عشر عاماً، تاريخ، مبادئ، تطوير. عشر عاماً، تاريخ، مبادئ، تطوير. حدث في مثل هذا اليوم 24 إبريل من عام 1859، بدء أعمال الحفر في قناة السويس والتي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وفي مثل هذا اليوم من عام 1907 تم تأسيس النادي الأهلي. مية وحداشر سنة يا أهلي. الأهلي فرحة شعب. 111 سنة تاريخ، مبادئ، تطوير. مئة وأحد عشر عاماً، تاريخ، مبادئ، تطوير. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين، والنادي الأهلي مجلس إدارته وقياداته وأعضاءه وجماهيره الكل بيحتفل ب 111 سنة هي وصلنا إليها اليوم، وهي عمر النادي الأهلي منذ انطلاقه بعد زي ما قلنا لحضراتكم في البداية سنوات قليلة سبقت هذا التاريخ، بدءا من 1905 بدأ التفكير في إنشاء هذا النادي، مرتبط بمعاني كبيرة جدا وجميلة وبراقة، مرتبطة بالوطنية وبمناهضة الاحتلال، أو أن يكون للمصريين مناطق لتجمعاتهم بتعكس فكرهم، الكوادر المتميزة بينهم، كل ما يمكن أن يسهم في الحفاظ على كيان هذا الوطن وفي وضع فكر مضاد للفكر الاستعماري الغربي اللي بيحاول دائما أبدا أنه يعيش على ثروات هذا العالم، منطقة الشرق الأوسط أو العالم العربي أو كل المناطق اللي عانت على مدار عقود من ويلات الاحتلال. كان بالتالي من هذه الأفكار المناهضة للاحتلال على مستوى العالم إنشاء هذا النادي ليكون مقر تجمعات للمصريين لنشاط اجتماعي ورياضي وسياسي ووطني، وليكون معبر عن فكر المصريين وتوجهاتهم ورغباتهم في كافة المجالات وليس فقط على مستوى
كرة القدم. 24 إبريل سنة 1907 لم يكن هذا التاريخ كمثله من الأيام بالنسبة لكل من يعرف قيمة وتاريخ وعراقة وعظمة النادي الأهلي. كان نقطة انطلاق حقيقية وكان تاريخ المولد الحقيقي للنادي الأهلي بعد ما سبق ده تخطيط لفترة كبيرة جدا تجاوزت العامين. فكر مصطفى كامل ورفاقه رجال الحزب الوطني في كيفية استثمار ورعاية النبتة الجديدة، وهذا الفكر الوطني اللي بيجمع شباب الوطن في هذا الوقت ضد الفكر الغربي الاستعماري، أجمعوا في هذا الوقت على أن الحل هو إنشاء نادي للمدارس العليا بيجمع هؤلاء الطلبة ويجمعهم في اتجاه تحقيق هدف واحد. وأيضا كان النادي الأهلي للرياضة البدنية هو العنوان اللي تم اختياره بعد بدء العمل والحصول على الأرض اللي تجاوزت في هذا الوقت 4 فدان، 4 أفدنة من الأرض كانت نقطة الانطلاق لتكون أول مقر من مقار النادي الأهلي. من مسجل باسمه الفكرة أو هذه المبادرة عمر بيك لطفي رئيس نادي طلبة المدارس العليا وجد أن نادي الطلبة لا يكفي لملء فراغ طلبة المدارس العليا وخريجي المدارس العليا. هؤلاء الطلبة في حاجة إلى نادي رياضي يجمعهم من وجهة نظره وأصدقائه في هذا الوقت اللي شاركوه في نفس التوجه ونفس الفكرة، يجمعهم لقضاء أوقات الفراغ والاستفادة منها بشكل إيجابي. وبجانب أن أغلب هؤلاء الطلبة بمرور الأيام كانوا حيتفرقوا ينشغلوا بالحياة أو العمل أو حياتهم الأسرية، فكان لابد من نقطة تمركز وتجمع لهم ليمارسوا من خلالها نشاطاتهم الجميلة والإيجابية والبناءة في مجتمعهم المصري، ولا تكون درع يحمي هذا الوطن أو يكون نقطة انطلاق أيضا لتسهم في الكثير من وسائل حماية هذا الوطن ضد أي فكر استعماري أو مستعمر غربي. زي ما بنقول لحضراتكم كانت نقطة الانطلاق والبداية والحصول على الأرض بعد التفكير والتخطيط وكوادر كثيرة جدا سنأتي على ذكر الجميع طبعا، ولن نوفي الجميع حقه في الجهد المبذول حتى لحظة انطلاق هذا النادي وإيجاده على أرض الواقع. وبعدها بفترة بدأت في 1909 بدأ عملية قبول الأعضاء أو الاشتراكات للحصول على العضوية والتواجد رسميا داخل النادي الأهلي لأعضاء الجمعية العمومية للنادي. أسماء كثيرة جدا لها تاريخ جميل وأسماء بتمثل نقاط مضيئة في التاريخ المصري الحديث. كل هذه الأسماء سنذهب إلى الحديث عنها خلال هذا الحوار وهذه التغطية الخاصة اللي بنحتفل مع حضراتكم من خلالها ب 111 سنة في النادي الأهلي، احتفالات في كافة المقار واهتمام من مجلس الإدارة وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وطبعا هو واحد من أبرز العلامات ومن أنجح الشخصيات في تاريخ الرياضة وكرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، وهو طبعا من الأساطير الرياضية والكروية في مصر وفي العالم العربي والقارة الأفريقية، إلا أضافت طبعا الكثير للنادي الأهلي. ودائما أبدا بيقول كلنا النادي الأهلي له فضل علينا، ليس لأحد فضل على النادي الأهلي، وكلنا بنكمل المجهودات اللي بناها السابقون علينا. وده دايما الشعور لدى الجميع أن النادي الأهلي فوق الجميع، ده شعار ليس فيه استعلاء على أحد. البعض بيسيء فهم هذا الشعار، هذا الشعار يقول أن النادي الأهلي الكيان قبل الفرد، الجماعة قبل الشخص الواحد، والمصلحة العامة للنادي وأعضائه ومحبيه وجماهيره وكل المنتمين له قبل مصلحة أي شخص كان عضو في النادي أو مسؤول أو مدرب أو لاعب أو نجم. بيقول الكيان قبل طبعا توجهات للشخص الواحد أو للفرد الواحد، وهذا المقصود دائما أبدا بشعار الأهلي فوق الجميع. وليس هناك أي درجة من درجات أو أدنى درجة من درجات الخروج عن أسرة النادي الأهلي أو الحديث عن أنه أفضل من الآخرين، ويتحدث عن أن النادي الأهلي الكيان هو اللي له فضل على جميع المنتمين له والمشاركين في نجاحاته، وهم كمان بيعملوا أسماءهم بيعملوا شهرتهم ونجاحهم في المجتمع المصري بل والدولي من وجودهم في هذا النادي العريق. الكل دائما أبدا بيؤكد فضل النادي الأهلي عليه، وأنه كان النادي الأهلي سبب، ربنا سبحانه وتعالى جعل النادي الأهلي سبب لنجاحات كبيرة جدا أدبية ومعنوية ومادية لأسماء كبيرة في عالم الرياضة وفي عالم العمل العام في مصر وفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية. بالتأكيد في اهتمام وحرص دائما أبدا على مشاركة الأعضاء ومحبي النادي وجماهيره في كل مكان بكل المناسبات الخاصة بالنادي الأهلي وقيمته وتاريخه وحاضره ومستقبله اللي هيكون على نفس الدرجة وأفضل إن شاء الله، وتستمر فيه النجاحات وإضافة المزيد من الألقاب والنجاحات والأرقام القياسية والبطولات بإذن الله، طالما استمر العمل بهذا الشكل اللي فيه اجتهاد وفي تركيز وفي أسس علمية في الإدارة وفي التخطيط وفي إدارة كل الأمور. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة كان حريص على توجيه كلمة للأعضاء وللجماهير بيشاركهم فيها باسمه وباسم مجلس الإدارة بأكمله بالاحتفال ب 111 سنة أهلي. هنتابع مع حضراتكم كلمة الكابتن محمود الخطيب.
والعشر عاما. تاريخ، مبادئ، تطوير. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور مصر العظيم وجمهور الأهلي الوفي، زي النهاردة من 111 سنة اتأسس النادي الأهلي العظيم، زي النهاردة بنينا على أرض مصر هرم رابع، وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة، زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه، زي النهاردة ابتدينا حلم بقى في كل بيت، والأهم إنه موجود في صدر وفي صدور أولاده ومحبيه المخلصين. 24 إبريل مش يوم عادي في تاريخ الأهلي، لأن كمان اللي اجتمعوا في اليوم ده مش ناس عاديين. في اليوم ده وضع عظماء الأهلي، مثلا الزعيم مصطفى كامل، الزعيم طلعت حرب، وأمين باشا سامي، وعمر بلطفي، وقبلهم كمان الزعيم الوطني الكبير سعد الزغلول، وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده مكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات، علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية، وكل يوم جيل بيسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم بمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن إن جمهوره وأعضائه ومحبيه ولعبته هم البطولة الأهم، لأنه مؤمن دايما إن البطولات من صنع أبناء الأهلي رجال وسيدات. كنت أتمنى نكون بينكم النهاردة عشان نحتفل مع بعض بالمناسبة دي، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحقيقة عايز أطمنكم إن بفضل الله بخير الحمد لله رب العالمين، وأنا سعيد جدا لمشاعركم اللي أنا شفتها واللي حسيت بيها طول الفترة اللي فاتت، واللي يعني خلتني الحقيقة أحس إن الأمل يعني أقوى من الألم، وإن شاء الله قريب جدا هنكون مع بعض نحتفل بالأهلي ونحتفل بعيد الأهلي وببطولة الدوري 40 وبطولات كتير حققها أبطال الأهلي في كل اللعبات برضو رجال وسيدات. إن شاء الله قريب هنكون مع بعض وإحنا بنحتفل سوا. لازم كمان نفكر في بكرة، لأن شعارنا دايما هو تاريخ، مبادئ، تطوير. كلنا مع بعض هنبني الأهلي سوا، وحننفذ برنامج عائلة الأهلي إن شاء الله سوا، وحنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مطلوب دايما إن إحنا كلنا أو مطلوب دايما منه إن يكون في المقدمة، لأن ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها أبدا، طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحقيقة طول الفترة اللي فاتت الأهلي ما غابش عني لحظة واحدة، مش بتكلم بس عن الأمور الإدارية والمجلس الإدارة اللي بتحصل كل يوم، لكن كمان بتكلم وكمان المفروض ان انا اتابعها كل شوية يعني، ولكن بتكلم عن الأهلي البيت والعيلة والأسرة والحالة اللي يعني بتعيشها كلنا يعني العيشة في كل ظروفنا، وبفضل الله وبيها بنقوى على كل ظروف. الحقيقة من بعيد وأنا بالذات في الاختبارات الكبيرة الواحد بيحس قد إيه إن فضل ربنا عليه كبير جدا، الحمد لله رب العالمين، إنك بتنتمي لكيان يعني قادر الحقيقة إنه يعيش جواك بالشكل ده ويديك طاقة فوق الوصف. الطاقة دي هي سر الأهلي،
هي سر المحبة الكبيرة اللي صنعها في 111 سنة، وكمان اللي جعلت منه أكبر من أنه مجرد نادي بنحب كلنا أو بنشجعه، جعلت يعني خلت منه الحقيقة أو عشنا عايش معانا في حياتنا وفي عمرنا كله. النهاردة نقدر نقول لجمهور مصر العظيم وجمهور الأهلي الوفي، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم حراسه وصوته وفرحته. وبنقول لكل رموز الأهلي وإدارته على مر السنين شكرا ليكم كلكم على كل اللي قدمتموه لبيتكم. التاريخ مش ممكن ينسى اللي قدمتموه أو اللي قدمتموه للنادي على مدار السنين طويلة مرت فيها على الأهلي. يعني الحقيقة السنين الطويلة دي مر فيها على النادي الأهلي أسماء كتير جدا، كل واحد ساهم لو بجزء بسيط قوي في بناء كيان كبير، كيان بيجمعنا كلنا. وبنقول لنجومه في كل الألعاب رجال وسيدات، كل سنة وانتم على منصات التتويج ترفعوا اسم الأهلي وتكتبوا التاريخ للأهلي وليكم، الأهلي اللي يستاهل كل نقطة عرق مننا. وكمان بنقول لأعضاء النادي الأهلي كل يوم وانتم متجمعين على حب الأهلي اللي بيفخر بيكم الحقيقة، انتم بتكتبوا وبتساهموا في هذا التاريخ. الأهلي اللي بيفخر بيكم وزي ما كمان انتم بتفخروا بيه. كل سنة ومصر بخير، ويا رب كل أيامنا اللي جاية تكون أعياد إن شاء الله. كل سنة والأهلي بخير، كل سنة وإحنا مع بعض متجمعين في حب مصر، يعني بيتنا الكبير وحب النادي الأهلي اللي هيفضل بالجميع فوق الجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، بشكركم جدا. وأحد عشر عاما تاريخ مبادئ تطوير. دي كانت الرسالة والكلمة الموجهة من الأسطورة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي للنادي الأهلي، اللي بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه بالشفاء العاجل وأن يعود بسلامة الله ليمارس مهام عمله كرئيس لمجلس الإدارة بنشاط وفاعلية وبصحة كاملة إن شاء الله. وأكيد بنطمئن عليه طول الوقت، وبنتمنى الكابتن الخطيب يعود في أفضل حال بإذن الله، وأنه يكون طبعا على قمة وفي مقدمة مجلس الإدارة المليء بالكوادر المتميزة والخبرات في مجالات مختلفة، وهم بإذن الله قادرين. والانتخابات ورأي الجمعية العمومية عكس ده من خلال الأرقام الكبيرة اللي حققوها وفازوا بيها في انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة، أن يكملوا المسيرة بأفضل شكل وأن يكونوا على مستوى تطلعات أعضاء النادي وجماهيره في كل مكان داخل وخارج مصر. أسماء أشار لها الحقيقة لا يمكن نطلق عليهم إلا لقب زعماء، زعماء في الفكر وفي العمل السياسي والاقتصادي في مصر. كان لهم تاريخ كبير جدا في الدفاع عن هذا الوطن وعن مصالح هذا الوطن وعن مصالح المصريين وكل ما يحقق المصلحة العامة لمصر على مستوى الشعب وعلى مستوى الدولة وكيانها كل شيء. هؤلاء طبعا يستحقوا أكثر أن نقول عنهم إنهم زعماء بكل معنى الكلمة في السياسة والاقتصاد، في العمل الوطني في كافة المجالات. مصطفى كامل، سعد زغلول، طلعت حرب، هذه الأسماء الكبيرة وهي غنية عن التعريف وتاريخهم وعطائهم غني عن الحديث عنه في هذا المقام. أشار الكابتن الخطيب إلى أنه التاريخ كان تاريخ متميز بيعكس أو بيقدم طبعا فترة متميزة ونقطة انطلاق فاصلة وجديدة في العمل الوطني وفي إنشاء مؤسسة أصبحت من أنجح المؤسسات على مستوى العالم في الرياضة وفي العمل المجتمعي في النشاط الاجتماعي والثقافي وفي كافة المجالات، فضلا عن إسهاماتها في كل المجالات وارتباطها بكيانات متميزة من المصريين ومن الأشقاء العرب في كل المجالات على مستوى السياسة والاقتصاد والاستثمار والتسويق الرياضي وطبعا كرة القدم في المقام الأول، فضلا عن البطولات اللي تحققت وما زالت تتحقق في الفترة الأخيرة. شفنا في العام الماضي وهذا العام كم البطولات اللي تحقق في كافة الرياضات وعلى مستوى كافة اللعبات، وده بيذكرنا بالتاريخ، بيذكرنا بأن النادي الأهلي كان في مقدمة أندية العالم، النادي الأكثر تتويجا على مستوى العالم بالألقاب القارية، ودي الجائزة اللي طبعا قدمت للنادي الأهلي عام 2013، وده كان وقت أن كان الكابتن حسن حمدي رئيسا لمجلس الإدارة.
قبل هذه الجائزة أيضا حصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الأفريقي، أفضل نادي بالنقاط وبالحسابات وبالبطولات والألقاب والأرقام. تسلم هذه الجائزة أيضا الراحل الكبير الكابتن صالح سليم، وكان يصاحبه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي. التاريخ بيعود بينا مرة تانية للماضي، أو الزمن بنعود مع حضراتكم بيه للماضي، لنتحدث عن كوادر كثيرة جدا اجتمعت زي ما أشار ووصفهم الكابتن الخطيب بأنهم شخصيات غير عادية، شخصيات استثنائية. تجمع عدد كبير جدا واتفقوا على هذه الرؤية مع عمر لطفي في هذا الوقت، عمر بيك لطفي في هذا الوقت، وكان من الأسماء اللي شاركت في هذا الحدث وفي التأسيس وفي فكرة وانطلاق النادي الأهلي مع عمر بيك لطفي في الوقت ده، عبد الخالق باشا ثروت وحسين رشدي باشا ومحمد محمود باشا واسماعيل سري باشا وأمين سامي بيك وإدريس راغب بيك وأيضا عزيز عزت بيك وعمر سلطان بيك. عدد من اجتمعت واتفقت ووضعوا خطة عمل توصلوا من خلالها إلى نقطة الانطلاق وإلى الأجندة اللي من خلالها تم الوصول إلى الشكل والسيناريو اللي خرج بيه للنور النادي الأهلي المصري وأطلق عليه رسميا النادي الأهلي للرياضة البدنية. تم الاستعانة بعدد كبير جدا من الكوادر في ذاك الوقت، يعني في الوقت ده كان تم الاستعانة أيضا بواحد من الكوادر اللي بتتولى مناصب، ولكن كان إنجليزي مش مصري، كان مستر ميتشل إنس، وكان هو وكيل وزارة المالية في هذا الوقت حتى يسهل مهمة الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء العمل في النادي الأهلي. وأيضا تم التوصل إلى الحصول على أرض النادي، وأيضا قررت اللجنة في هذا الوقت اللي تم تأسيسها لتشكيل أو لإنشاء النادي الأهلي، قررت اللجنة في 26 مايو 1907 تأسيس شركة مساهمة برأس مال 5000 جنيه مصري لتأسيس النادي، وفي 19 يونيو 1907 تسلم المؤسسون أرض النادي الأهلي وكانت مساحتها 4 فدان و8 قراريط و17 سهم. حصل عليها المؤسسون بإيجار رمزي في هذا الوقت قيمته قرش صاغ واحد سنويا ولمدة 10 سنوات. وتتوالى النجاحات وكل الخطوات اللي حنأتي على ذكرها خلال هذه التغطية الخاصة مع حضراتكم. احنا بنحتفل بالعيد 111 للنادي الأهلي، 111 سنة أهلي، حنذكر الكثير من التفاصيل اللي بني عليها هذا النجاح الكبير، واللي زي ما قال كابتن محمود الخطيب أجيال بتسلم أجيال المهمة والمسؤولية وبتتحمل المسؤولية لتكمل على ما سبق من إنجازات ولتبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات ولتمهد الطريق للقادمين ليكملوا المسيرة إن شاء الله. هنشوف تقارير كتيرة جدا مع حضراتكم، هنشوف آراء مجموعة من النجوم الجيل الحالي والسابق واللاعبين وأعضاء الجمعية العمومية وكل ومجموعة من النقاد الرياضيين وكل من هو مهتم دائما أبدا ومتابع ومحب للنادي الأهلي ومتابع لأخباره ويعرف قيمته ويستفيد منها ويطرح هذه القيمة ك برامج عمل ودروس مستفادة، وأن ممكن تبقى أساس للنهوض بالرياضة بشكل عام في مصر وفي المنطقة العربية وفي القارة الأفريقية. شفنا كم تجربة ناجحة استفاد بيها عدد من الأندية الشقيقة والصديقة لنا سواء في مصر أو العالم العربي أو القارة الأفريقية من خلال الخطوات وبرامج العمل دائما أبدا النادي الأهلي بيكون حريص على البدء فيها وأن يكون أول نادي يطبقها في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية والمنطقة العربية. دائما أبدا الحديث عن الحقوق، توزيع الاهتمامات والاختصاصات، الطريقة الأكاديمية أو العلمية في العمل، البحث عن أفضل الكوادر، قياس النتائج من خلال تحليل علمي سليم عشان نقدر نشوف أوجه القصور إن وجدت ونشوف أوجه النجاح وإزاي نحافظ عليها ونستثمرها. أول نادي يطبق فكرة وجود مدير رياضي في مصر الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وهو أيضا شأن وشأن الكابتن الخطيب، هو غني عن التعريف وعن الحديث عن تاريخه وإسهاماته وعطائه مع النادي الأهلي مثل النجوم كبار. طبعا المجال لا يتسع لذكرهم جميعا الآن. النادي الأهلي دائما أبدا بيبحث عن الأسلوب أو الإطار الأقرب إلى ما حققته الأندية الأكثر تقدما في العالم في الرياضة أو في كرة القدم على وجه التحديد، عشان كده بيكون هو النموذج اللي كتير من الأندية بتبقى حريصة على اتباعه فيما بعد، عشان بتقيس على النجاح اللي حققه بخطوة أو قرار أو أسلوب جديد من أساليب الإدارة أو منهج جديد بيضيفه لبرامج العمل اللي اعتاد عليها وحققت نجاحات وألقاب كثيرة جدا. عندنا تفاصيل كتيرة هنرجع لها نتكلم عنها مع حضراتكم، ولكن هنبدأ أيضا في عرض مجموعة من التقارير، هنشوف مجموعة من اللقاءات مع الأعضاء. بس خلونا قبل ما نستكمل التفاصيل الكثيرة بهذه الاحتفالية، النهاردة يوم استثنائي ويوم خاص جدا، وإحنا بنحتفل بالعيد 111 للنادي الأهلي، وهو أيضا مواكب لأمر آخر الحقيقة أسعد المصريين جميعا، هو نجاح مش لمؤسسة، نجاح لشخص، لفرد واحد مصري بيحقق نجاحات بيفخر بيها كل مواطن مصري، كل محب للرياضة، كل محب لكرة القدم على مستوى مصر والعالم العربي. وأصبح هذا اللاعب كمان من اللاعبين اللي لهم صيت
ذاع على مستوى العالم، صيت ذائع وشهرة تجاوزت الحدود العربية والقارية أو الأفريقية والمصرية، وبالفعل أصبح من الأسماء اللي بدأت تدخل في حسابات المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم. كل يوم محمد صلاح الحقيقة بيفاجئنا بإمكانات، بحاجات جديدة، طاقات جديدة هو بيفجرها بيكتشفها في نفسه. أعتقد أن النجاح اللي بيحققه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقي شر الإصابة وأنه يستمر بنفس الدرجة من الاجتهاد والتركيز. أعتقد أن محمد صلاح مش مفاجأة للنقاد بس ولا للجماهير بس، أعتقد أنه مفاجأة لنفسه كمان. حجم النجاحات والتطور في مستواه اللي بيحققه من موسم لآخر ومن تجربة لأخرى، أعتقد أنها والله أعلم فقط توقعاته هو شخصيا، لأنه بدأ يدخلنا في حسابات جديدة احنا ما كناش متخيلين أن هنلاقيها مع لاعب مصري بالسرعة دي. محمد صلاح في فترة أيضا استثنائية جدا أصبح رمز للنجاح المصري، رمز للي ممكن الكوادر المصرية تحققه لو وضعت في البيئة المناسبة أو الخصبة. تجربته مع ليفربول النهارده واللي حققه في الفتره اللي فاتت، اسهاماته مع منتخب مصر والصعود لنهائيات كاس العالم، وهو من طبعا اللاعبين بلا جدال المؤثرين جدا في الصعود او التاهل للنهائيات، حصوله على افضل لاعب افريقي، هو اول لاعب يحصل على الجائزه في صورتها الجديده، وهو تاني لاعب بعد الكابتن الخطيب يحصل على الجائزه، لان الكابتن الخطيب ايضا تفرد بالجائزه وهو اللاعب المصري الوحيد اللي حصل عليها في او بمسماها القديم. محمد صلاح بيكمل نجاحاته وبيصل لدرجه خارج التوقعات وخارج المنافسة من الإنجازات بعد حصوله على لقب القاري والتأهل لنهائيات كأس العالم. محمد صلاح كمان بيكون أول لاعب مصري يحقق هذه النتائج، أفضل لاعب بلاير أوف ذا يير في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج، هداف الدوري حتى الآن وإن شاء الله ينهي الدوري بنفس درجة الإجادة. كمان إسهاماته مع ليفربول والأداء اللي بيؤديه وأهدافه المؤثرة في دوري الأبطال الأوروبي، والنهاردة هو على موعد مع فريقه السابق روما الإيطالي. كل التوقعات بتتمنى وبتقول وبتميل إلى تفوق ليفربول إن شاء الله، وأن يكون محمد صلاح على نفس درجة التوفيق والإجادة زي ما شفناه الفترة اللي فاتت. أعتقد أنه لو وفق في الصعود بليفربول مع زملائه إلى المباراة النهائية أو فاز بدوري الأبطال الأوروبي، ما أعتقدش أن حد هيقدر يناقش أو يجادل في قضية أنه ممكن يدخل في الثلاث أسماء اللي هتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم. ونتمنى أن ده يتحقق. ومحمد صلاح الحقيقة بكرر مرة تانية، مش مفاجأة لينا بس ولا للنقاد بس، أعتقد أنه هو نفسه كل يوم بيكتشف قدرات جديدة وطاقات جديدة فاقت توقعاته في الفترة اللي فاتت. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يكمل على نفس درجة النجاح وعلى نفس المستوى. وهو كمان من الأخبار اللي بتتزامن مع احتفالاتنا في النادي الأهلي واللي بتسعدنا كمصريين، جمهور نادي الأهلي أو كل جماهير الرياضة في العالم العربي، أكيد الكل فخور وسعيد جدا بمحمد صلاح. نتوقف اجتماع النادي الأهلي، أول اجتماع للنادي الأهلي كان الساعة 5:30 في نفس التوقيت اللي احنا دلوقتي بنتابع فيه أو بنتابع فيه هذه التغطية مع حضراتكم. كان ده الموعد الخاص بانعقاد أول اجتماع للمسؤولين أو للمؤسسين في النادي الأهلي بعد بدء العمل الفعلي في النادي الأهلي. التجربة زي ما قلنا لحضراتكم على مدار سنوات من 1905 وصولا إلى 1907، ثم قبول العضويات في 1909 وما تلاها من نجاحات كبيرة جدا هنتكلم عنها بالتفصيل مع لاعبين حققوا بطولات مع النادي الأهلي يعرفوا قيمة هذا النادي العريق. نتكلم عنه معاهم عن التجربة، إيه اللي مختلف في النادي الأهلي؟ ليه بيقدر يحافظ على نفس المستوى من التركيز ومن حصد الألقاب؟ ليه لما بيحصل تراجع في أي رياضة في أي وقت النادي الأهلي بيقدر يتدارك الأمور سريعا ويرجع بقوة ويحقق الألقاب ويعود للسابق أو لأفضل مما كان عليه في فترة سابقة؟ المنافسة مع الآخرين النادي الأهلي بيشوفها إزاي؟ نظرة المجتمع الرياضي المصري ونظرة المنافسين للنادي الأهلي وتفوقه دائما أبدا مش على مستوى كرة القدم بس، كل الأمور المتعلقة بالجوانب الإيجابية، التوسعات القادمة إداريا، اعتزام النادي الأهلي الدخول في مشروعات عملاقة لها تكلفة عالية جدا ومحتاجة موارد كبيرة ومحتاجة تدار بأفضل شكل وفي إطار عالمي استثماريا وتسويقيا زي مدينة الأهلي الرياضية أو استاد الأهلي أو مشروع القرن كما أطلق عليه، حاجات كثيرة قوي مرتبطة بالفترة الجاية، وأعتقد أن كلها إيجابية وكلها مفرحة لمحبي النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره. التغطية مستمرة مع حضراتكم، فاصل ونعود.
مرة تانية مع حضراتكم، ومازلنا معكم في هذه التغطية الخاصة 111 سنة أهلي. مزيد من التفاصيل ومزيد من المعلومات عن الانطلاقة التاريخية أو بدء العمل في المراحل الأولى لانطلاق ولتأسيس أو فكرة إنشاء النادي الأهلي حتى قبل مرحلة التنفيذ الفعلي. في هذا الاجتماع تشكيل اللجنة العليا في 24 إبريل 1907، في هذا الاجتماع تشكلت لجنة الأهلي للألعاب الرياضية برئاسة مستر ميتشل إنس وبعضوية إدريس راغب بيك وإسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد أفندي شريف سكرتيرا لهذه اللجنة. وبدأ العمل زي ما قلنا لحضراتكم، المساحة وقلنا رأس المال كان 5000 جنيه. والنادي الأهلي تأسس لجمع خريجي طلبة المدارس العليا. تقرر في يوليو 1907 أن يكون وزير المعارف رئيساً للجمعية العمومية للنادي، وفي 13 ديسمبر 1907 تقرر أن يكون اسم نادي نادي الأهلي للرياضة البدنية، وفي يناير 1909 تقرر رسمياً بدء قبول العضويات في النادي الأهلي. لم تتوقف الحكاية عند مرحلة التأسيس، ولكنها استمرت قرابة 111 عام من التفوق والنجاحات المستمرة والعمل الوطني. واصل أبناء الأهلي كتابة التاريخ اليوم وراء الآخر، حقبة تليها حقبة أخرى مستمرة ومشابهة بل متماثلة معها في نفس الدرجة من النجاح، وربما تفوق الحقبة السابقة عليها، حتى وصل هذا النادي العظيم إلى أعلى درجات التكريم والتتويج، وحصل على نادي زي ما قلنا لحضراتكم نادي القرن أو لقب نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا أيضا عام 2013. تفوق الأهلي في كرة القدم لم يمنع أيضاً أو كان بشكل متوازي مع الاهتمام بكافة الرياضات الأخرى على مستوى الألعاب الجماعية والفردية. فرض النادي الأهلي سطوته محلياً وقارياً، وتابعنا مع حضراتكم الحصول على البطولات القارية في القارة الأفريقية في العام الجاري يد وطائرة، وقبلهم في العام الماضي على مستوى كرة السلة. التاريخ والماضي والحاضر شاهد على هذه الإنجازات وعلى النجاحات. ربما من الأسباب اللي دايماً كل مجلس إدارة بيتولى المسؤولية بيتكلم عنها بيقول إن في خطوط رئيسية أو خطوط عريضة وعناوين لا يمكن أن يحيد عنها أي مسؤول في النادي الأهلي يخرج عن النسق العام لهذا النادي العريق. الكيان ومصلحته العامة قبل الأفراد وتوجهاتهم، إن دائماً أبداً في شكل مؤسسي لإدارة النادي وفي اتفاق على توزيع المهام والاختصاصات وعدم التدخل في الأمور التنفيذية أو الفنية لكل جهاز فني أو كل مدير تنفيذي من المدراء التنفيذيين للإدارات والقطاعات المختلفة في النادي الأهلي، وإن دائماً أبداً مجلس الإدارة لا يتحدث خارج غرفة الاجتماعات، وإن سياساته العامة للنادي ولإدارته وتوجهاته بتوضع داخل الغرف المغلقة داخل غرفة اجتماعات المجلس، ثم يخرج عضو مجلس الإدارة ليتعامل شأن وشأن أي عضو من أعضاء النادي، ولتترك هذه السياسات وتتم متابعتها للتأكيد على الالتزام بها أو المحاسبة لمن لا يلتزم بها، ولا يكون على قدر التركيز المطلوب وإدارة الأمور بالشكل العلمي اللي وضعه مجلس إدارة أو آخر. إن مجلس الإدارة بيقول خطوط عريضة وعناوين وسياسات محددة بيضعها للعمل ثم يتركها للتنفيذيين للقيام بها، وانه ما بنسمعش كل يوم عضو مجلس إدارة بيخرج يتدخل في شؤون فنية او بيعقب على الامور الفنية على الملأ او في وسائل الاعلام. بالعكس، النادي الاهلي من اقل الاندية رغم انه اكثر الاندية في الاهتمام والمتابعة الاعلامية وحرص وسائل الاعلام الرياضية على الاهتمام واللقاءات مع نجومه واعضائه وجماهيره وقيادته او مجلس ادارته، الا ان اعضاء النادي الاهلي او اعضاء مجلس ادارته على وجه التحديد هم الاقل ظهورا في وسائل الاعلام الرياضي على مستوى مصر، حرصا على عدم إيجاد مساحة كبيرة من الجدل أو الإثارة طول الوقت بقدر التركيز على العمل والإنجاز. هنشوف مع حضراتكم طبعا التأكيد على قيمة النادي الأهلي والاحتفاء بتاريخه ونجاحه والاحتفال ب111 سنة طبعا من عمر النادي الأهلي. كل الكوادر، كل القائمين على أمور الرياضة في مصر مش بس قيادات النادي الأهلي، الجميع يعرف قيمة هذا النادي العريق وحريص على المشاركة في هذه الاحتفالية والتأكيد على عراقة وقيمة وإسهامات النادي الأهلي على المستوى الوطني، مش على مستوى إنجازات النادي بمفرده ولكن على مستوى الرياضة المصرية والعربية والأفريقية. هنشوف مع حضراتكم ونتابع كلمة المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة. وأحد عشر عاماً تاريخ مبادئ تطوير. طبعا
طبعا كابتن محمود خطيب يعني مش بس كونه رئيس النادي الأهلي لكن كمان هو يعني نجم كبير جدا في كرة القدم، مثال للأخلاق والالتزام والاحترام. كلنا تمنى له الشفاء العاجل وبنقول له إن شاء الله كلنا في انتظار عودتك سالما لبلدك ولمجلس إدارة النادي الأهلي. بقول النادي الأهلي أنت دائما بتبقى يعني بتسعد المصريين، دائما بتحقق لنا بطولات، في لاعبين كتير من النادي الأهلي بيبقوا يمثلونا في المنتخبات، فبتمنى أن المنظومة تستمر في هذا الاستقرار وفي نفس الوقت أنها تطلع أبطال كتيرة لمصر، ونتمنى إن شاء الله أن كل الأندية المصرية يكون فيها استقرار ويكون فيها أبطال كتير قوي بيطلعهم لنا، علشان إحنا أهم حاجة أن مصر تكون منتخبات ويمثلوها في المحافل الدولية ويرفعوا اسم مصر عليه إن شاء الله. أحد عشر عاماً، تاريخ، مبادئ، تطوير، وجلالا تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة تزهى على جمع فيها وحادي، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة عزت على كل أعزاز وإمجادي، عزت على كل أعزاز وإمجادي. خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد، كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من بعد نهاية انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة انطلاقا، وده قاله طبعا بعض المتطوعين أو المحبين للنادي الأهلي من رجال الأعمال أو المحبين أو المسؤولين في الوسط الرياضي سواء في مصر أو المنطقة العربية أو في يعني أي منطقة خارج حدود مصر. بعض الناس انطلاقا من الشعبية الخاصة جدا والحالة الاستثنائية المصاحبة لاسم الكابتن محمود الخطيب وعطاؤه مع النادي الأهلي، فضلا عن الكوادر المتميزة طبعا اللي اختارها في قائمته والموجودة معاه في مجلس الإدارة الحالي، تبرعوا أو سارعوا للتقدم بتبرعات وعروض استثمارية للنادي الأهلي، قدموا أكثر من عرض برؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية للشراكة وللدخول في المشروعات اللي بيعتزم النادي الأهلي أن يذهب إلى تدشينها أو إنشائها في الفترة الجاية. كان رد الكابتن الخطيب وده قاله في أكتر من لقاء مع الأعضاء مع الجمعية العمومية للنادي، قال إن دائما أبدا بنرد على
أي محب للنادي أو متبرع أو متطوع بأن في شكل في إطار من اللوائح أو القوانين وأن في أمور لازم من خلالها تتم عملية إدارة أي تدفقات مالية قادمة للنادي أو تبرعات أو أي دعم مالي أو أي عروض استثمارية أو تسويقية قادمة للنادي. الشكل المؤسسي ده النادي الأهلي حريص أيضا من خلاله على التنسيق مع كل أجهزة الدولة مع القطاعات المختلفة في المشروعات اللي النادي الأهلي دخل أو بدأ في العمل عليها في الفترة اللي فاتت، منها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، منها أكثر من وزارة، منها أكثر من جهاز تابع للقوات المسلحة. وبالتأكيد الكل حريص أيضا وفي اتصالات على أعلى مستوى مع كافة الكوادر في كافة القطاعات، لأن الجميع يعرف أيضا وحريص على التواصل مع النادي الأهلي ويعرف قيمته وحق المعرفة. خلونا نشوف كلمة اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي. كابتن محمود صديق شخصي وبعتز جدا بهذه الصداقة، ويعني أنا من الجيل اللي استمتعت بمحمود الخطيب وهو لاعب، يعني عملوا أمجاد أيام هايدي كوتي وحازوا على بطولات كثيرة في هذه في الوقت ده، ومعاه مصطفى عبده ومعاه الجيل العظام دول اللي حققوا الكثير سواء للنادي الأهلي أو لجمهورية مصر العربية يعني. فأتمنى له الشفاء والعودة إن شاء الله. النادي الأهلي مزيد من الإنجازات، ده نادي عريق بيمثل دعامة كبيرة للرياضة المصرية هو والأندية التانية، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى أن كل الأندية المصرية بتعمل شغل كويس عشان في الآخر يبقى لنا تمثيل دولي وكل الجماهير المصرية سواء الجماهير الكورة أو غير الكورة تسعد بالتمثيل الدولي لفرقها في مختلف دول العالم. عشر عاما تاريخ مبادئ تطوير. حدث في مثل هذا اليوم 24 إبريل من عام 1830، الدولة العثمانية تعترف باليونان كدولة مستقلة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1907 تم تأسيس النادي الأهلي. هي 11 سنة يا أهلي. الأهلي فرحة شعب. 111 سنة تاريخ مبادئ تطوير. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم 111 سنة أهلي. على مدار 111 سنة سمعنا كام مرة انتقادات يعني غريبة جدا للنادي الأهلي على حجم النجاح اللي بيحققه. دايما النجاح له أعداء بعدد لا يحصى، ناس كتير على مدار 111 سنة والبطولات اللي بتتحقق والأرقام اللي بتزيد بفارق عن المنافسين عن أقرب المنافسين. تسمع حاجات غريبة، ناس تقول النادي الأهلي بيفوز بالحكام، النادي الأهلي بيفوز بسطوته وسيطرته الإعلامية، النادي الأهلي بيفوز بأنه عنده رجال أعمال ومحبين ومتطوعين وتدفقات مالية وداعمين، النادي الأهلي بيفوز لأنه بيخطف اللعيبة من الأندية التانية وبياخد أفضل اللعيبة. الحقيقة كل أندية العالم، بصوا على أي نادي من الأندية اللي بتحقق بطولات في العالم، شوفوا حجم الانتقالات وبورصة الانتقالات وكام مرة خدوا أفضل عناصر موجودة في أندية منافسة لهم في أوروبا داخل نفس البلد أو في أي بلد آخر من البلاد أو في الدوريات الأوروبية. فدي مش حاجة ينتقد عليها أي نادي، إنه بيبحث دايماً عن أفضل العناصر ليضيفها لصفوفه، لأن الفريق اللي عايز يحقق بطولات دايماً حريص على
وجود الهيكل الأساسي للفريق وإن البديل يبقى على نفس المستوى وإنه النادي ما يحصلوش دروب فني لو غاب عنه للإيقاف أو الإصابة أو حتى ترك النادي أي لاعب مهما على شأنه يكون فيه البديل اللي قريب على نفس المستوى أو ربما في نفس مستوى اللاعب الأساسي. الحاجة الثانية إن النادي الأهلي خلال 111 سنة شفنا كام ناشئ متميز جدا طلع من داخل هذه المدرسة من داخل النادي الأهلي ومن صفوفه ومن ناشئيه وأصبح من أكبر نجوم الكرة على مستوى مصر والعالم العربي مش بس على مستوى النادي الأهلي. الحاجة الثالثة اللي لازم الناس دايما تتكلم عنها بشكل فير أو منصف إنه ممكن الشخص مرة بخطأ يحقق نجاح، يعني ممكن حكم يخطئ في مباراة يجامل فريق دون أن يقصد ودون أن يتعمد، ده بيحصل مرة اثنين ثلاثة، لكن ما فيش حد شخص أو مؤسسة بتفضل تحقق نجاحات على طول وده من قبيل الصدفة أو ده بالحظ أو ده بالتحكيم أو ده لأسباب واهية ليس علاقة بالإجادة. اللي بيفضل ناجح على طول أكيد أسلوب إدارته، أكيد تعاقداته، أكيد سياساته أفضل من منافسيه، عنده توفرت له عوامل النجاح. التوفيق عنصر موجود في كرة القدم، كل أندية العالم بتحتاج كرة القدم. بنشوف ساعات فريق بنقول ده داي أوف، الفريق بيعمل كل حاجة في الملعب وما بيكسبش. التوفيق عنصر مؤثر جدا في النجاح وفي الفوز وفي حصد البطولات، لكن مش هو العنصر الوحيد أو ليس في المقدمة، لأن في عوامل تانية، الاجتهاد والشغل والتعاقدات والعناصر وقطاعات الناشئين وأسلوب التدريب والحزم في الإدارة، اختيار أفضل مدير فني، اختيار أفضل عناصر، كل الأمور دي بتحسم المنافسة. بالعكس النادي الأهلي قدر في فترة من الفترات لو لقى نقطة واحدة متفوق فيها منافس آخر كان بيعادل الرقم ده ويتفوق فيه، لأنه بيشتغل على أي أوجه قصور موجودة. هي دي سياسات الإدارة اللي دايماً بتعمل الفرق وبتخلي النادي الأهلي في المقدمة. النادي الأهلي بيحب وبيحترم منافسيه، دايماً بيتكلم عنهم بشكل أكثر من رائع. سياسات مجلس الإدارة، حتى أسرة إدارة القناة، لغتنا دايما فيها كل الاحترام للمنافسين، فيها علاقات رياضية طيبة جدا، فيها حرص على ان الوسط الرياضي يكون بعيد عن اي مشادات او تعصب او مناوشات. بالعكس نجاح كل المنافسين وقوة الدوري وقوة المنافسة بيسعدنا بالتأكيد. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع نكمل كلام. مئة وأحد عشر عاماً، تاريخ، مبادئ، تطوير. كل سنة والنادي الأهلي وجمهوره وأعضائه ولاعبيه واي منتمي للنادي الاهلي بخير وسعاده، ودايما في انتظارات وفي انتصارات ومكاسب على طول، ودايما مفرحنا. كل سنه والنادي الاهلي بخير. كل سنه وانتم طيبين لاعضاء النادي الاهلي بمرور 111 سنه. كل سنه والنادي الاهلي كله باعضائه بجماهيره بلاعبته بالعاملين فيه كلهم طيبين، وقول ان شاء الله النادي الاهلي يبقى في انتصارات دايما، واهم حاجه نسعد الناس، واهم حاجه اللي احنا نبقى بنفرح الناس اللي بره والناس اللي جوه النادي، دي اهم حاجه. احنا كلاعيبه او انا ابن من ابناء النادي الاهلي، الحمد لله بتشرف ان انا موجود في النادي الاهلي، وبتشرف ان انا يعني عضو من اعضاء النادي الاهلي طبعا، ولعيب في النادي الاهلي طبعا، حاجه يعني تشرفني وحاجه تبسطني. وزي ما قلت لك في اول الكلام، اهم حاجه اللي احنا بنسعد اعضاء النادي الاهلي وبنسعد جمهور النادي الاهلي وبنسعد نفسنا طبعا. فبقول كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله النادي الاهلي في انتصارات دايما على طول. بهني طبعا جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بمرور 111 سنه على النادي، وطبعا بنوعدهم بمزيد من البطولات والانجازات ان شاء الله. يعني طبعا انا بهني طبعا اعضاء وجمهور النادي الاهلي وادارته طبعا على مرور 111 سنه طبعا، وطبعا الواحد سعيد اللي هو يكون موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا حاجه احنا من ابنائه، وحاجه طبعا حاجه تسعدنا ان احنا نكون موجودين، وان شاء الله نكون في انتصارات دايما على طول. والف مبروك، وان شاء الله نتمم على خير ان شاء الله. كل سنه وكل اعضاء وجماهير النادي الاهلي طيبين بمرور 111 سنه، وبتشرف ان انا اكون احد ابناء النادي الاهلي واحد المنتمين لهذا الكيان. ايه الكلام ده يا عم؟ الاولانيه حلوه، الباقي ده مش لازم بقى. كمل بقى ودايما في النجاحات والبطولات. انا طيب ماشي، يلا يلا من الاول.
كمان التقرير اللي فات شفنا فيه تأكيد على الكلام اللي كنا بنقوله، كوادر نجوم في النادي الأهلي بيتكلموا وبيحتفلوا مع جمهورهم ومع إدارة النادي ومع الأعضاء 111 سنة أهلي. وبالصدفة البحتة كل الشخصيات اللي ظهرت في التقرير، كل النجوم اللي ظهروا في التقرير ده من قطاعات الناشئين ومن اللاعبين اللي خرجوا وصعدوا ووصلوا الفريق الأول وبقوا نجوم سواء في الفريق الأول أو في منتخب مصر من خلال قطاعات الناشئين في النادي الأهلي. فبنقول دايما الأهلي بيعمل التوازن ده سواء في التعاقدات من أندية أخرى من داخل أو خارج مصر أو بورصة الاحتراف في كرة القدم، والاهتمام بقطاعاته في الناشئين اللي بتقدم عناصر متميزة جدا، نجوم كبار حسام غالي، حسام عاشور، الشناوي، سعد سمير وأسماء أخرى. ومنهم ضيوفنا النهاردة هيكون معانا اثنين من اللاعبين والنجوم اللي صعدوا في مراحل عمرية مختلفة وصولا إلى الفريق الأول. هيكون معانا الكابتن أحمد بلال والكابتن أمير عبد الحميد، ويكلمونا عن تاريخ طويل وإنجازات حققوها مع النادي الأهلي وعن قيمة هذا النادي وما عاشوه خلال وجودهم في الملعب وتجربتهم مع النادي الأهلي واللي مستمرة طبعا حتى الآن، هم مرتبطين بالكيان سواء كانوا لسه داخل الملعب أو خارجه. طبعا الاحتفالات في النادي الأهلي في المقار المختلفة سواء في الجزيرة أو في شيخ زايد أو في أي مقر آخر في مدينة نصر، وإن شاء الله أهلي التجمع في الفترة اللي جاية، الكل حريص على فعاليات مختلفة داخل المقار بإدارة طبعا الإدارات التنفيذية أو المدراء التنفيذيين للنادي للاحتفال، وطبعا تذكير الأعضاء والاحتفاء بهذه الذكرى 111 لتأسيس النادي أو عيد ميلاد النادي الأهلي رقم 111. لسه مستمرين في هذه التغطية مع حضراتكم، عندنا تفاصيل كتيرة ومعلومات وتقارير مصورة عدها زملائنا في فريق الإعداد وأسرة البرنامج. هنتوقف مع فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل ونستكمل فقراتنا وهذه التغطية الخاصة 111 سنة أهلي، ونستقبل أيضا بعد قليل نجومنا وضيوفنا في الاستوديو الكابتن بلال والكابتن أمير عبد الحميد. عشر عاماً والأيام الأولى لدخوله وتعرفه بالنادي الأهلي وأنه يصبح واحد من هذا الكيان، واحد من هذه الأسرة الكبيرة، البيت الكبير النادي الأهلي، وصولاً إلى لحظة التتويج وتكليل مشواره الناجح وحجم ما حققه من نجاحات بوصوله إلى هذا المنصب من خلال الانتخابات السابقة، واللي عكس طبعاً حب الجمعية العمومية والجماهير، وشفنا وسائل الإعلام وحجم الحفاوة والتقدير الكبير لمشوار وقيمة وتاريخ الكابتن محمود الخطيب، وده انعكس زي ما قلنا أكتر من مرة على نتائج الانتخابات. مرة تانية بنتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود بسلامة الله ليمارس مهام عمله بفعالية ونشاط، وإن شاء الله يكون على قدر كل التطلعات والتوقعات الخاصة بوجوده مع مجلس الإدارة الحالي. هنرجع للاحتفال بتجارب كثيرة جدا من النجاحات وحجم من الألقاب والبطولات شارك في تحقيقها أجيال متعاقبة داخل النادي الأهلي.
من هذه الأجيال ومن النجوم السابقين في صفوف النادي الأهلي وممن يعرفوا حق وقيمة هذا النادي العريق ويحكوا لنا تجربتهم، واللي أكيد حريصين جدا على الاحتفاء والاحتفال مع حضراتكم النهاردة مع أعضاء وجماهير النادي بعيد ميلاد النادي الأهلي رقم 111 111 سنة أهلي. نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن أمير عبد الحميد. كابتن أمير مساء الخير وسعداء بوجودك معنا النهارده. مساء الخير يا محمد، أنا سعيد جدا معاكم مع طبعا كابتن بلال وفي قناة الأهلي بيتنا، يعني نسعد بيك دائما. ونرحب أيضا بالكابتن أحمد بلال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، أهلا بيك كابتن بلال وسعداء بوجودك معنا. أهلا بيك يا محمد، ربنا يخليك. وطبعا حبيبي أخويا أمير عبد الحميد اللي يمكن بقالي سنة تقريبا ما شفتوش، يعني انتوا متجمعين، احنا فرحانين جدا سعداء بالتجمع ده النهارده. وانا على المستوى الشخصي طبعا العلاقه بيكم والصداقه اللي بعتز بيها دي ممتده لسنوات. يعني نبدا بالكابتن امير عبد الحميد، تحب تقول ايه في بدايه الحديث؟ عندنا موضوعات كتير قوي نتكلم عنها، لكن لو ترجمنا المعاني اللي دايما بنتكلم عنها عن النادي الاهلي ونجاحه وقيمته لحاجات شخصيه مرتبطه بتجربه امير عبد الحميد حارس المرمى، تقول ايه عن النادي الاهلي؟ بص يا استاذ محمد، وطبعا في البدايه يمكن انا جيت النادي الاهلي وانا صغير جدا، يعني عندي مثلا 11 سنه 12 سنه، فيعني عشت سنين طويله جدا في النادي الاهلي، ومن وانا في الناشئين تربيت على حاجات معينه، وتربيت على ان انا ابقى ملتزم جدا بره الملعب وجوه الملعب، تربيت ان انا ابقى كل الناس بتركز عليا حتى وانا صغير، طالما لبست تيشيرت النادي الاهلي انت الناس كلها بتتفرج عليك، وفي نفس الوقت انت اخذت ان انت تلعب على البطولات على طول، ولحد ما كان عندي هدف ان انا اطلع الفريق الاول. الحمد لله تعبت جدا على اساس ان انا اوصل النادي الاهلي، مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، وخصوصا ان انت وانت بتطلع من الناشئين دي بتبقى صعبه جدا، انت لازم تتعب عشان المدربين يتابعوك وبعد كده يبتدوا يتكلموا عليك في الفريق الاول، فانت بتاخد الموضوع خطوه خطوه لحد ما بتطلع في الفريق الاول تتقيد رسمي، وبعد كده بتدخل بقى، فانت متعود على ان انت البطولات من وانت صغير، متعود ان انت اول ما بتطلع في الفريق الاول لازم تحارب واللي جات لك فرصه تمسك فيها. وقالوا عليك بعد ما وصلت الفريق الاول الفتره الطويله اللي انتظرتها عشان وجود كوادر كبيره كمان في حراسه المرمى في الوقت ده بالظبط، كان كابتن احمد شوبير، وبعدين تم التعاقد مع الكابتن عصام الحضري، وكان في منافسه كبيره واسماء دايما الدخول في وسطها والحصول على فرصه دائمه وحقيقيه صعبه، زي ما قالوا عن كابتن شوبير في وقت من الاوقات قالوا عن كابتن امير عبد الحميد ايوب اطلقوا عليك اللقب ده. انا بس طبعا انا نسيت اقول حاجه، طبعا انا بقول لكابتن خطيب الف سلامه عليه وان شاء الله يرجع علينا بالسلامه، طبعا يمكن الكلام خدنا فما ما اتكلمتش عليه، يعني الكابتن خطيب طبعا قدوه كبيره جدا لينا، وان شاء الله يرجع بالسلامه، والناس كلها طبعا هو وحشنا وان شاء الله يرجع بالسلامه للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. بالنسبه لموضوع حراسه المرمى، طبعا انت عارف انت كان في من وانا صغير كان في منافسه كبيره جدا، كان في شريف كرامي وكان في احمد كرامي الله يرحمه، لحد ما طلعت الفريق الاول كان في احمد فوزي وفي كابتن مصطفى كمال، يعني انت كنت بتعاني اصلا حتى لما طلعت الفريق الاول. ساعتها كان كابتن عصام الحضري كان لسه شيرينه من دمياط، وكان لسه كابتن شوبير كان بعد مرحله الاصابه. انا حضرته اصلا وانا صغير، يعني كابتن شوبير اتمرنت معايا اصلا وتعلمت منه حاجات كتير جدا، يمكن انا كان نفسي اشوفه، وكان كان لسه انا حتى كمان دخولي في النادي الاهلي كان هو لسه راح كاس العالم، وكان نفسي اشوفه اتمرنت، يعني ما كنتش مصدق انا اتمرنت معاه، وحتى وانا صغير سني 14 15 سنه كنت بتمرن معاه. فانت دخلت بقى مع الحضري وكابتن شوبير وبعد كده مصطفى، بعد كده قعدت فتره كبيره جدا انا والحضري حوالي كام سنه لحد ما جالنا كابتن نادر، فدخلت برضه بتعيني منافسه ثلاثيه صعبه مره بالظبط، فالامور بتبقى صعبه جدا جدا يعني، فالواحد اتعلم ان هو يبقى عنده صبر، عنده جلد، يبقى عندك هدف ان انت بتوصل له، وان دايما الفرصه فرصه المشاركه في النادي الاهلي صعبه صعبه، فلازم تمسك فيها منافسه بين نجوم. بالظبط بالظبط. كابتن بلال، البدايات مع النادي الاهلي تفتكرها ازاي، والمراحل الاولى ايامك الاولى مع النادي الاهلي؟ والله يمكن انا يمكن موضوعي اشبه او شبيه بموضوع امير. أنا ابتديت 95 في النادي الأهلي، 95-96 كان عندي 15 سنة. يمكن أنا حتى كمان فترة التأييد بتاعة النادي الأهلي كانت فترة فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، توفيق كبير كمان يعني. أنا قعدت 3 شهور تقريبا اختبارات في النادي الأهلي. كابتن خالد جد الله كان موجود هو على رأس الجهاز، وكان معاه كابتن ضياء السيد. عايز أقول لك إن يوم التأييد كان آخر يوم ليا في أو آخر يوم للتأييد عامة في الناشئين. وكنا رايحين الشرقيه عشان خاطر نخلص ونجدد وكده. يمكن اللحظات دي لا يعني ما اقدرش انساها، لان دي في حاجات بتبقى في الذاكره ما تقدرش تنساها على الاطلاق يعني. واحنا ماشيين بالعربيه هناك رايحين على الشرقيه، العربيه عملت حادثه.
عارف انت 15 سنه انت عندك احلام، خد بالك عندك احلام وطموحات كبيره جدا، وانت لسه عندي 14 سنه ونص، وبقالي 3 شهور كل يوم بتحلم انك هتلعب في النادي الاهلي ولابس التيشيرت وبتتمرن كويس قوي وبتستعد كويس قوي، فجاه واحنا ماشيين على الطريق العربيه بتعمل حادثه، وتاني يوم خلاص ما عندكش وقت يعني. فعارف انت قاعد بتفكر يا ترى كل الاحلام والطموحات اللي رسمتها وان انا اكون في النادي الاهلي ومع المجموعه كل ده هتنتهي لو لف كابتن خرج انا ورجع بالعربيه. عارف المهم انا نزلنا من العربيه، ايه اللي طمنك بقى بعد الحادثه؟ ايه اللي هقول لك؟ نزلنا من العربيه فكان معانا الله يرحمه، كان معانا الله يرحمه كابتن عدلي، عدلي كان هو الاداري كابتن اللي هو العميد عدلي، العميد عدلي وكمان كابتن احمد ناجي كان معانا برده في العربيه. فالمهم انا منتظر بقى القرار، هنرجع ونلف وخلاص الاحلام والطموحات وكل حاجه راحت، ولا هنكمل؟ فانا قاعد عمال بدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب نكمل. فالمهم فكابتن ناجي قال له يا كابتن خالد خليها يوم ثاني، او خليها في النص الثاني. كابتن ناجي وانت بتحب يقعد من جواك طبعا، وانا يوم ثاني النص الثاني طب هروح خلاص مفيش في مدارس وثانويه عامه. فالمهم لقيت كابتن خالد جد الله بيقول له لا احنا هنكمل. فرحت جدا جدا جدا، وكنت مبسوط جدا وسعيد جدا بالقرار، وكانت دي البدايه مع النادي الاهلي. يمكن احنا اتعلمنا في النادي الاهلي ازاي تبقى عندك اراده، ازاي تبقى عندك، اتعلمنا كمان الادب داخل النادي الاهلي، اتعلمنا الاخلاق داخل النادي الاهلي، القيم داخل النادي الاهلي، المبادئ، الطموح، كل ده اتعلمناه ودرسناه جوه النادي. درسناه من المدربين اللي مرنونا، درسناه من الاداريين اللي كانوا بيتعلموا اللي كانوا معانا، درسناه كمان من اللعيبه الكبيره اللي كانت دايما بتحكي القصص بتاعتها وازاي طلعت. يعني مفيش لعيب طلع في النادي الاهلي لقى نفسه بيلعب اساسي وكويس وماشي وبيسجل اهداف وبيلعب في منتخب مصر غير بقصه كفاح. عشان كده يمكن الفتره المشاركه على مراحل بشكل تدريجي، ما بيلعبش في مدرب مش مقتنع بيه شويه، بيكمل في التدريبات، بيلعب، بيحاول يأدي بشكل مختلف، بيزود في التدريبات، بيحاول يتعلم، بيحاول يسمع، يبدا ما يلتزمش بالتعليمات فيبدا يتعاقب بانه ما يشاركش فتره ويرجع، مراحل بتبقى صعبه، مراحل كتير جدا، ومدرب يقتنع بيك ومدرب ما يقتنعش بيك. دي برده خد بالك من الحاجات اللي اتعلمناها جوه النادي، لان ممكن مدرب يجي يقتنع بيك وتلعب، ومدرب تاني يبقى عنده قناعات بحد تاني. والنادي الاهلي دايما اداريا في ميزه انه ما بيتدخلش في الامور الفنيه، على المدرب له على الاطلاق. فانت النهارده المدير الفني ما اقتنعش بيك، انت علمنا ازاي نثبت جدارتنا جوه النادي ونقول للمدير الفني انا بعت له مسج، لا ان احنا ان انا مثلا استحق ان انا بالملعب طبعا بالملعب مش بالكلام اكيد طبعا. ويمكن فضلت على كده 5 سنين لعبت مع النادي الاهلي، يمكن صعدت للدرجه الاولى انا عندي 18 سنه. العميد عدلي الوراق اللي كنت العميد عدلي بالظبط صح كده، وطلعت انا عندي 18 سنه وكانت منافسه شديده جدا. انا عايز اقول لك قبل ما اطلع الدرجه الاولى يعني قعدت كنت كل يوم بفكر لان كان في الفريق الاول كابتن حسام حسن، كان احمد فليكس، كان علي ماهر، كان علاء ابراهيم، كان محمد فاروق، كان احمد صلاح حسني، عدد كبير جدا من المهاجمين، كان 6 مهاجمين كل واحد فيهم يشيل فرقه. وانت وتبادلتوا المواقع في على مدار سنوات كنتوا فيها مع بعض، كل واحد من الاسماء دي كان بيتفوق منكوا فتره، صح؟ يعني ممكن يحط نفسه كرقم واحد قدام الراي العام والاعلام والجمهور في فتره من الفترات، بس مش ثابته. وبعدين بالله عايز اقول لك حاجه، انت الاول كنت بتلعب باتنين فراوده، فكانت فرصه كويسه لان انت تطلع فرود معاك تاني. يعني ساعات بلال يلعب هو وكابتن علي ماهر، يلعب هو مثلا فاروق، تلاقي فاروق وعلاء ابراهيم، تلاقي بلال ومش عارفه مين، كان بيبقوا اثنين. لكن ساعات بيبقى فيرود دلوقتي بقى فيرود فيرود واحد دلوقتي، الشكل بقى اثنين وسط. انا عايز اقول حاجه بس على موضوع الالتزام اللي بلال بيتكلم عليه، انت صعب جدا من وانت صغير لحد الفريق الاول تلاقي واحد مش ملتزم جوه النادي الاهلي. يعني حتى لو اول حاجه النادي الاهلي لما بيجي يختار لعيب بيختاره بيشوف شخصيته الاول، هل هتناسب النادي الاهلي ولا لا، شخصيته ايه بره الملعب وجوه الملعب. ما انت عشان لازم تلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عندك شخصيه جوه الملعب اصلا عشان تعرف تاخد قرارات، تبقى انت ليدر. يعني هو الحقيقه كان يعني كان بيحصل، بس الشخص ده ما بيطولش في النادي، لا بس يعني النادي بيحاول معاه يقومه فتره، ما انا يا اما استجاب يا اما ما لا بس هو النادي. اول ما بيدخل جوه في البدايه بيدخل على طول في دايره الموضوع الفزاق. منتهي انت فاهمني؟ يعني انت اي لاعب حتى اللعيب لما بيجي من بره واخلاقه كويسه لما بيجي يدخل جوه مع التيم مع اللعيبه، اللعيبه بتحتضنه فبالتالي خلاص بيقابلوه كويس بالظبط. ولو هو مش ملتزم لا هتلاقيه بيلتزم، وهو لو مش ملتزم مش هيقدر يجي من النادي. التربيه خد بالك اللي احنا اتعلمناها دي، التربيه اللي احنا اتعلمناها داخل النادي الاهلي. يمكن انا عايز اقول لك على حاجه، احنا ما عشناش في مدارس كتير قوي يعني. يعني انا واحد من الناس ما كانتش بتروح مدارس كتير، بروح الامتحانات. يمكن امريكا برضه نفس الموضوع. يعني احنا الثقافه اللي خدناها من جوه النادي الاهلي،
من الكلام اللي امير بيحكي عنه ده، ان انت ازاي لما تخش جوه مجموعه تبقى ملتزم بالمجموعه اللي تتعامل معاها، ازاي قواعد النادي الاهلي بتسري على كل اللاعبين سواء صغير او كبير، ازاي المدير الفني كمان يبقى هو كمان ملتزم بقواعد النادي الاهلي، دي الحاجات اللي دايما كنا بنتعلمها داخل النادي الاهلي. عشان كده يعني عايز اقول لك على حاجه، ولاد النادي الاهلي يعني طبعا احنا كل الناس اللي لعبت في النادي الاهلي كلهم ولاد النادي الاهلي طبعا، ولكن بتكلم على الناشئين اللي خرجوا من النادي الاهلي تلاقيهم مختلفين عن اي حد تاني، مختلفين تماما. صح. عندهم يعني تبص درجه عاليه جدا من كلامه من كلامه يعني شغل جهاز فني طبعا، لا كمان من كلامه من افعاله من سلوكه بتعرف ان ده متربي هيبان في المنتخبات كمان يا بلال. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكابتن احمد بلال والكابتن امير عبد الحميد، بس هنتابع مع حضراتكم اللقاءات بيجريها زميلنا امير هشام من داخل النادي الاهلي في مدينه نصر ومجموعه من اللقاءات مع اعضاء النادي. محمد، تحياتي الكابتن احمد بلال، كابتن امير عبد الحميد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. هو اكيد يوم مهم جدا للنادي الاهلي واعضائه وجماهيره، وخصوصا ان زي النهارده النادي الاهلي بيمر عليه 111 سنه منذ تاريخ انشائه في طبعا 1907، وهو تاريخ حافل بالعديد والعديد من الانجازات، مش بس على المستوى الرياضي لكن ايضا على المستوى الاجتماعي والمستوى الانشائي، وخصوصا ان احنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيوصل دلوقتي لثلاث افرع بالنسبه للنادي الاهلي وثلاث مقرات، واكيد شيء مهم ومميز جدا لخدمه اعضاء النادي الاهلي في كل مكان. لكن خليني انقل لك يا استاذ محمد الانطباعات بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي من خلال تواجدنا هنا في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر في يوم مهم زي ده. عشان كده معايا دلوقتي احد الاعضاء، برحب بحضرتك في البدايه، وعايزين نتكلم عن احتفاليه النادي الاهلي بمرور 111 سنه، ورايك ايه وحابب تقول ايه في هذه اللحظه؟ طبعا هو النادي الاهلي ده نادي عريق يعني بتاريخ بمعنى صح في الرياضه المصريه، من نادي اجتماعي في الاول وفي نفس الوقت كنادي رياضي معروف كل الجولات بتاعته على مستوى افريقيا على المستوى المحلي. يعني النادي الاهلي اسم دلوقتي في عالم الكره. كابتن بيبو، حابب تقول له ايه النهارده؟ يمكن القى كلمه من خلال قناه النادي الاهلي عندنا، وكانت كلمه حصريه لينا، واتكلم فيها وهنئ فيها اعضاء النادي الاهلي بمرور 111 سنه على النادي، وخصوصا هو في رحله علاج ان شاء الله يشفى منها تماما وعلى وشك العوده ان شاء الله للقاهره. هي اهم حاجه بنتمنى له الشفاء، ده اهم حاجه في الاول يعني. تمام. وبعدين بقول له يا كابتن بيبو انت معروف على المستوى الافريقي يعني مستوى على مستوى مصر كلاعب خلق كانسان انسان يعني في كل صفات اللاعبين الممتاز. تمام، شكرا. نعم، عايز اخد راي حضرتك برضو في اليوم النهارده، وحابب تقول ايه في مناسبه مهمه زي دي؟ شوف، انا عضو في النادي من سنه 74 من ايام ما كان الجزيره بس، فشفت النادي الاهلي، انا اقدر اقول لك ان انا اتربيت فيه، فشفت ان هو عباره عن مدرسه كبيره فيها تطوير كتير. يعني النهارده زي ما حضرتك بتقول ثلاث فروع والفرع الرابع هيجي. الاهلي مش مساله ان هو نادي رياضي ونادي اجتماعي بس، لا، ده تاريخ يعني من 1907 مرت عليه عظماء مصر كلهم كانوا رؤساء للنادي دهوت، ومنهم وزراء ومنهم رؤساء وزراء، لكن اتعلمنا منهم حاجات قيم مش موجوده في اي نادي تاني بصراحه. يعني انا بحس ان انا فخور ان انا عضو في النادي الاهلي، لان انا اتعلمت منه حاجات كتير سواء كانت في الرياضه او في النواحي الاجتماعيه او النواحي الرحلات اللي بيعملها، كل حاجه الواحد بيتعلم منه في النادي الاهلي. وبالنسبه للكابتن محمود الخطيب بقول له ربنا يشفيك وترجع لنا بالسلامه، لان طبعا يعني انت لوحدك تاريخ وتاريخ اضافه للنادي الاهلي، ومش معنى كده ان اللي قبليك كان مثلا ما لهمش دول، لا، انت النادي الاهلي معروف ان هو استكمال لحلقات متتاليه، كل واحد بيجي بيضيف حاجه، وفي عندنا ميزه في النادي ان احنا ما بنهدش اللي قبلينا وما بنشتمش في اللي قبلينا، بل بالعكس احنا بنكمل اللي عمله اللي قبلينا، وربنا يوفق النادي ان شاء الله. شكرا. شكرا يا فندم. عايز اخد برضو انطباعات حضرتك ورايك في يوم مهم ومرور 111 سنه عن تاريخ انشاء النادي الاهلي. طبعا النادي ده بيتنا التاني، كلنا استفدنا من النادي وكلنا اتربينا في النادي، انا عضو من سنه 80
وولادي طبعا واخواتي وكله كله احنا كلنا هنا موجودين في النادي، ويهمنا طبعا ان النادي من كل يوم من احسن لاحسن لاحسن لاحسن. وطبعا المسيره دي فيها ناس كتير قوي تعبوا وقدموا تضحيات وقدموا حاجات كتير قوي لنادينا، ويهمنا ان احنا نساند النادي في كل المجالات. واحنا بنمر على انشاء نادي دلوقتي 111 سنه، ده طبعا بعد اليوبيل الماسي واليوبيل يعني ما فيش بعد كده يعني، واحنا تقريبا اقدم نادي بعد نادي السكه يعني الحديد، احنا اقدم نادي في مصر هنا. وبالنسبه لكابتننا بقى الكبير اللي كلنا وقفنا معاه وساندناه، ويهمنا ان هو يكمل المسيره ويضيف اضافات. بدات طبعا احنا شايفين دلوقتي ايه اللي بيحصل هنا في مدينه نصر والانشاءات الجديده وبتاع، ونتمنى له يا رب الشفاء ويجي بالف سلامه وينور نادي تاني ان شاء الله. شكرا. لسه مستمرين معاك يا استاذ محمد وانطباعات طبعا اعضاء النادي الاهلي هنا في مقهى بمدينه نصر على اليوم الهام جدا ومرور 111 سنه في تاريخ انشاء النادي الاهلي. برحب بحضرتك في البدايه وعايز اعرف حابب تقول ايه في اللحظات دي بعد مرور 111 سنه في تاريخ انشاء النادي الاهلي، واكيد العديد والعديد والمديد من السنوات القادمه ومليئه ان شاء الله بالانجازات والبطولات على كل الجوانب ان شاء الله. عادل دياب بس على كل الموجودين في الاستوديو. طبعا احنا عودنا النادي الاهلي على انتصار باستمرار، وانا ما بعتبرش طول المده هي الميزه الوحيده، ولكن مدى الاستقرار اللي موجود خلال الفترات الزمنيه ثابت ما بيتغيرش، سواء اتغير رئيس او اتغير شيء، ولكن المبادئ ثابته وواحده، وده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما في حاله انتصار دايم. دايما الكتف بتاعنا للصاعد، ما فيش حد، حتى السلوكيات اللي موجوده في النادي سلوكيات هاديه، وده بيدل ان الاداره اداره ناجحه، ونتمنى ليهم ان شاء الله المزيد، ونسمع كل خير عن النادي الاهلي من انتصارات في جميع المجالات اللي هو قايم بيها. حابب تقول للكابتن بيبو النهارده بعد ما القى كلمه وهنأ فيها اعضاء النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب انا حضرته كلاعب، ويعني امتعنا لعبا وخلقا، وبيعتبر هو رجل المناسب في المكان المناسب. نتمنى ليه ان شاء الله الشفاء العاجل، ويرجع لنا بالف صحه وبالف سلامه، وكل القلوب تدعي له ان ربنا يشفيه باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. لسه مستمرين ومعايا احد اعضاء النادي الاهلي ايضا، حابب تقول النهارده بعد مرور 111 سنه على تاريخ انشاء النادي الاهلي. هو طبعا النادي الاهلي نادي عظيم وعريق، ومش على المستوى المحلي بس، لا ده اصبح على المستوى العالمي دلوقتي، وفي تقدم مستمر وملحوظ على مستوى كل الرياضات في النادي وعلى المستوى الاجتماعي، واعضاء النادي كلهم ناس يعني في قمه الاخلاق والاحترام، تحس انهم منتقاه، يعني النادي منتقاه من مجموعه من الاعضاء، والاخلاق والقيم والمبادئ ثابته ما بتتغيرش، والنادي في تقدم مستمر ملحوظ على مستوى الانشاءات الجديده في عهد الكابتن محمود الخطيب، ونحب نطمن عليه. بتطمح في ايه لما هو قادم من سنوات للنادي الاهلي؟ ايه اللي انت بتطمح ليه واللي بتتمناه للنادي الاهلي في قادم السنوات ان شاء الله؟ والله احنا هو النادي الاهلي في تقدم ملحوظ، وبنتمنى ان هو يصبح رقم واحد في العالم، مش في مصر بس او في افريقيا بس، لا احنا عايزينه يسود يبقى النادي رقم واحد في العالم على مستوى العالم كله، لأنه بالفعل نادي عظيم ويستاهل التقدير، وكل الأعضاء وكل إدارة النادي وكل من هو قائم على العمل في النادي ناس في قمة الأخلاق والامتياز وكل شيء. كابتن بيبو تقول له ايه؟ والله كابتن بيبو احنا والله احنا بنتمنى له الشفاء العاجل والعوده للوطن، ويا رب يتم شفاه، وامتعنا في حياته الكرويه وحياته العمليه وكمدير ورئيس للنادي. بشكرك شكرا جزيلا. هو الجميل بصراحة أن أعضاء النادي الأهلي هم اللي بيتوافدوا عشان يلقوا كلمة في وقت مهم زي ده ويوم مهم زي ده في تاريخ النادي الأهلي. مرور 111 سنة أكيد دي مناسبة جيدة ومهمة جدا بالنسبة لكم كأعضاء النادي الأهلي، وأكيد لجمهور النادي الأهلي ككل. حابب تقول إيه في اللحظة دي؟ للكابتن الخطيب ولا للنادي الأهلي؟ النادي الأهلي في البداية، ونتكلم على الكابتن بيبو. ده بتاعنا ده رقم واحد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مفيش كلام في الكلام ده يعني، خدت بالك؟ وما ينفعش نقارن النادي بتاعنا بأي نادي
في مصر عامه يعني. خدت بالك دي بالنسبه للكابتن، لما بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، اولا انا حضرته كلاعب لما كان لعيب، كان قدوه ومثال للادب والاخلاق والنزاهه، فشيء طبيعي ان هو يبقى رئيس بتاعنا ويمثلنا في كل المحافل الدوليه كلها العالميه كلها، وبتمنى له من كل قلبي صدقني الشفاء، لان هو فعلا رمز لينا كلنا ورمز لكل الاهلاويه. وانا اولادي كلهم بيلعبوا في نادي الاهلي على فكره، اولادي عندي ولدين في الناشئين وعندي ولد تاني بيلعب في الاكاديميه ان شاء الله باذن الله، وده حبهم في الخطيب على فكره عشان تعرف. انا وقفت اسجل عشان اقول للخطيب عايزينك تجينا بالسلامه بس. شكرا جدا يا فندم. شكرا. لسه مستمرين، وايضا معايا احد اعضاء النادي الاهلي. حابب تقول النهارده بعد مرور 111 سنه ويوم مهم وتاريخي بالنسبه لكم كاعضاء النادي الاهلي؟ لا اقول لك يا رب يعد علينا 200 سنه كمان، مش 111 بس. شايف النادي الاهلي محتاج ايه خلال الفترات الجايه؟ الاضافات بالنسبه لك كعضو مستنيها من النادي الاهلي الفترات الجايه والسنين القادمه؟ حاجه اقول لك حاجه، طالما الخطيب موجود انا عارف هو حاسس بينا يعني عارف احنا محتاجين ايه، وكمان بيعملها بخطوات سريعه يعني مش حاسين بيها، مش خطوات بطيئه يعني. بس فلا هو عارف احنا عايزين ايه، والكلام ده كله وعدنا بيه قبل الانتخابات يعني، فمش هنمشي بقى بألم ونقول عمل ايه، لا احنا لسه مفيش 4 شهور يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. ده باظ كده طبعا. ايضا معنا ايضا بعض الاعضاء، حابه تقولي النهارده في ذكرى مرور 111 سنه تاريخ انشاء النادي الاهلي؟ احب اقول ان النادي الاهلي مهما اتكلمت عنه هو اكبر ومن اكبر النوادي الموجوده، هو يعني منذ السنين هو حافظ على مكانته من ضمن النوادي، ويا رب في تقدم باستمرار ولتحسن افضل وافضل وافضل دايما يا رب. كابتن بيبو تقولي ايه؟ أحب أقول له يرجع لنا بألف ألف سلامة ويخليه لينا، ويا رب يدوم علينا يا رب كده في النادي دايما. حضرتك حابة تقولي إيه النهاردة في اللحظة دي؟ أقول أول حاجة أنا سعيدة جدا أنا بسجل مع حضرتك. ثاني حاجة أنا أقول لك إيه، أنا بقالي هنا في النادي من زمان قوي، من أول ما تأسس، فطبعا ده شرف كبير جدا للواحد انه متواجد في النادي الاهلي. طبعا بالنسبه للخطيب انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، كابتن الخطيب ده من الشخصيات اللي رمز كبير قوي، وحاجه كويسه جدا ان هو ماسكنا طبعا في النادي، وبتمنى له الشفاء العاجل وان هو يجنب الف 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 سلام. بشكر حضرتك شكرا. كريمك ميرسي شكرا. طبعا استاذه محمد دي كانت اراء وانطباعات اعضاء النادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر في ذكرى مرور 111 سنه على تاسيس هذا النادي العريق والعظيم، النادي الاهلي والمليء بالعديد والعديد من البطولات، وزي ما قلت لك مش بس على المستوى الرياضي لكن في كل المستويات، اجتماعي انشائي. اكيد النادي الاهلي ان شاء الله في قادم السنوات العديده والمديده يفضل حافل بالبطولات والانجازات على جميع المستويات الاجتماعيه والانشائيه والرياضيه. عوده يا أستاذ محمد، تفضل. بشكرك زميلي العزيز أمير هشام، بشكرك جدا على اللقاءات الجميلة اللي قدمتها لنا دلوقتي، وأكيد لو تطلب الأمر إن احنا نرجع لك مرة تانية أكيد يهمنا نتابع لو في مزيد من المتابعات واللقاءات بتجريها مع أعضاء النادي للاحتفال والحديث عن كل ما يتعلق بقيم ومبادئ وتاريخ ونجاحات النادي الأهلي على مدار 111 سنة. برجع لضيوفنا في الاستوديو، طبعا من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن أمير عبد الحميد والكابتن أحمد بلال. كل اللقاءات يعني أشار لده الكابتن أمير وإحنا بنتابع اللقاءات اللي كان بيجريها أمير هشام، إن الناس دايما بتتكلم عن المبادئ، عن القيم، عن الإدارة السليمة، عن الحزم، عن إن في سلوكيات وأخلاقيات دايما مرتبطة بالنادي الأهلي، وده كنا بنتكلم كمان عليه خلال متابعتنا للقاءات دي. كابتن أمير لو اتكلمنا شوية عن عناصر النجاح من وجهة نظرك ومن خلال تجربتك الشخصية، وأنت من الأجيال اللي حققت بطولات مع النادي الأهلي، إيه عناصر الثبات في المستوى واستمرار النادي الأهلي في تحقيق النجاحات بل وضرب الأرقام أو تحطيم الأرقام القياسية؟ هو الموضوع باين وواضح وصريح إن أنت أصلا معروف في النادي الأهلي إن كل واحد ليه شغله، يعني الراجل بتاع الأمن شغله في الأمن مركز، لعيب الكرة نفس الموضوع، المدير الفني نفس الموضوع، الإداري نفس الموضوع، مجلس الإدارة فاصل تماماً الموضوع إلا لو في حاجة معينة لازم تتطلب بقى التدخل، لازم التدخل في وقت معين وبنظام معين وبأسلوب معين وبطريقة ليها شكل، حتى أي تدخلات أحياناً لو تطلب الأمر بيكون لها شكل وإطار متفق عليه. بالظبط، هو موضوع الالتزام. أنت بتلتزم، معروف أن أنت يعني إيه في نادي الأهلي، نادي الأهلي ده يعني أنت مفيش يعني حاجه تطلع منك خارجه عن
السيستم او النظام اللي هو النادي الاهلي عامله. تعرف النادي الاهلي منظومه كبيره، كل حاجه ليها حاجه، كل مجلس اداره ليه اسلوبه، لعيب ليه اسلوبه، الجهاز الفني ليه اسلوبه، الاداريين. فحته الالتزام دي مهمه جدا، ودي كمان احنا بنعلمها في اولادنا. احنا اولادنا بيلعبوا في النادي الاهلي من الناشئين، واحنا كنا صغيرين بتشرب الولد يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه تيشرت النادي الاهلي، يعني الالتزام، يعني لازم تكون مؤدب، لازم تكون بتتعامل بطريقه معينه، لازم يبقى عندك هدف معين. كل ده النادي الاهلي طالما هو ماشي عليه ومن زمان. خلي بالك انت الاجيال بتتغير، المدربين بيتغيروا، مجالس الاداره بتتغير، لكن هو النادي الاهلي حته الالتزام والمبادئ والقيم موجوده، فكله هيمشي عليها. يعني عارف بذره محطوطه، فالناس بتطلع، كل الاجيال بتطلع، ده شارب من ده وده بيتكلم مع ده. زي ما بلال قال في الاول ان انت بتبقى في لعيبه كبيره بتتكلم مع لعيبه صغيره، في مدربين مثلا بيتكلموا معاك بطريقه ان انت ما تستعجلش، كل ده بيهديك، بيخليك ان انت ملتزم، ما تخرجش عن النص. فالالتزام مهم جدا، ان انت بتاخد بطولات، اللعيب عارف عندك يعني استقرار دايما، محافظ على هو الاستقرار، ان انت في استقرار. النادي الاهلي كل الاجواء متاحه ليك ان انت تركز في كوره بس كلعيب وكجهاز فني، فبالتالي كل واحد عارف شغله، كل واحد بيجتهد من عامل الغرفه، مع احترامي الكامل للمدير الفني واللعيب، وكل واحد عارف شغله كويس قوي وعارف يعني ايه بتلعب في النادي الاهلي. يعني لازم تكون ملتزم، لازم تجيب بطولات، لازم يبقى هدفك ان انت كل ماتش تكسب. كل الحاجات دي كلها بتخليك ان انت بتركز من اول الدوري، تلاقي نفسك انت فارق في الدوري، مركز في الكاس، تلاقي نفسك انت فارق في الكاس. اللعيب نفسه بقى عارف داخل اي بطوله تارجت البطوله نفسها، تارجت هو التارجت اللي احنا عايزينه، او الهدف دايما الحصول على بالظبط. كابتن بلال، لعيبه الكوره في العالم كله مش بس في مصر، احيانا بيبقى عندهم طموحهم الشخصي وعندهم الغيره الخاصه بالمنافسه والحق في المشاركه والنجوميه والامور الجماهيريه والاعلاميه. هلعب امتى؟ اروح نادي تاني عندي فرصه احترافيه، عندي عرض اخر، انا عايز اعرف موقفي الفتره الجايه هشارك ولا لا. ده كان بيحصل. لكن هل النادي الاهلي من اسباب نجاحه بمنتهى الصراحه انه كم من النجوم اللي عنده كان بيحتاج دايما حقيقي درجه من السيطره والحزم في التعامل معاهم، والا الامور تتلخبط خالص، وكان دايما قافل الباب ده لاقصى درجه ممكنه؟ طبيعي. يمكن تكمله لكلام امير، يمكن بعد الالتزام والانضباط والمسؤوليه اللي عليك، اي نادي كبير بيلعب على بطوله لازم يتوفر له في حاجتين. الحاجة رقم واحد، إداريا لازم يكون ناجح، وده متوفر بشكل كبير جدا جدا في النادي الأهلي. تاني حاجة فنيا، تمام، ودي متوفرة برضو في النادي الأهلي من انتقاء المديرين الفنيين اللي على كفء كبير جدا، اللي بيجوا يمسكوا النادي الأهلي، أو اللاعبين كمان، واللاعبين طبعا متميزين. لا بتختار مدير فني وبتختار لعيبة، يعني دي الحاجة الفنية المفترض تكون متوفرة موجودة في أي فريق بيلعب على طول. النادي الأهلي القواعد، يمكن كمان الحاجات المختلفه عن بقيه الانديه، الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي زي ما قال امير، ان هو ان في التزام رئيس، من اول رئيس النادي لحد اخر لعيب موجود في، او اصغر لعيب موجود في الفريق لحد العامل الغرفه، زي ما امير اتكلم من شويه. الالتزام اللي بيفرضه النادي الاهلي على حتى على النجوم الكبار، يعني احنا كنا نجوم كبار في النادي الاهلي ما كانش حد يقدر يخرج عن النص. انت دايما بتشوف يعني، او في بعض الانديه ممكن تحصل مشاكل بين النجوم الكبار وبعضها، بعض التصريحات، بعض الخروج عن النص، الكلام ده ما بيحصلش جوه النادي الاهلي. مش عايز اقول سيطره، ولكن عايز اقول فرض النظام اللي بيفرضه النادي الاهلي، او اللي بتفرضه القواعد بتاعه النادي الاهلي، او رولز اللي بيحطها النادي الاهلي على كل اللاعبين، بتمشي على اللعيب الكبير واللعيب الصغير. يمكن ده الكلام ده احنا عشناه، انا شخصيا عشته في بعض الاوقات مع بعض الزملاء اللي كانوا متالقين جدا معانا في الملعب. مفيش التزام، مفيش لعب. هي دي القاعده اللي موجوده في النادي الاهلي، هو ده النجاح. حتى لو انت في موسم من المواسم يعني بتضطر انك انت، يعني مش عايز اقول تدوس على اللعيب ده، بتضطر انك تستغنى عن النجم بتاعك ده لموسم وتفقد بطوله، لان خد بالك برضو ان قيمه الفريق في قيمه النجوم بتاعك. اكيد انت ممكن تفقد غياب عناصر مميزه بيؤثر فنيا في الفريق، ولكن اولويات الاهلي كانت دايما ايه؟ لكن الاهلي كان بيعمل العكس. الاهلي هو الفريق، الروح. يعني انا متذكر كان كلام بيقوله مستر مانويل جوزيه زمان لما كنا موجودين في النادي الاهلي، كان بيقول النجم يعني النادي الاهلي، النجم يعني الفريق. هو ده اللي اتعلمناه، ده الاولويه، هي دي الاولويه. عشان كده ممكن تفقد بطوله لسنه، لكن بعدها بتاخد سنوات بطولات تانية. ده عنصر رئيسي، ده عنصر، ده هو ده خد بالك. ده يمكن برشلونه بيعمل كده، برشلونه عنده بياخد بطولات، وريال مدريد وفرق كتير، والنادي الاهلي، وفي مصر هنا في فرق بتاخد بطولات كتيره جدا، وفي الدول العربيه. لكن ما يميز النادي الاهلي عن غيره هي الحته دي.
انك طيب ممكن تستغنى عن كلام مهم قوي. ويعني خلينا نتكلم من غير القاب بقى، بما اننا اصدقاء نتكلم مع بعض من غير القاب شويه. بلال وامير اذا سمحتوا لي، طبعا كنتوا بتتكلموا كلام مهم قوي عن ان النادي الاهلي يستحق دائما ابدا الدعايه بافضل شكل ممكن، وشفتوا ان الدعايه دي كانت مجموعه من المباريات مع مجموعه من اشهر فرق العالم، عملت دعايه غير مسبوقه للنادي الاهلي، فقد كل ما حققه من ارقام وبطولات. دعايته كمان من خلال المباريات دي كانت دعايه يعني تاثيرها كبير جدا، مباريات مع برشلونه، ريال مدريد، روما، بنفيكا، اياكس امستردام، بطولات بره، هل والبطولات المشاركات الدوليه، هل شايفين ان ده مهم جدا في الفتره الجايه لو توفر على سبيل لقاءات سبيشال ايفنتس، احداث ومناسبات خاصه بنقابل فيها فرق عالميه، او زي ما شاركنا ببعض فرق الشباب والناشئين في الفتره اللي فاتت بدورات دوليه فيها فرق من مختلف دول العالم، اهميه ده من وجهه نظرك؟ زي ما قلت لك محمد، يعني هو النادي الاهلي طبعا معروف في افريقيا، معروف في الوطن العربي، كنا شويه محتاجين ان احنا نتعرف عالميا، كنا شاركنا في بطولات العالم كذا كذا مره، خدنا ثالث العالم. في نفس الوقت احنا كان عندنا ماتشات كتيره جدا، انت كل فتره كنت بتلعب زي ما انت قلت، بتلعب ريال مدريد، بتلعب روما، بتلعب بطولات بره، يعني لعبنا دوره بلال في ويمبلي في لندن، كان فيها توتنهام وسيلتيك وفيها برشلونه، بتتكلم في ان انت لما رحت كاس يعني في اليابان، النادي الاهلي ابتدى يتعرف لان هو خد مركز ثالث، ابتدى يشارك في كل، حتى الناس كانت بتقول لك مثلا ايه النادي اللي هو كل بطوله في اليابان بنلاقيه موجود، فابتدينا نشوف اللوجو بتاع النادي الاهلي، يعني اللوجو بتاع النادي الاهلي ان انت تشوفه بره في الستور الموجود هناك، شفت التاثير ده بعد المشاركه، بعد المشاركه منها. فانت بالتالي النادي الاهلي دايما بيشوف الافضل، دايما النادي الاهلي زي ما انا لعيب النهارده هدف ان انا اخد بطوله، هدف ان انا ابقى اخدم الفريق. النادي الاهلي نفس الموضوع بيبقى عنده تارجت ان هو يوصل للعالميه، وده اللي حصل بالفعل، احنا كنا بنلعب فرق كتيره جدا كل فتره، كل فتره توقف. الفتره الاخيره كانت الحته دي منعدمه شويه، احنا بقى لنا كتير جدا ما لعبناش ماتشات اوروبيه، ما كان في كاس العالم للانديه في فترات، يعني مش بعيد بعدنا شويه، لكن احنا الحمد لله يعني الفتره دي ابتدينا بماتش اتلتيكو مدريد، ابتدينا خلاص يعني شويه هنبتدي نلعب تاني، النادي الاهلي هيدخل في افريقيا ان شاء الله ياخد البطوله، تبتدي تلعب في كاس العالم للانديه تاني، هبتدي الامور ترجع تاني الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله هرجع سريعا مع حضراتكم نجمنا احمد بلال نسمع رايه في القضيه دي وفي نقطه المشاركه، وان النادي الاهلي يستحق بقيمته وتاريخه وما حققه من نجاحات وارقام قياسيه ان يشارك وان يلتقي مع افضل الانديه العالميه من خلال لقاءات يتم تنظيمها بشكل استثنائي او بشكل خاص، او من خلال دورات دوليه وديه سواء على مستوى الفيرست تيم او فرق الناشئين والشباب. فاصل ونعود. عشر عاما تطوير. مئة وأحد عشر عاما تاريخ مبادئ تطوير.
نجح المارد الأحمر في السيطرة على الأدغال الإفريقية منذ قديم الزمان. لا شك أن أول بطولة إفريقية للأهلي التي توج بها هي الأهم والأصعب على مدار تاريخ القلعة الحمراء، كانت عام 1982 تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجهري، حيث قاد كتيبة المارد الأحمر لمنصات التتويج الإفريقية للمرة الأولى على حساب أشانتي كوتوكو بطل غانا. أقيمت مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 28 من نوفمبر باستاد القاهرة أمام 60,000 متفرج. امتلأت المدرجات بالأعلام الحمراء وروابط المشجعين بمختلف المحافظات. حققت المباراة إيرادات تخطت 60,000 جنيه مصري، يعد ذلك رقما قياسيا لأكبر إيرادات في مباراة دولية. انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف سجلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هدفين، علاء ميهوب هدف. جاء تشكيل الفريق يضم كلا من إكرامي، مدحت رمضان، ماهر همام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار مختار، مصطفى عبدو، محمود الخطيب، محمد عامر. صنع المجري مصطفى عبدو ثلاثة أهداف سجلها النجم المتألق في تلك المباراة محمود الخطيب، وكانت في الدقائق 33 و34. أما هدف علاء ميهوب فجاء في الدقيقة 19. أقيمت مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 12 من ديسمبر في مدينة كوماس الغانية بحضور أكثر من 70,000 متفرج. انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل لأشانتي جون بان ريمين في الدقيقة 12، عادل للأهلي محمود الخطيب في الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار. جاء ذلك في الوقت الذي تعرض فيه لاعب الأهلي لبعض من الصعوبات، منها استقبال الجماهير لهم في أكرا وكوماسي بالإشارة برقم 5، هو الرقم الذي كانوا يتمنون الفوز به للتأهل وحصد البطولة. فيما استيقظ اللاعبون في 5 صباح يوم المباراة على أصوات ضجيج المشجعين حول الفندق في الأدغال، لم تتم إذاعة المباراة على الهواء في التلفزيون الغالي. فشلت الإذاعة المصرية في نقل المباراة لانقطاع الاتصالات اللاسلكية بين كوماسي وأكرا، هو الأمر الذي أدى لتأخر إعلان النتيجة في مصر بعض الشيء. فور إعلان نتيجة المباراة نزل المشجعون في مظاهرات إلى الشوارع، سهروا حتى الصباح احتفالا بإنجاز نجوم القلعة الحمراء. حرص الرئيس الغاني في ذلك الوقت جيري رولانجز على الانتقال من العاصمة أكرا خصيصا إلى كوماسي ليسلم الكأس للكابتن محمود الخطيب، بعدما أعجب بإمكاناته الفنية والبدنية الرائعة التي ما كانت دوما تنتزع الآهات وإعجاب عشاق الساحرة المستديرة.
شفنا مع حضراتكم احنا لسه في هذه التغطيه الخاصه 111 سنه اهلي، شفنا عدد من النجوم السابقين وممن نطلق عليهم اساطير النادي الاهلي من اجيال متعاقبه ومختلفه، كلهم اسهموا في كتابه سطور جديده من النجاح، وايضا حققوا نجاحات وارقام قياسيه وبطولات كبيره جدا في هذا المشوار الممتد حتى الان على مدار 111 سنه، اساطير ونجوم النادي الاهلي. كابتن بلال، نرجع لكلامنا قبل الفاصل ونتكلم عن رؤيتك للنقطة اللي اتكلمنا عنها أيضا مع كابتن أمير، النجاحات ومدى تأثير التسويق والدعاية للأهلي عالميا باللقاءات الخاصة اللي بتجرى مع أشهر فرق العالم، وإنها ده أمر يستحقه الأهلي طبعا. طبيعي جدا، يعني يمكن أمير اتكلم في نقطة مهمة جدا، إزاي النادي الأهلي يعني يتم تسويقه خارجيا على مستوى العالم. أنت النهاردة لما بتكسب بطولة افريقيا بتلعب، تروح تلعب بطولة كاس العالم للأندية، بيبقى معاك ريال مدريد، بيبقى معاك مثلا بوكا جونيورز، بيبقى معاك فرقة من البرازيل، بيبقى معاك مثلا فريق من آسيا سواء كان الهلال السعودي أو الاتحاد السعودي في وقت من الأوقات. فأنت النهاردة بتبقى يعني لكل العالم موجود يعني كل الناس بتتفرج عليك على مستوى العالم، بيبقى اسمك موجود متردد دايما، وده اللي حصل يمكن في الألفية، في بداية الألفية الثانية النادي الأهلي يمكن حصل على 4 بطولات، ورحنا اليابان يمكن ثلاث مرات، وكان ساعتها اعتقد يعني ان كان النادي الاهلي عشان يلعب مباراه بره مصر كان برقم كبير يعني، ودي برضو بتفيد الاهلي، النادي الاهلي ماديا بشكل كبير جدا يعني. المباريات الوديه اللي بتلعبها زي مع برشلونه، مع ريال مدريد، مع روما، مع الفرق الكبيره دي برضو بتسهم بشكل كبير في برضو في ارتفاع القيمه التسويقيه للنادي الاهلي، تعريف الجماهير عالميا اوروبا كان. طبعا اكيد انت كل اللي انت عايزه ان الناس من النادي الاهلي موجود في اوروبا، الناس كلها بتبقى عارفه ان في نادي اسمه النادي الاهلي. احنا قبل كاس العالم للانديه ما اعتقدش ان كان في حد يعرف النادي الاهلي كتير، بعد ما رحنا كاس العالم مره واثنين وثلاثه وابتدينا نلعب ضد ريال مدريد وبرشلونه والفرق الكبيره، روما لما جالنا هنا في القاهره وبرشلونه مرتين وريال مدريد مره، وبلال كمان كان ساعتها اعتقد ان هو كان هداف برضه داخل مع ميسي، كان هدافين الهدافين أطلع. وكان قاعد في في اي بي، وكان حاجه مشرفه لينا احنا كنادي اهلي ولاعيبه ومجلس اداره ومصر عامه، كان ساعتها أبو تريكة كان كل ده كان بيسمع طبعا كل النجاحات لأي لاعب مصري أو لفريق مصري على المستوى الدولي لها تأثيرها، وده هيفرض علينا ننتقل دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا عن الأهلي ومسيرته الناجحة على مدار 111 سنة عن حدوتة مصرية جميلة، محمد صلاح. نجاح كبير جدا عمله محمد صلاح يفوق التوقعات، عايز أسمع رأيكم. طب خليني أبدأ بنجمنا أحمد بلال، هل تعتقد ان صلاح عامل مفاجاه للاعلام وللنقاد وللرياضيين وحتى لمحمد صلاح نفسه، حجم الطموحات المرتبطه بيه بتزيد يوم بعد يوم؟ طبعا يمكن محمد ربنا يوفقه ان شاء الله ويستمر، وده الاهم طبعا، انك تصل للانجاز الكبير ده في التوقيت الصغير ده اللي حققه محمد صلاح، تشيلسي وبعد كده يروح فيورنتينا وروما، تجربه يروح لروما بعد كده يرجع ليفربول يحقق معاهم انجازات كبيره جدا. النهارده ان شاء الله هيلعب في سيمي فاينال قبل نهائي دوري ابطال اوروبا، ووصل مع ليفربول لثالث النهارده الدوري الانجليزي، ومحقق وهداف الدوري الانجليزي واحسن لعيب في الدوري الانجليزي. فانت بتتكلم على كلها انجازات يعني غير مسبقه، حتى كمان عربيا يعني قليل لما بتلاقي حد بيوصل للمرحله دي. يمكن رياض محرز وصل للمرحله دي بس ما كانش هداف الدوري، يعني وصل ان هو احسن لعيب في البريمير ليج تمام، وافضل لعيب والفرقه بتاعته خدت البطوله، ولكنه ما كانش افضل هداف في البريمير ليج. فالنهارده انت بتعمل حدث يعني ما اعتقدش ان في لعيب عربي حققه قبل كده. فالانجاز اللي عمله صلاح ومحرز في نفس الوقت ما وصلش مع فريقه لنفس المستوى في الشامبيونز ليج، يعني مقصود قصدي تاثير كمان صلاح كان انك تبقى احسن لعيب بس وما خدش كبير جدا بشكل كبير جدا. النهارده صلاح وصل بمصر ان هو يعني خلاص احنا بنلعب كاس عالم من فتره طويله جدا، يمكن كان من اللاعبين ما نقدرش نقول طبعا، لان ده وصل مع مصر يعني فضل للفريق كله جهازه الفني واللاعبين، لكن هو من اكثر اللاعبين الفريق دايما يعني. اي فريق بيبقى فيه نجوم بارزه يعني، اي فريق بيبقى فيه اكيد علامات. هو صلاح من العلامات اللي موجوده في منتخب مصر يعني يعني ده الكلام ده غير قابل للجدال يعني. هو حاليا نجم نجوم المنتخب طبعا، اول اسم نجم نجوم ليفربول. النهارده القيمه التسويقيه بتاعت صلاح تفوق يعني فاقت لعيبه اوروبيين على مستوى عالي جدا. فانت النهارده بتتكلم على حجم انجاز كبير يستحقه محمد صلاح، يستحقه بشكل كبير لانه اجتهد بشكل كويس، فكر بشكل كويس، هو لعيب النهارده اصبح لعيب محترف
يعني مش برضو زينا زي اللعيبه المصريه اللي طلعت واحلامها وطموحاتها تقعد في بلدها هنا وتبقى عاملين انجاز داخلي. ما استمروش تجربتهم او هو عنده افكار مختلفه. يعني هو مانتاليتي مختلفه جدا. مانتاليتي بتاعته مختلفه جدا. شخصيته بقت مختلفه. النهارده كمان الطموح بتاعه بقى مختلف. يمكن انا بيعجبني قوي فترات التنقلات بتاعته من فريق لفريق لفريق. ده معناه ان هو عنده هدف. الحقيقة لحد دلوقتي كل تجربة جديدة أو كل فريق جديد بينتقل له الكيرف بيعلى جدا طبعا بدنيا وفنيا وفكره وتركيزه. اختيار ليفربول اختيار موفق جدا من محمد. يعني ان هو يلعب في فريق بالإمكانيات دي يعني خد بالك ممكن لعب مانشستر يونايتد كانت الامور هتبقى اصعب من كده بكتير جدا من وجهه نظري الشخصيه. كانت هتبقى اصعب من كده بكتير جدا. لو لعب مع السيتي كانت ممكن الامور تبقى اصعب من كده. هم الكره اللي بيعتمد عليها كمان جوارديولا او مورينيو مختلفه شويه عن طريقه اللعب بتاعه ليفربول. طريقه اللعب بتاعه ليفربول مساعده محمد بشكل كبير جدا. الهجمات المرتده السريعه، التحول السريع من الدفاع للهجوم، انك انت بتلعب بمحمد مثلا في راس حربه ثالث او بتلعب 4 2 3 1 بتلعب بيه راس حربه ثالث بتعتمد على السرعات بتاعته. وليفربول من الفرق بالزبط. اللي اعتقد ان طول عمرها بتلعب كوره على الارض واللاعب المهاري عندهم لاعب مهم اكيد. فعشان كده بقول لك الاختيار كان موفق بشكل كبير جدا مع محمد صلاح انه يروح ليفربول. اتمنى انا من وجهه نظري الشخصيه ان لو في فرصه تانية يكمل لمده سنه واحده يعني برضو يثبت بنفس المستوى ثم ينتقل مره بعد كده ان شاء الله. انا اتمنى انه يروح ريال مدريد. لا انا هسالك سؤال اصعب من ده بعد ما اسمع راي دلوقتي نجمنا امير عبد الحميد. شايف ازاي تجربه محمد صلاح وارتباطها باللي بنقوله عن نجاح النادي الاهلي واللي بيقدمه عالميا كدعايه لمصر وللرياضه المصريه مع اي نجاح بيعمله على المستوى القاري او الدولي او بيحققه؟ هل محمد صلاح النهارده اصبح فعلا بشكل مباشر بقى مش هنقول غير مباشر بيعمل دعايه لقدرات موجوده عند المصريين لانهم لو توفرت لهم الظروف المناسبه هيعملوا كل المطلوب منهم واكثر او هيحطموا كل التوقعات ويفوقوها كمان؟ هو تكمله طبعا لكلام بلال في نقطه مهمه جدا في حياه محمد الاحترافيه هي نقله تشيلسي لفورنتينا. كان ممكن ساعتها يروح مثلا اي نادي تاني كليفل اعلى اسم اعلى. كان قدامه مثلا ممكن يروح يوفنتوس، ممكن يروح نابولي، ممكن يروح اي حاجه. لكن هو يختار فورنتينا. هو لما جه فكر قال لك انا كنت في بازل مكسر الدنيا ورحت تشيلسي بناء على ان انا كنت عامل مستويات كويسه ورحت تشيلسي. لقى نفسه فرصته منعدمه ان هو يلعب. كان في اسكو، كان في ويلين تقريبا، ناس كتير، هازارد، كان في ناس كتير جدا. فهو وخلي بالك انت الفتره دي فتره تشيلسي متالق فيها وبياخد الدوري. لا وفي نقطه، في حاجتين. اول حاجه انت محمد صلاح كان راح ليفربول اصلا، ما كانش راح تشيلسي. يعني في ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. يعني صلاح وهو راح ليفربول اصلا في الطريق كلمه مورينهو، ده كلام محمد صلاح نفسه. فهو طبعا انبهر بمورينهو وتشيلسي وبتاع فرجع. هو كان راح ليفربول فعلا بعد بازل. لما جه اول حاجه كان مورينهو اللي هو ما لعبوش بعد كده. يعني انت بتجيب لعيب بالنسبه لك انت مهم غير كلوب عنده يقين واستحمل انتقادات كتيره جدا ان محمد صلاح ما ينفعش القيمه دي تدفع في لعيب زي محمد صلاح. لكن هو عنده يقين من فتره ان هو اللعيب ده هينفعه جامد جدا وهيقف جنبه ويعامله معامله معينه. صلاح بعد تشيلسي مورينو هو اللي جابه ما لعبوش. الحاجه الثانيه ده قبل طبعا الفتره بتاعت الدوري مع مع كونتي. ده مع مع مورينيو دي قبلها صح. النقله بتاعت فورنتينا نقله فورنتينا كانت مهمه جدا. ليه بقى؟ هو لعب بصفه اساسيه. كان هداف الفريق، كان احسن لاعب في الفريق، كان اهم لاعب في الفريق. انه المكان اللي رايحه عنده فرصه يشارك. بالظبط. انا بتكلم على دي كمان العقليه يا بلال. كلام تزود على كلامك. المنتاليتي بتاعت محمد صلاح مهمه جدا، عقليته. انا النهارده لما رحت فورنتينا رايح لهدف. ايه هو الهدف؟ ان انا العب وادب العب بصفه اساسيه والعب بشكل اساسي. فهنتج بقى ان انا هبقى هداف، هبقى احسن لاعب، افضل من تجربته مع نادي اكبر. وعايز اقول لك على حاجه، هو كان في مشكله في فورنتينا كان عايز محمد صلاح وعرض عليه تقريبا 3 مليون يورو في السنه. لما جه اختار صلاح بعد الفتره دي اختار ايه؟ اختار روما اللي هو السعر كان اقل من فورنتينا. بس قال لك روما خلاص ده بقى ليفل تاني هيعليني تاني. فكسر الدنيا في روما. فحساباته هنا مش ماديه بس، مش ماديه، يعمل مؤامات او توازنات، بيشوف الحسابات الفنيه بالنسبه له، حسابات المشاركه، مستوى النادي اللي هينتقل اليه
وكمان الحسابات الماديه. هو صلاح كمان هو اصلا كمان من عشاق ليفربول اصلا. صلاح من النوعيه اللي هي بتحب ليفربول اصلا من زمان وهو صغير. وعنده مدرب عالمي فعارف قيمه محمد صلاح. ابتدى العامل النفسي مهم جدا. انت برضو صلاح خد بالك فتره تشيلسي انا كنت موجود في المنتخب مع محمد صلاح منتخب مصر مع كابتن شاوي غريب كان صلاح في تشيلسي. صلاح كان نفسيا اصلا متاثر ان هو ما بيشاركش بصفه اساسيه تحس ان هو ما عندوش ثقه قوي لكن هو عارف يعني عنده دافع كبير جدا ان انا لازم اشيل بلدي لازم ابقى اروح في حته العب. عنده حاجات كتيره جدا مخزونه جواه مش عايزه تطلع. فخطوه ليفربول جت بعد روما وبعد نقله كانت حلوه من 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 تشيلسي من تشيلسي لفورنتينا كانت نقله مهمه جدا. ابتدى يلعب ابتدى اهدافه تكبر ابتدى طموحه يكبر. النهارده محمد صلاح خلي بالك من النوع اللي هو مثلا لو لعب في نادي لازم ابقى هداف لازم ابقى احسن لاعب لازم ابقى عندي طموح. وده اللي مساعد محمد صلاح لحد النهارده بقى اسمه العالم كله بيتكلم عليه. النهارده بتتكلم في واحد الحمد لله ربنا يعني يكفيه شر كل حاجه وحشه بتتكلم في احسن لاعب في افريقيا بتتكلم في كل شهر بياخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي اصلا بتتكلم في واحد خد احسن لاعب في الدوري الانجليزي ان شاء الله حته ان هو يبقى هداف الدوري الانجليزي صعد منتخب بلده كاس العالم هداف الدوري الانجليزي كل ده اهداف كويسه. محمد صلاح يستحق اننا نتكلم عنه 10 ساعات ممكن نقعد نتكلم عن محمد صلاح وكلام ما ينتهيش ونناقش كل الامور المحيطه بتجربته حتى الان. بس عشان نرجع لموضوعنا الاساسي لان كمان عندنا تغطيه تانية خاصه هقول لكم على تفاصيلها مع زميلنا امير هشام ولكن عايز اسالكم بعد الارقام اللي محمد صلاح محققها مع منتخب مصر مع ليفربول ارقام هو الشخصيه كلاعب وهداف والشكل اللي ظهر عليه مع ليفربول هذا الموسم سواء على المستوى المحلي في انجلترا او على مستوى الشامبيونز ليج ولا لا وليه تتوقع محمد صلاح ممكن لو كمل تجربته في الشامبيونز ليج وصعد بالفريق للنهائي او فاز بدوري الابطال الاوروبي يدخل في حسابات الثلاثه الكبار احسن لاعب في العالم ولا بتستبعد ده لان ده بدا يبقى تفكير كبير عند الناس وتفكير منطقي كمان. طبعا تفكير منطقي احسن لاعب في الدوري الانجليزي هداف الدوري الانجليزي لو خد الشامبيونز ليج اعتقد هتبقى الاسهم عاليه جدا. طبعا لان حسابات الاحسن لاعب في العالم بتبقى مرتبطه يا بكاس عالم او بطوله اوروبا ياب او وهو بالحسابات لو وفق في البطوله دي هيبقى اميز لعيب في العالم بالظبط. النهارده احسن لعيب في الدوري الانجليزي واخد بس هي بص الفكره عشان برضو ايه يعني لازم ياخد البطوله عشان يدخل جوه الحسابات لان انت برضو ما خدتش بطوله الدوري الانجليزي هو ارقامه شخصيه لحد دلوقتي هي الارقام شخصيه فانت عشان يعني كريستيانو يعني خد احسن لعيب السنه اللي فاتت في العالم لانه خد دوري الابطال وخد اليورو كمان يعني وصل مع منتخب بلده انه خد بطوله اوروبا رؤيتك ان هيبقى في تاثير كبير جدا في حاله في الاختيارات تاهله للنهائي والفوز بالبطوله والفوز بالبطوله طبعا اكيد بشكل كبير جدا وكمان وصول مصر لدرجه او يعني لمرحله كويسه في كاس العالم دي برضو خد بالك ليها حسابات ثانيه برضو مختلفه تاثيره على الفريق بالظبط. رايك يا امير سريعا في النقطه دي تتوقع ولا لا ان محمد صلاح ممكن اذا وفق في تجربته في الشامبيونز ليج هذا الموسم وكلل بالنجاح بالحصول على البطوله ممكن يدخل في حسابات الثلاثه الكبار او يرشح كواحد من الاسماء اللي هياخدوا منها افضل لاعب في العالم؟ اكيد الالقاب والحاجات المميزه اللي هو عملها دي اكيد بتساعده ولكن عايز اقول برضو حاجه ان نيمار برضو كان واخد برضو بطولات وكان مرشح من ثالث احسن لاعب في العالم بس برضو بتتكلم في حته رايح لميسي ورونالدو حاجات في البعض الناس بيقولوا في تاثيرات لحسابات ترويجيه بالظبط كده بتاثر على هو وانس بس راح وترشح دي حاجه كويسه جدا. حتى محمد صلاح لو ما كانش خد احسن لاعب في الدوري الانجليزي كانت هتبقى فخر لينا وفخر ليه ان هو يبقى برضه من ضمن الناس اللي هو مترشح ان هو ياخد احسن لاعب في مقدمه اللاعبين في القمه. خلي بالك بس ارقامه في الدوري الانجليزي تسمح له انه يترشح في كاحسن لعيب في الدوري الانجليزي طبعا الوضع طبيعي. انت ماشي بشكل كويس مع ليفربول يعني ماشي الثالث بتكسب في الشامبيونز ليج انت اللي بتسجل اهداف هداف الدوري فانت النهارده هاري كين النهارده مرشح عشان هو تاني هداف دوري فاهم قصدي وهو اللي بيكسب فرقتهم رغم ان فرقته لا ورشحوه في اللقبين كمان بالظبط لاعب الصاعد وفي اللاعب خد بالك محمد صلاح كمان يا بلال يعني هو كمان من الناس اللي هي ايه طماع شويه ان انا عايز ابقى احسن لاعب وعايز ابقى احسن هداف ان شاء الله الجهاز اللي جاي هيبقى هداف طبيعي ان انت بتتكلم في خمس ست اهداف ان شاء الله فاضل ماتشين ثلاثه ان شاء الله وهدف محمد صلاح ان هو ياخد احسن لاعب في العالم احسن لاعب في العالم دي واضح انه لاعب سقف طموحه يعني ملوش حدود وفي نقطه كمان عشان يقدر يعمل النقله اللي بيعملها من موسم لاخر بالشكل ده والزياده في كيرف ادائه وفي ارقام كمان واحصائيات خاصه بادائه اعتقد دي عايزه لاعب عنده اراده قويه قوي وطموح كبير وفي كمان يا جندي حاجات مهمه جدا بره الكوره بقى
بره. احنا هنرجع للامور الخاصه بسماته الشخصيه اللي شايفها بره الامور الفنيه في كره القدم وتاثيرها عليه، وهسمع رايكم فيها. لكن احنا زميلنا امير هشام كمان مستمر في مجهوداته والتغطيه الخاصه اللي بيقوم بها من خلال لقاءات مع الاعضاء ومع نجوم سابقين في النادي الاهلي من وجوده في الاهلي في مدينه نصر. معانا زميلنا امير هشام ولقاء مع اثنين من نجوم النادي الاهلي السابقين، اسحاق اول ومحمد شرف، كابتن محمد وكابتن اسحاق، ومعانا هنتابعهم دلوقتي على الهواء مباشره مع حضراتكم مع زميلنا امير هشام. بجدد التحيه بيك يا استاذ محمد وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ولسه مستمرين في تغطيتنا لاحتفالات النادي الاهلي بمرور 111 سنه على طبعا تاريخ انشاء هذا النادي العريق. لكن زي ما موجود معك كابتن احمد بلال وكابتن امير عبد الحميد، وهما احد النجوم اللي اثروا بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي وساهموا في العديد والعديد من البطولات في تاريخ النادي الاهلي. ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن محمد شرف وكابتن اسحاق اول، هم اكيد ايضا كان لهم تاريخ مع النادي الاهلي. كابتن شرف برحب بيك في البدايه. اهلا امير، ازي حضرتك؟ برحب بيك كابتن سعيد. اهلا بيك يا امير. طبعا في البدايه كابتن شرف بنتكلم عن احتفاليه النادي الاهلي مرور 111 سنه، 111 سنه مليئه بالانجازات والبطولات في جميع الجوانب بالنسبه للنادي الاهلي، حابب تقول ايه في يوم مهم زي ده؟ يعني طبعا مبروك لكل جماهير وعشاق النادي الاهلي، وطبعا بنتهز الفرصه بقالي كتير ما شفتش احمد بلال وامير حبايبي، طبعا النجوم المحترمه اللي اثرت في تاريخ النادي الاهلي، ودي الحمد لله. يعني هو ده لما يبقى ليك تاريخ وليك مرجعيه كبيره الواحد بيفتخر طبعا ان هو احد ابناء النادي الاهلي، ومتهيألي كل الجماهير طبعا فرحانه. 111 سنه دي حاجه رقم كبير جدا وشعبيه كبيره للنادي الاهلي، نتمنى له ان شاء الله باذن الله البطولات اللي احنا خدناها الاجيال تيجي بعدينا ان شاء الله تاخد بطولات اكتر واكتر باذن الله. ساهمت في كام بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن شرف؟ يعني وانا لعيب 12 ومدرب بقى ما عدتش لانهم كتير شويه، يعني حوالي 10 سنين كده. كابتن محمد شرف المدير الفني لفريق 2001، وايضا كابتن اسحاق اول مدرب لفريق 2001، ولسه كسبانين الزمالك بالمناسبه 2-1 تقريبا. 2-1 هو الاسبوع اللي فات، يعني الحمد لله ربنا كرمنا 2001 كسبنا 2-1، وفريق 2000 برضه حصد البطوله كسب 3-1 زمالك برضه. زمالك فالحمد لله، يعني ان شاء الله تكمل باذن الله في مباراه الكبار باذن الله، وتكمل افراح النادي الاهلي دايما ان شاء الله. كابتن اسحاق، يعني طبعا اكيد عندك كلمات حابب تقولها في مناسبه مهمه زي دي ومرور 111 سنه على تاريخ انشاء النادي الاهلي. طبعا دي مناسبه كبيره بالنسبه لنا النادي الاهلي ده، انا شخصيا يمثلي كبير جزء من حياتي، يعني انا عشت فيه دلوقتي حد دلوقتي يجي 18 سنه، يعني تخيل واحد مش مصري عايش في النادي الاهلي 18 سنه، ده يبين ايه؟ يبين واحد في مكان الصح، كيان كبير عنده كل مكونات النجاح، فلما واحد ربنا يديله فرصه يكون جزء منه طبعا دي حاجه كبيره جدا. هو مثل لك النادي الاهلي يا كابتن اسحاق؟ ده اللي مثلي حاجه كبيره جدا، ده يعتبر جزء من اهلي، انا معلش اهلي انا غير الاهلي واهلي واهلي، فالحمد لله ان ربنا وفقني بقيت جزء منه، جزء من تاريخ ده، وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن ان شاء الله. طيب حابب ايضا تقول يا كابتن شرف لكابتن محمود الخطيب، هو يمكن القى النهارده كلمه على اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بالمناسبه السعيده دي. طبعا بتمنى له الشفاء العاجل ويرجع لبيته تاني وجمهوره. كابتن الخطيب طبعا يعني سبب ان انا واحد مثلا الجيل بتاعي كله حب الكوره بسبب كابتن الخطيب، والاجيال اللي بعديه والاجيال اللي قبليه، يعني هو طبعا ليه تاثير قوي جدا في الكوره خصوصا وشعبيه النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي. احنا كلنا حبينا الكوره وتعلقنا بالكوره واحنا اطفال بسبب كابتن الخطيب، ربنا طبعا يكرمه ان شاء الله ويرجع لنا بالف سلامه، وان شاء الله نجاحات ويكملها وهو لاعب ومدير كوره ورئيس النادي، وان شاء الله باذن الله يرجع لاولاده وبيته ويبقوا فرحانين بيه وجماهير مصر كلها، لان كابتن الخطيب ما بيمثلش بس النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، الحقيقه يعني الاخلاق قبل الكوره ما حدش بيختلف عليها. الحمد لله كابتن الخطيب خد الشعبيه والحب الجارف من جماهير مصر كلها بسبب اخلاقه قبل فنياته العاليه طبعا. اتمنى له طبعا الشفاء ويرجع لنا ان شاء الله في وسط بيته وسط اعضاء والجماهير فرحانين بيه ان شاء الله باذن الله. كابتن اسحاق، كلمه للكابتن بيبو.
طبعا نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يرجع لبيته زي ما قال كابتن شرف وسط احبابه، وطبعا له احباب في العالم كلها، ولكن ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه ونشوفه زي الاول واحسن عشان يكمل مشواره بقى مع النادي زي ما هو بدا كلاعب. حاليا هو رئيس النادي، فانجازات تكمل بعدها ان شاء الله، فربنا يرجعه بالسلامه. اخيرا يا كابتن شرف، وسؤال مهم جدا، انت بتتولى يعني مواليد 2001، وده سن مهم جدا وبيتاسس من خلاله مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي والانجازات اللي حققها النادي الاهلي على مدار تاريخه، وبتعود اكيد اللاعبين اللي بتدربهم على هذه الجزئيه. قول لي كلامك معاهم ايه خلال العمر ده او الاعمار دي بالتحديد، بتقول لهم ايه عشان يكونوا استكمال لمشوار طويل جدا لنجوم سابقين في النادي الاهلي؟ والله طبعا احنا عندنا طبعا الفريق الاول مليان بالنجوم ولاعيبه مهمه جدا ومؤثرين جدا، فدايما بيبقى الكلام على افعال اللعيبه الكبار يعني في كل حاجه، يعني حتى التجديدات العقود بنضرب لهم امثله باللعيبه كلها، وانتم شايفين يعني حب الناس ده ما بيتقدرش بمال. ويمكن السنه دي الحمد لله يمكن مع الدكتور عمرو وكابتن خالد اتعمل حوالي 16 لعيب عقود 2001، وبرده ال يعني كل الفرق في قطاع اللعيبه المميزه النادي الاهلي دايما في ظهرهم. احنا بيهمنا ان انت ما تبقاش لعيب فنيا عالي جدا، احنا اهم حاجه ان انت تبقى ملتزم واخلاقيا، لان اللعيب الملتزم مش فنيات اولا، الالتزام اهم من حاجات كتير جدا، هو اللي بيكمل. يعني عندنا طبعا نجمنا مبارك له طبعا محمد صلاح، اعتقد ان في لعيبه كانت اعلى منه فنيا كتير جت مصر، لكن هو التزامه واخلاقه هي اللي وعقليته طبعا، يعني ربنا كرمه ان هو طريقه الحمد لله مشي بتدرج ومحترم، لكن هو التزامه واخلاقياته وطبعا تطوره ان هو المخ هو اللي مشغله، هو ملتزم جدا، وياما شفنا لعيبه كتير اعلى منه بكتير فنيا لكن ما قدروش يوصلوا الربع اللي حققه محمد. وعندنا امثله طبعا حسام غالي على طول كلامي، وحسام عاشور كميه البطولات اللي خدوها مع النادي الاهلي، كل ده امثله ليهم، وهم شايفين يعني هم شايفين بعينيهم اللعيب اللي بيكمل في النادي الاهلي. بنقول له النادي الاهلي ده قطر ماشي وانت بتحاول تقعد فيه اكبر عدد من المحطات، فربنا ده مثال مهم قوي وجيد جدا، وانا اول مره اسمعه. بيستوعبوا الكلام ده وبيفهموا اهميه تواجدهم في النادي الاهلي فترات طويله وتحقيق انجازات كتير مع النادي الاهلي، وان ده الاهم كمان ان بيتكتب لهم في تاريخهم حاجات بتبقى تفضل موجوده لاولادهم واحفادهم فيما بعد. يمكن يعني القريبين قوي من الجيل اللي هو 16 17 سنه عارف ان في وكلاء كتير بيكلموهم، وعارف ان في عروض بتجيلهم من بره، وان موضوع السفر ما بقاش زي ايامنا والايام اللي قبلينا، بقى سهل شويه، لكن هو التزامه ان هو عايز يحقق في النادي الاول. واكبر مثلا رمضان صبحي مثلا تجربه او تريزيجيه حاجه محترمه جدا، فهم شايفين القناه الشرعيه والطريق الشرعي لمساريتهم ان شاء الله الاحترافيه من خلال النادي الاهلي. اعمل اسم الاول في النادي الاهلي، وبعد كده النادي الاهلي هو اللي هيبقى في ظهرك، هو اللي هيفتح لك كل الابواب بعد كده. نصايحك يا كابتن اسحاق للاجيال القادمه في النادي الاهلي، سواء طبعا الناحيه الرياضيه بالتحديد، وانت بتتولى ايضا مدرب فريق 2001، حابب تقول لهم ايه والنصايح المهمه بالنسبه لهم ايه من وجهه نظرك؟ والله انا بالنسبه لي عايز اقول لهم لازم يصبروا، الصبر هو مفتاح كل شيء. لما واحد يكون عنده موهبه وكمان ربنا كرمه وهو جوه النادي الاهلي، مؤسسه كبيره دي فيها كل حاجات تخليه ينجح، فلازم يصبر على قد ما يقدر ان يكمل يبقى جزء من تاريخ النادي الاهلي. ان النادي الاهلي بيكبر اي حد، هو اللي بيكبر اي حد، مش بس انت تكبر النادي الاهلي، لا ياما نجوم اللي بقوا نجوم عشان النادي الاهلي. فاجيال اللي جايه دلوقتي لازم يصبروا على قد ما يقدروا ياخد جزء كبير من تاريخ النادي الاهلي، يكون هو جزء من تاريخ النادي الاهلي. شكرا كابتن اسحاق بتوفيق ان شاء الله. شكرا يا امير. شكرا كابتن شرف بتوفيق ان شاء الله. انا امير مسيا. شكرا طبعا استاذ محمد، دي كانت لقاءاتنا مع كابتن محمد شرف وكابتن اسحاق اول مدربي فريق مواليد 2001 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واكيد كان كلام مهم جدا ورسائل مهمه كمان للاجيال القادمه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يستكملوا هذا المشوار العظيم في تاريخ النادي الاهلي من حيث الانجازات والبطولات العديده والكبيره جدا في تاريخ هذا النادي، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا لكل الاجيال القادمه في تاريخ النادي الاهلي، واستمروا في حفظ الالقاب لهذا النادي العريق. طبعا دي كانت لقاءاتنا واجواءنا هنا يا استاذ محمد من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، والان عوده ليك، اتفضل.
زميلنا العزيز أمير هشام، بشكرك مرة تانية على هذه المتابعة وعلى اللقاءات اللي بتجريها وكل ما يتعلق بمتابعتك على مدار اليوم للاحتفال بعيد ميلاد النادي الأهلي العام 111 أو 111 سنة أهلي. صورة الراحل الكبير الكابتن صالح سليم رحمه الله كواحد من أبرز أساطير ورموز النادي الأهلي ومن أكبر وأفضل العلامات المضيئة، وهي كثيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي على مدار 111 سنة. أكتر من فاصل تابعنا فيه مع حضراتكم، زملائنا عرضوا مجموعة من الإحصائيات والأرقام الخاصة بمجموعة من الشخصيات اللي بيعدوا من أساطير النادي الأهلي بما حققوه من نجاحات وأرقام قياسية سواء في كرة القدم أو في رياضات أخرى. شفنا أسماء كثيرة بتنتمي إلى أعمار مراحل عمرية وأجيال متعاقبة ومختلفة في النادي الأهلي، لكن كلهم ضمن نفس هذه المنظومة وفي إطار هذا النجاح المستمر دائما أبدا إن شاء الله في النادي الأهلي، وهم اللي بيستحقوا لقب أساطير النادي الأهلي. كمان بنشكر زميلنا أمير هشام مرة تانية على اللقاء اللي أجراه مع اثنين من لاعبي الكرة السابقين في النادي الأهلي، كابتن إسحاق أول وكابتن محمد شرف، وهم من مدربي قطاع الناشئين حاليا في النادي الأهلي. وأستكمل الحوار مع نجمينا الكابتن أمير عبد الحميد والكابتن أحمد بلال عشان نختتم كلامنا ونرجع لموضوعنا الأساسي. متوقع أن ممكن نجمنا محمد صلاح يدخل في هذه الحسابات، إن كنت بتتكلم عن أنه عنده عوامل تانية في شخصيته بعيدا عن الجوانب الفنية مؤثرة بشكل إيجابي على مشواره. بالضبط، ماشي برضو على نهج النادي الأهلي، الحاجات اللي هي التزام، حاجات اللي هي ان انا بعترف بمعنى الكلمة. انت بتتكلم في واحد وهو صغير لحد النهاردة بره، عايش بره في اوروبا، في حاجات كتير تبقى تتحط عليه ضغوطات. هو من الناس اللي هي برضو خلي بالك كل الـ 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 الكلام الكتير والعالم متابعه والسبوت كله عليه، محمد صلاح عنده ثبات انفعالي غير طبيعي وعارف يعني ايه محترف، يعني عارف يعني ايه ان انا ابقى ملتزم، عارف يعني ايه ان انا ابقى مع ربنا في الالتزام الديني كمان. عارف ان انا يعني النهارده مثلا حتى كنت قابلت واحد صاحبي كان معاه هناك صلاح في ليفربول. صلاح الفتره اللي هي بين الراحه بين التمرين والتمرين تلاقيه في جيم، بتلاقيه مثلا بيعمل تطورات مثلا ان هو مثلا بيتمرن على حاجات معينه بشكل فردي شغل اضافي. حتى انا لما رحت لما رحت ليهم زياره في ماتش الكونغو اللي هو صعدنا، انا كنت رايح اسلم طبعا كلهم صحابي واقف طبعا جنبهم عشان ان احنا نوصل وماتش مهم وبتاع، كانت ليه مثلا ايه راح فين؟ راح الجيم. فعنده حته الالتزام دي مهمه جدا، هو عايز يبقى حاجه. تتوقع انه يدخل ضمن الثلاثه الكبار او الاسماء اللي هيتم اختيار افضل لاعب في العالم منها ولا اكيد لا؟ اكيد كل الانجازات اللي هو عمله دوت والمعدل ده طبيعي ان هو ممكن يدخل في الحسابات دي. يبقى متفقين على الراي ده. عموما احنا موضوعنا الرئيسي طبعا نجمنا محمد صلاح يستحق اننا نفرد مساحه كبيره جدا من الحوار لتجربه نجاح غير مسبوقه على مستوى اللاعبين المصريين والعرب بهذا الشكل وبالارقام والتوقعات اللي بقت مصاحبه لمحمد صلاح، واللي دلوقتي بقت بالفعل كل المصريين بيزداد تفاؤلهم يوم عن يوم بنجمنا محمد صلاح. نتمنى له بس ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في مشواره ويقي شر الاصابات، وهو النهارده عنده نقطه انطلاق جديده في قبل نهائي تشامبيونز ليج. بنتمنى له كل التوفيق مع فريقه ليفربول الانجليزي. هنرجع لبعض النقاط المتعلقه بمشواركم مع النادي الاهلي. كابتن بلال، الاجيال الاكبر
بدايتك مع النادي الأهلي بتلعب سنك أصغر، معاك أجيال داخل الفريق أكبر، وبتتعاملوا مع نجوم أكبر سناً وبيتولوا مناصب في النادي الأهلي. التسلسل ده بيمشي ازاي في النادي، وعلاقه الاجيال دي بالاجيال الاكبر منها، علاقتهم ببعض بتمشي ازاي في النادي؟ لا يمكن الكلام ده في بدايه الكلام اتكلمنا عن وانت في الناشئين بتشوف اللعيبه الكبيره قدامك، اللعيبه اللي انت نفسك في يوم من الايام تبقى لعيب زيهم، بتتمنى انك توصل للامكانيات اللي هم عليها، حتى وان كنت انت ممكن من داخلك عندك ثقه كبيره جدا في امكانياتك، ولكن انت برضو انت بتشوف اللعيب اللي بيمثل النادي الاهلي في الفريق الاول. واحنا كنا وانا صغير كنت بشوف كابتن حسام حسن موجود، كان في قبل كابتن حسام حسن طبعا كان في كابتن خطيب وكابتن طاهر ابو زيد، وكان في يعني اجيال كبيره، لكن اللي انا حضرته وعشته داخل النادي الاهلي كان حسام حسن كان موجود، كان في علي ماهر موجود، كان في علي ابراهيم، كان في لعيبه بتلعب في النادي الاهلي لعيبه نجوم. انا بتكلم على المستوى الفني للعيبه اللي كانت بتلعب، لكن فاروق ومحمد فاروق طبعا يعني محمد فاروق اكبر مني بسنتين مش كتير يعني، لكن لما طلعت الدرجه الاولى هي دي هو ده المحك اللي احنا كنا المؤثر بالنسبه لي. انا لما طلعت الدرجه الاولى اتمرن مع اللعيبه الكبيره دي الاحترام كان موجود، عندك يعني المساحه اللي بينك وبين اللعيبه الكبيره مساحه كلها احترام. يعني انا مثلا كنت في الاوضه معايا كابتن هادي خشب، يعني كابتن هادي مثلا كابتن النادي الاهلي وانا لعيب لسه صغير عندي 22 سنه ولا 21 سنه وقاعد في الاوضه مع كابتن هادي خشب. يعني انت لك ان تتخيل مثلا انت قاعد مع كابتن النادي الاهلي وبالقيمه والكبيره والقامه الكبيره اللي عليها، كان واحد من اكبر اللعيبه كمان يعني طبعا. الحقيقه كابتن هادي كان من الشخصيات مش بس اداؤه في الملعب ملتزم وشخصيته فيها جديه ومحبوب على المستوى الجماهيري، ما بنشوفوش جزء او طرف مشكلات يعني من النماذج اللي شفناها للرياضيين. طبعا طبعا. فانت النهارده لما بتقعد انت قاعد مع واحد بيربيك مش قاعد مع واحد زميل ليك في الملعب، كان جد قوي كمان معاكم. لا يعني اقصد ان انت خلاص يعني انت قاعد مع كابتن، فانت الاحترام والاخلاق والادب والتعامل طريقه التعامل كمان ان انت ده رمز من رموز النادي الاهلي. عشان كده دايما يعني احنا صغيرين واحنا يعني في بداياتنا دايما بنتعلم من الناس الكبيره اللي هي بنقعد معاها بنتعلم منها، بنتعلم يعني منها قيمه النادي الاهلي، ازاي تبقى جد حتى بره حتى في المعسكر، ازاي في وقت انك تضحك فيه، وقت انك تبقى جد فيه، وقت ان انت وانت نازل الملعب ازاي تركز، ازاي قبل المباراه باكتر من 24 ساعه تبقى انت مستعد بشكل كويس. هو دي الحاجات اللي بنتعلمها. كابتن هادي كمان عاصرته وهو مدير كوره، يعني كان معايا في الاوضه وكان واشتغل مدير كوره وانا موجود ولاعيب في الملعب. العلاقه اصبحت مختلفه تماما، من واحد صاحبك بتاخد رايه في حاجات لمدير كوره انت بتلتزم بالتعليمات، التعليمات اللي حاططها النادي اللي هو متمثله في شخصيه الكابتن هادي خشبه اللي بينقلها لنا. فانت النهارده قيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي بتترسخ موجوده في الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وده اللي احنا اتعلمناه ان القيمه مش بس في الكلام. لا النهارده لما يبقى عندك لعيب زي هادي مثلا او لعيب زي وليد صلاح الدين او اي واحد مسك النادي الاهلي او اشتغل مدير كوره في النادي الاهلي وانت اتعاملت معاه كلاعب، هو ده اللي بينقل لك المبادئ المفترض ان انت بتمشي عليها، هو ده اللي بينقل لك القواعد اللي انت بتمشي عليها. عشان كده دايما علاقتنا باللعيبه دي علاقه محترمه جوه تصرفاته طبيعي سلوكه جوه وبره الملعب. انت عايز تشوف الكلام ده اسمع على مسمى، يعني عايز تشوف طبيعي. الكلام ده بتطبيقات ان اللاعب بقول لك انا كان عندي 22 سنه قبل ما اقعد مع امير، كان امير لسه يعني لسه بيطلع وانا يعني. فانت قاعد مع لعيب كابتن النادي بتشوف فيه قيم النادي، بتشوف فيه الاخلاق الالتزام، ازاي تبقى جد جوه الملعب، زي كمان لما يعني لما تبقى في الماتش زي لما يوجه لك الكلام او يقول لك حاجه تبقى انت بتسمع بجد، يبقى انت نازل عشان تنفذ. انت النهارده المدير الفني دوره ممكن يبقى قبل المباراه وبين التعليمات بين الشوطين، لكن احيانا لكن جوه الملعب الفريق فعلا طبعا جوه الملعب اللاعبين اصحاب الخبره احيانا ممكن يعني كابتن هادي في بعض الاحيان كان يجي يقول لك فوق شويه، انت تركيزك اقل، لازم تبقى افضل من كده داخل الملعب. طبيعي جدا. وبعدين يا بلال تكمله بلال كلام بلال، انت بتتكلم في ان انت كابتن فريق برضو حته ان هو بيعمل اجتماعات للعيبه. خد بالك يا بلال انت بتتكلم في جزئيه بتاعه الفريق الاول، لكن احنا بنتكلم على اللعيب النادي الاهلي بيتاسس من هو صغير. انت بتلاقي الولد وهو صغير بيتعلم الحاجات دي، بيتعلم هو ممكن ما يكونش في كابتن فريق لسه صغير عنده 13 14 سنه، لكن في مدرب في اداري. يعني انا عايز اقول حاجه، انا بشكر طبعا الـ كل المدربين والمسؤولين في قطاع الناشئين عاملين شغل كويس جدا. يمكن انا كنت بتابع، انا ابني بيلعب في النادي الاهلي فبروح اتابع. يعني عايز اقول لعيب ولا حارس مرمى؟ لا لعيب ادم.
فانا بشوف الالتزام يا بلال، يعني مثلا الكابتن دكتور عمرو مجد، الكابتن خالد جد الله، الكابتن احمد عبد الباقي، كابتن ابراهيم عبد الصمد، يعني دايما كابتن ابراهيم عبد الصمد هو قريب مننا شويه عشان هو ماسك الحته بتاعت ادم دي. مش عايز اقول لك عاملين شغل جامد جدا. اما يكون في ماتش مهم، يعني من يومين بيلعبوا سيمي فاينل في الدوري وعندهم 13 سنه 12 سنه، يجي لعيب مثلا يتكلم مع حكم وحاجه، الكابتن ابراهيم عبد الصمد ينزل يزعق يقول له ما تتكلمش مع الحكم، ما تتكلمش مع زميلك، ما تضربش مع زميلك. يمكن ادم كان بيلعب عليه مان تو مان واحد وعمال يغلس على ادم، فالكابتن ابراهيم عبد الصمد ناداله قال له مالكش دعوه بيه، خليك التزام بالكوره، ركز في شغلك. بعد الماتش تلاقي اللعيبه بتروح للجماهير تسلم، بتلاقي اللعيب بيقفوا صف واحد يروحوا يسلموا على اللعيبه والجهاز الفني، بتلاقي اللعيب هو خارج. بداوا يعلموهم الشكل اللي بيطلع بيه الفريق الاول. فهنا ما بتيجي بقى تخش على المراحل اللي انت بتتكلم فيها بلال، تلاقي مثلا ايه 14 15 سنه بيبقى في كابتن فريق، يعني مثلا بلال او انا كنا كابتن فرقه، لا نيجي نعمل اجتماع لو في مشكله الفريق المستوى ما كانش كويس، بنخرج نعمل عزومه مع بعض، نبتدي نتكلم كل اللعيبه. وخلي بالك الكابتن فريق مش ان هو واحد بس لابس الشاره، انت بتتكلم في مثلا كان في الجيل بتاعي كنت انا وبلال، بتلاقي مثلا احمد السيد، محمد فضل، يعني في كذا حد، مش شرط ان انا بقى لابس الشاره، اللعيبه الكبيره اللعيبه الخبرات كل واحد بيتكلم، كل واحد بيطلع مثلا بيقول حاجه معينه هتفرق مع التيم. تبتدي السن اللي بعديه نفس الموضوع، تلاقي نفسك انت وصلت المرحله بتاعت ايه اللي بيتكلم فيها بلال مع كابتن هادي خشبه، كابتن اسامه عرابي، كابتن شوبير، كان دايما كل فتره يروح عامل عزومه، مش عزومه عشان اكل، لا عزومه عشان تجمع الناس تتكلم تتكلموا مع بعض بكل تفاصيل. انت لان انت دايما طبيعي ان النادي الاهلي هو رقم واحد في كل حاجه، وطبيعي ان انت بيحصل دروب في اوقات معينه. احنا في 2004 ده هنتكلم عنه كمان. مهم جدا النجاح ازاي ترجع لو حصل لك اخفاق، حصل دروب، ما خدتش بطوله في موسم، فقدت بطوله الدوري، البطوله اللي دايما بنقول انها محببه للنادي الاهلي ولاعبيه وجماهيره والمسؤولين فيه. لو فقدت البطوله موسم، ازاي كان الاهلي دايما حريص انه يرجع بسرعه لو حصل تفوق للمنافسين عليه او هو تراجع بدرجه من الدرجات؟ جزء من منظومه النجاح انك تبقى بترجع بسرعه في اسرع وقت، معدلات ادائك العاليه او افضل منها كمان. كنت بتتعاملوا ازاي مع ده؟ وفي حاجه اهم بقى من ان انت مثلا عندك بطوله حصل دروب او حاجه ترجع تاني، في حاجات مهمه انت بتتكلم في ان انت مثلا ازاي ما انت تكسب ماتش تنسى الماتش وتبص في اللي بعديه، تكسب بطوله تسيب البطوله دي وتركز في اللي بعديه. هو ده الالتزام، هو ده الفكر، انك انت تفكر حصل دروب مثلا معين، يمكن احنا في كذا سنه 2004 2005 حصل دروب بس قدرت تتجمع. يعني انا فاكر 2005 بلال كان في مشكله، كناش بناخد، كنا مركز مش كويس وما كانش فيه بطوله خدناها كاس مصر، لما كابتن خطيب مسك بطوله كاس مصر وكابتن فتحي مبروك كانت الدنيا ما كانتش مظبوطه، كان في عدم التزام شويه في حته معينه، جه كابتن خطيب والمسؤولين اجتمعوا بينا رجعوا الناس تاني، الناس بقت هو ده ان انا اشتغل على عيوبي في وقت من الاوقات بالزبط. لازم اشوف خدت بطوله خلاص فيه. احنا يعني لو انت خدت بالك ماتش السنه اللي فاتت لما بطوله افريقيا كنا كسبين الترجي التونسي وتقريبا احنا هنلاعب النجم الماتش اللي بعديه، فازاي قدر الكابتن حسام البدري والجهاز ان هو يفصل بين ماتش الترجي وهتلاعب النجم الساحلي في الفاينل؟ ازاي فكرت لا انا عندي كمان ماتش كمان 10 ايام في تونس؟ لا، فهو بيبقى النادي والمسؤولين مظبطين امورهم ان انا النهارده ايه، من فتره انا لو كسبت الترجي تمام هيبقى عندي 10 ماتشات 10 ايام على ماتش، يبقى انا لازم ايه اعمل معسكر بره وانسى خلاص الترجي واخد مميزات الماتشات اللي انا عملته السلبيات والايجابيات واعملها وهكذا. هو حته ان انت دايما يبقى تركيزك كله انضباطك كله ازاي بتفكر للماتش اللي بعديه، ازاي بتفكر في البطوله اللي بعديها. هو ده النادي الاهلي المعروف عنه ان انت خلاص بطوله وعدت خلاص ابص اللي بعديها ماتش. نفس السؤال، بص النادي الاهلي دايما عنده هدف، واللي عنده هدف دايما بعد الانجاز بيبص للهدف اللي بعديه، او بعد الاخفاق برضه بيبص للهدف اللي بعديه. هو النادي الاهلي ما بيتوقفش عن بطوله معينه بعينها او انجاز حصل، لان خلاص انت بتتكلم في البطولات، بتتكلم في نادي فرض عليه انه هيكون رقم واحد في مصر كلها، فبالتالي كل اهدافه خلاص او كل الانجازات اللي بيحققها مرتبطه بالانجازات اللي جايه بعد كده، مش بس انت بحققت انجاز فهتقف عليه، لان خلاص كره القدم او الرياضه عامه ما بتقفش في مكان، لازم دايما الرياضه يعني انت خلصت مباراه بتخش في مباراه ثانيه على البلان اللي جاي على بالظبط، عندك دايما بلانز متجدده على طول في كل الاوقات. مثلا انا هكمل الحاجه كان امير اتكلم عليها بمناسبه انت ازاي بترجع من الاخفاق، دي حاجه مهمه جدا 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 عشتها جوه النادي الاهلي في اسوأ
كانت مرت علينا من أسوأ اللحظات. ده مهم، ده مهم، وعايزينك تقول لنا دلوقتي تفاصيل خاصه بمرحله رجعتوا فيها من كبوه وحققتوا 2003 2003 2004 كنا بنلعب ام بي في النهائي، تمام؟ خسرنا المباراه، ما نخسرهاش، خسرنا الماتش، تمام؟ مفيش توفيق في المباراه، خسرنا بطوله الدوري عام 2003 قبل 2003 خسرنا دوري عام، نادي الاهلي بيخسر دوري عام من ام بي، مصر كلها اتقلبت، الجمهور كله كان غضبان. عايز اقول لك ان احنا جالنا 5-6000، تعرف استاد التتش القديم كان بيشيل 5000، جالنا 10000. انتوا خسرتوا في التوقيت ده وفي نفس التوقيت الزمالك فاز على الاسماعيلي، خلاص والبطوله راحت وخسرنا البطوله كهدف سيد عبد النعيم. على هدف سيد عبد النعيم جالنا جه 10000 مشجع اهلاوي بره النادي عايزين يدخلوا النادي، فكان ساعتها خلاص المدير الفني مشي بونفرير امير، والكابتن جه كابتن خطيب وكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك جه، وكابتن خطيب هو كان مشرف على الكره في هذا في التوقيت ده، وال10000 داخلين عشان يعني هم داخلين عشان يشتموا، يعني لان الناس مش متعوده، الناس من الاهلي متعود ان الاهلي ممكن يخطف البطوله في اخر وقت، او اول بطوله تضيع منك، اول بطوله تضيع منك في توقيتها الطبيعي بدري خلاص، مش في اخر، انما انك تخسر البطوله في ماتش ام بي وانت الماتش ده انت متفوق فيه بشكل كبير، الناس غير راضيه وجمهور. لا انت لو تعادلت يا بلال هتاخد دوري بالظبط، لو كسبت تاخد دوري، تلعب مباراه وان النادي الزمالك يكسب، وان الاهلي يعود الجمهور على انه هو بطل المباريات الحاسمه اللي هي ممكن في التوقيتات الحاسمه، الناس اعتادت انك بتاخد البطوله، فده عكس وده بالظبط، ده عكس المعهود عليه في النادي الاهلي، فالناس جت بره الاستاد عايزه تدخل، انا فاكر عايزه تشوف اللعيبه اللي اخفقت في ان هي تاخد بطوله، اللي هي زعلت الجمهور بعد سنه او سنتين من اخفاقنا في الدوري العام، الامن مش عايز يدخل الناس، دخل كابتن خطيب ادى تعليمات الناس تدخل الجمهور يدخل الملعب. احنا انا تعورت في نص الماتش ده وما كملتش وطلعت من ما بين الشوطين، فكنت رابط رجلي كده، فما كنتش انزل، مش نازل التدريب، فببص لقيت ال 10000 واحد جايين منهارين جدا وزعلانين، وعارف انت بقى ايه، مش هيشجعوا اللعيبه خلاص، مش هيشجعوك لان انت ما حققتش الطموح اللي هم نفسهم فيه، او ما ظهرتش البطوله، ما ظهرتش بالشكل بالظبط اللي هم كانوا منتظرينه. فجوم الناس داخل الملعب ابتدت يعني تزوم على اللعيبه، ابتدت يعني الالفاظ تطلع، الهتافات المعاكسه مش الطبيعيه بتاعت النادي الاهلي. وكابتن خطيب يمكن جه خدني، يعني كنت انا موجود في اوضه اللبس، بيكلمني قال لي لازم تنزل تلف حوالين الملعب، تمام، لازم الناس تعرف ان لعيبه النادي الاهلي ما بتستخباش، يعني بالظبط، ما بتهربش من المواجهه، ما بتهربش من المسؤوليه، هدف لعيبه النادي الاهلي، تحمل المسؤوليه انكم موجودين مع جماهيركم بعد الاخفاق ده. قمت رابط رجلي ونازل واتمشيت حوالين الملعب. عايز اقول لك احنا كابتن خطيب راح جاي واخد اللعيبه وراح للجمهور وقال لهم اللعيبه دي بعد 10 ايام عندها كاس مصر، واللعيبه دي هتفرحكم. جمهور عايز اقول لك بعد كم الهتافات اللي ضد اللعيبه بدا الجمهور ينادي على لعيب، بدا الجمهور يشتغل مع اللعيبه تاني بشكل، عملنا اللعيبه عملت تدريب بشكل هايل. بعديها يمكن كان اربع مباريات، كان عندنا بخمس ايام بالظبط اتحاد، كان عندنا البلديه، لا بلديه المحله في اسكندريه، مباريات الكاس كان الفروق بينها سريعه جدا. كان الوقت ضيق قوي، لعبنا البلديه كسبنا 2-0 ولعبنا الاسماعيلي وخدنا بطوله الكاس. كان خطيب اصر انه يجمع الجمهور تاني اللي جه كان في الاحتفال عمل دخل الجمهور جوه التتش وعمل احتفاليه كبيره جدا 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 جدا، تمام، والجمهور اللي كان زعلان من اللعيبه هو الجمهور ابتدى يسقف للعيبه ويهتف لها بعد البطوله اللي خدناها. ازاي اعترف؟ وخد بالك كمان يا محمد، ازاي اعترف لو عندي تقصير واني مخطئ احيانا طبعًا، واشتغل على اللي جاي بسرعه. انا فاكر كمان طبعًا حاجه كابتن خطيب لو تفتكر، هي لقطه شهيره، كان لابس بدله سوداء وهو دخل، الناس بتشجعه قال لهم لعيبه لو انت جت شجعوا اللعيبه، يشجعوا اللعيبه، هم عاملين ينادوا عليه وهو يقول لهم اللعيبه، ان هو اللاعبين اللي محتاجين التأييد والدعم دلوقتي من الجميع. طب خلونا نشوف مجموعه من اللقاءات تم اجراءها مع مجموعه من لاعبي النادي الاهلي سابقا. بهنا الجمهور واعضاء النادي الاهلي على مرور 111 سنه على تاسيس النادي، وانا ليا الشرف ان اكون موجود في قلعه النادي الاهلي، طبعا نادي القرن، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد جمهورنا واعضاء النادي ومصر كلها، ودايما من نجاح لنجاح طبعا النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. كل سنه وانت طيب يا اهلي.
كل سنة وكل جماهير وأعضاء ومحبين النادي الأهلي بخير، كل سنة ولاعبته ومجلس إدارته والناس اللي دايما بتقويه بألف خير، كل سنة والنادي الأهلي دايما رقم واحد، ونحتفل كل سنة في نفس اليوم بالنادي الأهلي هو دايما رقم واحد وللرياضة في مصر، مش بس في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط كله. كل سنة والنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره بألف خير على مرور 111 سنة، وسعيد إن أنا ابن من أبناء النادي الأهلي، وشرف شرف ليا إن أنا أحقق معهم إنجازات وبطولات، وإن شاء الله مزيد من البطولات. وغني الأهلي وأعضائه وجماهيره على مرور 111 سنة على تأسيسه، وانا فرحان اني اكون من بيت النادي الاهلي، وان شاء الله ربي مزيد من البطولات والانجازات ان شاء الله. بهنئ جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بمرور 111 سنه، وبتمنى التوفيق طبعا للنادي، ودايما التوفيق في البطولات، والكيان الكبير ده يفضل مستمر زي ما هو في انجازاته وبطولاته، ومزيد من التالق ان شاء الله، واحراز البطولات والاهداف واسعاد الجمهور كله، واتمنى التوفيق للنادي في الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله. عشر عاما تاريخ مبادئ، وأحد عشر عاما تاريخ مبادئ تطوير. لا يخفى على أحد أن النادي الأهلي بصولاته وجولاته يعتبر من أفضل الفرق الإفريقية والعربية التي نجحت بامتياز في مزاحمة الكبار في العالم، ليقتنص في عام 2014 لقباً غالياً متربعاً على عرش الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات الدولية على وجه البسيطة. لم يأتي هذا الإنجاز من فراغ، بل كان ثمار مجهود كبير وسنوات طوال تعاقبت عليه أجيال وأجيال من أمهر اللاعبين في مصر، سطروا بأسمائهم أحرفاً من نور في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، وذلك منذ تأسيسه عام 1907 وحتى الآن. لا يمكن للجماهير الحمراء أن تنسى يوم الخميس 20 فبراير 2014، الذي شهد فوز فريقه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقس التونسي بثلاثة أهداف لهدفين، ليمهد الطريق أمام الأهلي في الإطاحة بنادي إي سي ميلان الإيطالي من صدارة الفرق الأكثر تتويجاً بالألقاب الدولية، منصباً نفسه سيداً على أندية العالم. استطاع الأهلي بفضل السوبر أن يرفع رصيده من الألقاب الدولية إلى 19 لقب، متخطياً الروزينيري الذي كان يمتلك في جعبته 18 لقب. نجح أبناء القلعة الحمراء في مواصلة الانفراد باللقب العالمي بإضافة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في العام ذاته على حساب سويسبور الإيفواري، ليبصم على اللقب الدولي 20 في تاريخه، جمعها من حصده لدوري أبطال إفريقيا 8 مرات، كأس السوبر الإفريقي 6 مرات، كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، بخلاف بطولة واحدة في الكونفدرالية والكأس الأفرو أسيوية. جاء فوز ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية لعام 2016 على كاشيما الياباني، ووصوله للبطولة رقم 21 لينتزع اللقب من الأهلي، لكن تظل كلمة اليأس ليس لها أي مدلول في قاموس الأهلي، الذي يبقى قادراً على استعادة لقب الأكثر تتويجاً في المستقبل القريب، وذلك بأقدام الجيل الحالي الباحث عن التتويج لأبطال إفريقيا هذا الموسم، ليكون نقطة انطلاق في العودة مرة أخرى متربعاً على عرش أندية العالم.
11 عاما تاريخ مبادئ تطوير. طبعا التقرير اللي فات اللي تابعنا فيه مع حضراتكم تهنئه موجهه من اللاعبين دول، من لاعبي طبعا الجيل الحالي مش لاعبين سابقين، واختلط عليا الامر بس كان يعني ظنيت انه تقرير اخر اللي هيعرض في مجموعه من اللقاءات المسجله لبعض اللاعبين السابقين او المعتزلين اللي كانوا طبعا من نجوم النادي الاهلي، لكن المجموعه اللي شفناها في التقرير كلهم من نجوم الجيل الحالي. طبعا هم يعني مع حفظ الالقاب للجميع، حسام غالي وميدو جابر وشريف اكرامي وأيمن أشرف، عدد من النجوم طبعا شفناهم في هذا التقرير. كان كمان في لقاء الأسماء اللي شفناها، وبنوجه باسم فريق العمل أو أسرة البرنامج وأسرة القناة الشكر على كل الشكر والتقدير، لأنه في تنسيق جيد جدا بين القناة وبين المركز الإعلامي. بنوجه لهم شكر أسرة وفريق عمل المركز الإعلامي في نادي الأهلي بقيادة زميلنا العزيز الأستاذ جمال جبر، وبنوجه لهم الشكر على الجهود المبذولة للتنسيق على كل ما تم إجراءه من لقاءات داخل النادي، خاصة ما يتعلق لاعبي الفريق الأول. هنرجع نستكمل كلامنا في الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء مع نجمينا الكابتن أمير عبد الحميد والكابتن أحمد بلال. عندنا لقاء دائما أبدا له حسابات خاصة، لقاء مهم جدا، لقاء القمة. شايفين المباراة دي إزاي بالرغم من كل الظروف الخاصة بأن الأهلي حسم بطولة الدوري؟ دائما أبدا كل اللقاءات الجماهيرية واللي مع منافس أيضا له اسمه وله قيمته وتاريخه بتكون لها حسابات خاصة عند النادي الأهلي، جهاز فني ولاعبين واداره في النادي. شايف المباراه دي ازاي؟ هو طبعا المباراه طبعا الاهلي والزمالك، فطبيعي ان هي ما تبقاش لها مقاييس ولا اي حاجه بغض النظر عن طبعا الفروق اللي موجوده في البناط وفي ان النادي الاهلي خلاص حسم الدوري. نادي الزمالك برضه عايز يطلع من الكبوه اللي هو فيه، ان هو يكسب النادي الاهلي برضه تبقى حاجه كويسه، اللعيبه تاخد ثقه في نفسها تاني، الجهاز الفني طبعا هتحسب له ان هو يكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بغض النظر عن هو محتاج البناط، محتاج ان هو ياخد دوري او ماتش ودي، حتى كل الماتشات بتاعته بتبقى قويه جدا وبيلعبوا على المكسب. النادي الاهلي طبعا هينزل ماتش عنده حماس، نفس الحماس اللي هو اكنه محتاج النقطه ان هو يكسب نادي الزمالك، فهيبقى ماتش انا شايف من وجهه نظري ان هو هيبقى ماتش قوي جدا بعيد عن الحسابات اللي هي اللي احنا اتفقنا عليها واللي احنا اتكلمنا فيها. كل فريق عايز يكسب، بس اعتقد ان النادي الاهلي دوافعه كمان هتبقى اقوى، لان انت برضه عايز تثبت برضه كمان ان انت خدت الدوري، وكل ماتشات كل ماتش ليه ظروفه وقادر على الفوز كمان على المنافس التقليدي. بالظبط ماتش اعتقد ان هو هيبقى ماتش حماسي كمان بغض النظر عن الظروف اللي احنا اتكلمنا فيها دي. بلال، ناس تشوف زي امير هتتفق معاه في انه المباراه دي ممكن تبقى مباراة لها كل الحسابات المعروفة عن مباريات القمة، وناس ممكن تختلف معاك وتقول أنا ما أعرفش رأيك إيه، إنها هتتأثر بفكرة إن الدوري اتحسم للنادي الأهلي وإنه الحافز بيقل طالما حسمت البطولة. شايف الإشكالية دي إزاي؟ أنا شايف إن المباراة صعبة أكتر على النادي الأهلي. النادي الأهلي يعني أي مباراة بيدخلها مباراة بالنسبة له هي لا تقبل قسمة على اثنين حتى وإن كانت مباراة ودية. فالنهارده لما تلعب نادي الزمالك هو المنافس الأول، يعني هو مش المنافس الطبيعي بالنسبة لك يعني، وتلعب نادي الزمالك وانت بطل دوري السنه دي وواصل نهائي افريقيا السنه اللي فاتت وبطل كاس مصر وبطل السوبر وانت افوق وبتلعب نادي الزمالك، فانت الضغوطات على النادي الاهلي اكبر بكتير جدا. النادي الاهلي يهمه جدا انه يكسب المباراه زي دي. هي مباراه عايز اقول لك على حاجه، احنا ما احتفلناش بالدوري قوي يعني، لكن هي دي مباراه الاحتفال بالدوري بالنسبه لجهاز الفني النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي داخل الملعب، هي مباراه التتويج بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. فانا شايف ان المباراه اصعب على الاهلي مش على الزمالك. الزمالك خلاص خسر البطوله، فعنده حافز ان يفوز افتقد كمان على حتى المركز الثاني وافتقد المركز الثالث، فما عندوش ازمه في المباراه. هو بس عنده الطموح انه يكسب بطل الدوري، انه يكسب البطوله الاستثنائيه او البطوله الخاصه مع النادي الاهلي، هو ده كل طموح الزمالك. لكن انت التتويج بتاعك، الرغبه في المكسب، انك انت النادي الاهلي اللي محقق كل الارقام القياسيه السنه دي، الارقام ما اتحققتش بقى لها فتره كبيره جدا، مهم جدا، مش عايز بقى تعكر صفو الصوره دي بانك تخسر مباراه القمه. هيبقى مهم جدا بالنسبه لك يعني. هو كل الاحتمالات اللي موجوده عند لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني كلها انك تعكر صفو النادي الاهلي او تعكر صفو الفوز بالبطوله. طب هسالكم على المواقف المشابهه، لما كنتوا في وقت من الاوقات بتبقوا حاسمين البطوله بفارق مطمئن عن اقرب المنافسين، كان زمالك او اسماعيلي او اي فريق في موسم من المواسم كان هو الثاني ولكن بفارق خلاص بعيد ما يحصلش فارق النقاط العدد المتبقي من المباريات،
بتبقوا على نفس الدرجه من التركيز والحافز بيبقى نفس الحافز ولا الجهاز الفني بيحتاج يشتغل معاكوا اكتر على ده؟ بص انا افتكر بلال لو الماتش اللي هو بتاع النادي الاهلي ونادي الزمالك اجتماع الماتش ده كنا احنا خدنا الدوري بفرق كبير جدا، وكان مستر مانويل جوزيه سافر والناس اللعيبه الاساسيه كانت ارتاحت وكنت انا مكان المهمه للمدرب العام كابتن حسام بدري كان موجود، وكان معانا تقريبا اللعيبه اللي هي يعني ليها خبرات، كنت انا وحسام عاشور ووائل جمعه اعتقد محمد صديق كان من الناس برضه، ادوا راحه لمجموعه من نجوم الفريق ومستر مانويل سافر اوريدي، وكابتن حسام هو اللي كان عملنا ماتش كويس جدا رغم ان احنا كنا فرق كبير قوي كام حوالي مثلا 15 نقطه مثلا او حاجه، وكان ماتش حماسي جدا. احنا خسرنا الماتش ده لان نادي الزمالك كان ساعتها عايز يكسب نادي الاهلي، وكان ماتش مش عايز اقول لك كان فيه ضرب نار اصلا يعني، وكنا بنلعب جامد جدا والماتش الزمالك بيلعب بكامل اكنك بتلعب ده نهائي دوري او نهائي كاس، ونادي الزمالك كان طبعا بكامل نجومه وكامل جمال حمزه وكان وائل قباني وناس وطارق السيد وطارق يعني ناس كتير جدا كانت بتلعب كسبوا الماتش، وفي نفس الوقت نادي الزمالك احتفل وطلع اتكلم في الاعلام ده المباراه دي في اهتمام اعلامي. انا فاكر الماتش دوت يعني رغم ان احنا كنا فرق شاسع كبير جدا، فانا شايف ان هيبقى نفس الظروف يعني زي ما قلت انا وبلال. يعني تفتكر كابتن حسام البدري هيلعب المباراه دي بالتشكيل الاساسي للفريق بكامل نجوم الفريق، ولا هيدي مساحه راحه لمجموعه كبيره ويدفع بعناصر بديله بنسبه كبيره شويه طالما هي مش مؤثره؟ لا اعتقد ان الكابتن حسام يعني هيلعب برضه بنسبه كبيره من التشكيل الاساسي، ممكن يغير واحد او اثنين. جابت نفس السؤال، هو الاهلي دلوقتي ما عندوش اساسي واحتياطي مفهوم طبعا اللي هو الناس مستمره البدلاء. لا بص ما اقصدش ان مفيش فروق ما بين الاثنين، انا اقصد ان التدوير اللي بيعمله كابتن حسام بدري في الفريق في الوقت يعني بقاله فتره طويله مخلي كل اللعيبه في الملعب. يعني انت النهارده ممكن تشوف مهدي جابر بيلعب اساسي وتشوف وليد سلمان بيلعب اساسي، في وقت من الاوقات لحمودي بيلعب اساسي، تتغير اجاي بيلعب اساسي، ازارو بيلعب اساسي، محسن مروان بيلعب اساسي، فانت النهارده التشكيله بتاعت كله قريب من الملعب وجاهز بالظبط كله بيلعب في الملعب، فانت ما تقدرش تقول ايه لا في مجموعه بتلعب ومجموعه هيتم يعني تجربتها. بس كابتن حسام هيتعامل معاها في انا هقول لك قوه كامله، قوه الفريق قويه جدا، عارف مدى تاثيرها الاعلامي ومدى تاثيرها النفسي قبل مباراه الكاس وقبل مباراه خد بالك كابتن حسام برضه كمان الناس اللي مش عايزه تخسر ما تحبش تخسر اصلا عامه، فبيتعامل هو طبعا كنادي جدا وكنت كنادي الاهلي لازم عايز تكسب. فطبيعي انا احساس شخصي ان كابتن حسام هيلعب بنفس التشكيل، هيلعب ممكن يغير واحد او اثنين يعني، ممكن نشوف احمد حمدي، ممكن تلاقي عنصر معين بس تحت الفيرود، هتلاقي مروان بيلعب لان ازارو اعتقد بره الموضوع، هتلاقي مروان يعني بنسبه 80% او 90% من التشكيل الاساسي. مباراه سهله للنادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، لفوارق فنيه حاليه، فوارق فنيه كبيره. طيب يعني احنا اسعدتونا جدا بوجودكم معانا، نجمنا احمد بلال ونجمنا امير عبد الحميد، بشكركم وانتم جزء من هذا التاريخ الجميل والمستمر من العطاء والنجاحات للنادي الاهلي، انتم من العلامات الجميله والمضيئه في تاريخ النادي الاهلي وجزء مما تحقق على مدار ال 111 سنه، كل لاعب اسهم في تحقيق بطوله من البطولات في اي رياضه مش بس في كره القدم هو جزء من النجاح دي. بشكرك كابتن امير. شكرا محمد، انا عايز اقول بس كلمه خيره للكابتن حسام غالي، يعني حسام غالي انا عاشرته طبعا سنين طويله، وبلال كمان نفس الموضوع. حسام غالي في كل حاجه في النادي الاهلي، الالتزام والمبادئ والاخلاص والالتزام كل حاجه موجوده في حسام غالي. حسام غالي قيمه كبيره جدا، هنفتقده جدا، هنفتقد للمتعه في الماتشات، يعني قليل جدا انك تلاقي لعيب هيجي تاني زي حسام غالي. فانا بقول للولاد الصغيرين كمان لازم يعرفوا كتير عن حسام غالي، لو هم صغيرين مش عارفين حاجه عن حسام غالي لا لازم يعرفوا قيمه كبيره زي حسام غالي، ان هو بيعتزل النهارده وراجل قادر. يمكن انا يمكن كنت شرف لي ان انا كنت مع حسام غالي سواء من واحنا صغيرين وفي اوضه شقه واحده وفي بيت واحد هو نجم لحد النهارده، فهو نجم كبير، بقول له ان شاء الله ربنا يوفقه يكون له شان مع النادي الاهلي حتى بعد اعتزاله كره القدم كلاعب، ان شاء الله يكون له شان سواء فنيا او اداريا. سعيد طبعا انا كنت معاكم النهارده واسعدتنا بوجودك معانا، وبشكرك جدا كابتن بلال على وجودك معانا. ربنا يخليك، انا كنت سعيد ان انا موجود معاك النهارده واخويا كابتن امير عبد الحميد. شكرا للكابتن امير عبد الحميد والكابتن احمد بلال، ولكن ابقوا معنا، التغطيه مستمره وما زلنا معكم على الهواء مباشره و111 سنه اهلي. فاصل ونعود. والخطيب يلعب يا جول، تصوير محمد ابو دريكه، وكوره من وليد سليمان. كاس افريقيا مع ابطال مصر النادي الاهلي، مبروك لمصر، مبروك للنادي الاهلي.
أندية إفريقيا يا أبطال الكؤوس يرتفع إلى السماء. والعرضة جميلة، رصيد يحيى الأهلي، الأهلي زعيم أفريقيا، الأهلي بطل أفريقيا. الأهلي بطل، الأهلي يحقق السوبر للمرة رقم 10. مصطفى عبده حلوة خطيرة على ده، هو جول، هو جول بالعرض، جول جول. الأهلي ينزل إلى أرض الملعب. لم تكن الساعات الأولى من الرابع والعشرين من إبريل من عام 1907 كمثلها في تاريخ المحروسة، لكنها بداية لنسمات انطلاق الفكرة وتأسيس نادي الوطنية، النادي الأهلي للرياضة الوطنية. البداية من خلال فكرة محاربة الاحتلال الإنجليزي وما رافقه من مساوئ. ارتفعت الدعوات لمقاومة الاحتلال، بدأت عقول وقلوب شباب الوطني تتفتح وتغضب وتنبت زهور الوطنية التي روتها خطب مصطفى كامل لتحرير الوطن. فكر مصطفى كامل ورفاقه رجال الحزب الوطني في كيفية استثمار ورعاية النبتة الجديدة. أجمعوا على أن الحل هو إنشاء ناد للمدارس العليا يجمع هؤلاء الطلبة، يجمعهم في اتجاه تحقيق هدف واحد. بدأ التفكير في إنشاء النادي في أكتوبر من عام 1905. تألفت لجنة تأسيسية برئاسة الدكتور عبد العزيز بك نظمي الأستاذ بمدرسة الطب. بدأت اللجنة في الاكتتاب لتوفير رأس مال بناء النادي. قامت جريدة اللواء بنشر الفكرة وتأييدها. أقيمت حفلات لجمع المال اللازم لتأسيسه. اجتمعت أول جمعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة الثامن من ديسمبر عام 1905، ليتم افتتاحه رسميا في الخامس من إبريل عام 1906 بحضور أغلب الطلبة والخريجين وبعض رجال الحكومة على رأسهم حسين باشا فخري وزير المعارف في ذلك الوقت، محمود باشا صدقي محافظ القاهرة، ونظار المدارس العليا ووكلاؤها، ومستر ميتشيل أنس وكيل وزارة المالية. كان نادي طلبة المدارس العليا من أعظم مظاهر الحركة الوطنية في تلك الحقبة، وكان مصطفى كامل يلقي فيه خطبه الوطنية لإشعال الحماس الوطني. منه تأججت روح الحركة الوطنية. تأسست حركة التعاونيات على يد رئيسه عمر بك لطفي. أصبح نادي الطلبة هو العقل الوطني الذي تجمع حوله أبطال الحركة الوطنية. منه ظهرت فكرة إنشاء النادي الأهلي للرياضة البدنية. وجد عمر بك لطفي رئيس نادي طلبة المدارس العليا أن نادي الطلبة لا يكفي لملء فراغ طلبة المدارس العليا وخريجيها، فهؤلاء الطلبة في حاجة لنادي رياضي يجمعهم لقضاء أوقات الفراغ، بجانب أن أغلب هؤلاء الطلبة وبمرور الأيام سيتفرقون وقد ينشغلون بأمور لا تهم الوطن والهدف السامي الذي من أجله أنشئ نادي طلبة المدارس لتجميع قواهم وفكرهم فيه. عرض عمر لطفي فكرته على رفقاء النضال وأعضاء نادي الطلبة على رأسهم عبد الخالق باشا ثروت الذي تحمس للفكرة، وتثبتت بمحاضر مجلس الإدارة وجمعيات النادي العمومية
أن عمر لطفي هو صاحب الفكرة. تقابل الأخير يوم 8 من إبريل عام 1907 مع أصدقائه من الوطنيين المصريين عبد الخالق ثروت باشا، حسين رشدي باشا، محمد محمود باشا، إسماعيل سري باشا، أمين سامي بك، إدريس راغب بك، عزيز عزت بك، عمر سلطان بك، الذين وافقوه على الفكرة وتحمسوا لها. وضموا إليهم الإنجليزي مستر ميتشل أنس وكيل وزارة المالية ليسهل لهم استخراج أوراق تأسيس النادي والحصول على أرضه. تحدد الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة العليا في 24 من إبريل عام 1907. في هذا الاجتماع تشكلت لجنة النادي الأهلي للألعاب الرياضية برئاسة مستر ميتشل أنس وبعضوية إدريس راغب بك وإسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد أفندي شريف سكرتيرا لها. بدأ العمل وقررت اللجنة في 26 من مايو من عام 1907 تأسيس شركة مساهمة برأس مال يبلغ 5000 جنيه لتأسيس النادي. في 19 من يونيو 1907 تسلم المؤسسون أرض النادي من مصلحة أملاك الدولة، كانت مساحتها 4 أفدنة و8 قراريط و17 سهم. حصل عليها المؤسسون بإيجار رمزي قدره قرش ساغ واحد سنوياً ولمدة 10 سنوات. كانت هذه الأرض هي اللبنة الأولى التي رسمت عليها خريطة النادي الأهلي وبدأ العمل في بناء النادي. ولأن النادي تأسس لجمع خريجي طلبة المدارس العليا، تقرر في 18 من يوليو 1907 أن يكون وزير المعارف رئيسا للجمعية العمومية للنادي. في 13 من ديسمبر 1907 تقرر أن يكون اسم النادي النادي الأهلي للرياضة البدنية. وفي يناير 1909 تقرر بدء قبول الأعضاء. لم تتوقف الحكاية عند التأسيس، لكنها استمرت قرابة 111 سنة من التفوق والتطور والعمل الوطني. واصل أبناء الأهلي كتابة التاريخ. اليوم وراء الآخر حقبة تليها قرن، حتى وصل النادي العظيم إلى أعلى منصات التتويج. حصل على لقب نادي القرن الإفريقي، وتسلم الجائزة المايسترو الراحل صالح سليم بصحبة الرئيس الحالي والأسطورة محمود الخطيب. كان ولا يزال الأهلي هو رائد الرياضة في مصر والنادي الوطني، هو صاحب القيم والمبادئ، كان دوما داعما لبلده في كل شيء. التاريخ خير شاهد. تفوق الأهلي حتى بات نادي القرن، ثم الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية في العالم وقت قيادة الكابتن حسن حمدي للنادي 2013. لم يكن تفوق الأهلي في كرة القدم فقط، لكنه امتد للألعاب الجماعية والفردية، حيث فرض سطوته محلياً وقارياً، حتى وصل للحصول على كل بطولات القارة السمراء في العام الجاري، يد وطائرة، وقبلهم العام الماضي السلة. كان التاريخ الماضي والحاضر شاهدا على عظمة نهد ولد من بطن النضال والرغبة في الحرية من المستعمر المستبد. احتضن رموز العمل الوطني، ظل هكذا، ويشهد عليه برج الجزيرة الشاهق الضارب في أعماق التاريخ. الأهلي فوق جميع أبنائه، وشعاره روح الفانلة الحمراء.
اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم وما زلنا نحتفل بتاريخ طويل من العطاء والانجازات والبطولات والارقام القياسيه، وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تستمر بنفس القدر واكثر ان شاء الله في المستقبل وفي المرحله المقبله. ما زلنا معكم من خلال هذه التغطيه الخاصه 111 سنه اهلي. ضيفنا في هذا الحوار انا بشرف باستضافته للمره الاولى وبلتقي بيه على الهواء مباشره للمره الاولى، هو كاتب صحفي كبير له مشوار طويل جدا امتد على مدار اعوام بل عقود، ارتبط بامرين بعالم الصحافه والكتابه والاهتمام بالاخبار ومنها طبعا كل ما يتعلق باخبار النادي الاهلي وتاريخه ونشاته وانجازاته وبطولاته، وايضا كعضو من كبار اعضاء النادي الاهلي ومن كبار المحبين للنادي الاهلي، وارتبط بهذا النادي وهذا الكيان العريق على مدار عقود. الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر فهمي مدير التحرير التنفيذي لمجله اكتوبر سابقا. استاذ ماهر مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور، سعداء بوجود حضرتك وانا سعيد اني معاك والله. استاذ ماهر، لو بدانا بالحديث عن ما تعرفه وما كنت مهتم كمحب للنادي الاهلي وايضا ككاتب صحفي بالتعرف عليه عن كابتن النادي الاهلي في السباحه. في السباحه ايضا انا اعلم ان حضرتك لك كمان تاريخ رياضي مع النادي الاهلي، يعني من كل الجوانب حضرتك مرتبط بالنادي وبمسيرته وانجازاته. تاريخ النادي، من مواليد النادي الاهلي. من مواليد يعني النادي الاهلي يعني كنت بروح وانا بيبي في العربيه مع امي في النادي من بدايه عمرك من الايام من الاولى من 80 سنه نادي الاهلي. ربنا يديك الصحه. عايز اعرف من حضرتك الاخبار اللي مهتم بيها والقصص اللي لفتت نظرك فيما يتعلق بنشأة النادي الأهلي والأيام الأولى لتأسيس النادي الأهلي. هو النادي الأهلي أساساً نادي اتحاد طلبة المدارس العليا. الاتحاد طلبة المدارس العليا ده كان مقره في شارع قصر النيل. وبعدين الاستعمار الإنجليزي قفل الاتحاد ده لأن هم اشتغلوا في السياسة وعملوا لهم نشاط كان سياسي ضد الاستعمار. فيتحايلوا إزاي عن موقف؟ قالوا نعمل نادي رياضي ومن وراء الرياضه نشتغل سياسه. وفعلا ده اللي حصل، انهم خدوا الارض دي بتاعت النادي الاهلي وعملوا النادي الاهلي. وبقى رسمي 1907 ودخلوا جنب الرياضه في تاريخ طويل للوطنيه والكفاح الوطني. خلاص اصبح قدر النادي الاهلي منذ نشاته انه يبقى مرتبط بالكيان المصري والكيان الوطني بشكل عام. وكانوا بيزرعوا فينا احنا كده بقى. يعني الكباتن بتوعنا كانوا يزرعوا فينا كده انك لازم تبقى كويس عشان تبقى في المنتخب عشان تمثل مصر، تمثيل مصر، يعني كله كلام وطني. يعني ايه ابرز الحاجات اللي حضرتك فاكرها من بدايه ممارستك للرياضه داخل النادي الاهلي؟ القيم والمبادئ اللي اتعلمتها داخل البيت الكبير النادي الاهلي عمرك ما هتنساها. النادي الاهلي انك انت ما تقدرش تقف عن انك تنزل لرغبه النادي نفسه. يعني دي بتظهر في السباحه قوي. يعني مثلا انت انا هكسب بطوله الفراشه ممكن ينزلوني الصدر عشان اجيب نقط وحد تاني ينزل الفراشه يجيب النقط. ف تضحي ببطولتك عشان خاطر تاخد مركز تاني ولا تالت او ارقام بالظبط كده. ان التفكير في الكيان دايما مش الشخص، في النادي الاهلي نفسه. ان النادي الاهلي زي ما احنا بنقول فوق الجميع وفوق الجميع. حضرتك بتشوف ازاي المسيرة المستقرة الناجحة للنادي الاهلي، حجم البطولات اللي بيحققها، وان كل فترة بيحصل نوع من التفكير مرة تانية في انجازات جديدة للنادي، سواء مشروعات رياضية ضخمة استثمارية زي مدينة الاهلي الرياضية او مشروع القرن، في التخطي كل المنافسين على المستوى القاري في عدد البطولات، كل فترة بنلاقي صيحة جديدة لتحقيق انجازات اكبر في النادي الاهلي، بتشوف المسيرة دي ازاي؟ هي مسيره ماشيه بخطى ثابته، يعني ما حصلش فيه لا حتى لما كان بيحصل لا ما كانش تاخد وقت كبير. يعني تيجي مجلس اداره مش قوي شويه ولا حاجه ما تاخدش وقت طويل. وكل مجلس اداره جه اضاف، حتى اللي ما كانش قوي قوي اضاف للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي اجيال بتسلم بعضها. فاحنا وصلنا لغايه القسم المشترك بين هذه الاجيال بين كل مجالس الاداره اللي تولت المهمه في النادي الاهلي، ايه النقط اللي حضرتك شايف انها لازم تبقى مرتبطه بكل من تولى المسؤوليه؟ النادي الاهلي كان مجلس ادارته مجلس وزراء كامل ايام عبود باشا. الحاجه المشتركه بينهم انه كلهم كانوا بيحبوا النادي الاهلي حب مطلق، ما فيش حد بيفكر في نفسه،
ما عشان كده كانوش يطلعوا في الصحافة والإعلام يتكلموا ولا يعملوا بروباجندا لنفسهم. بعد كل اجتماع خلاص اتخذ القرار، كل الناس مأيدة القرار حتى اللي كان ضده. ده ستايل نشر على طول ونامى جدا في وقت الكابتن صالح سليم وحسن حمد. في فترات معينة في بتشوف فترات انها الابرز في تاريخ النادي الاهلي من ناحية البطولات، من ناحية استقرار كيان النادي اداريا، تحقيق ارباح. طبعا الفترة بتاعت حسن حمدي بطولات كتيرة جدا. كان كابتن حسن رئيس النادي وكابتن الخطيب نائب الرئيس. نائب الرئيس اه. الفترة دي كانت فيه بطولات كتيرة جدا. كان معاهم دكتور محمود بجنيد امين الصندوق. طيب عايز اكلم حضرتك شوية عن اهتماماتك الشخصية كسباح رياضي سابق في النادي الاهلي ومحب للنادي الاهلي وعضو منذ المولد زي ما حضرتك قلت. هل اثرت على طبيعة اهتماماتك ككاتب صحفي؟ هل اصبحت اي لا انا بقيت صحفي عشان النادي الاهلي. ازاي؟ لان انا كنت بحب قوي فكري باشا أبازة. فكري باشا أبازة طبعا ده كان رئيس شرف النادي الاهلي. نعم. فهو كان كاتب كبير وصحفي كبير. فكان بيكتب المقالة بتاعته في صالة الفروسية اللي هي دلوقتي الصالة المبنى الاجتماعي. كان زمان صالة الفروسية لأن نادي الفروسية كان واخد جزء من نادي الأهلي وعامل فيه نادي الفروسية. فالنادي الأهلي استرده وكان فيه الصالة بتاعت الاجتماعية الاجتماعية بتاعته فخدها النادي الأهلي. فدي كانت ملتقى مفكرين وصحفيين مصر. يعني كان الظهر دايما تلاقي مصطفى أمين وعلي أمين وجلال الحمامسي وإحسان عبد القدوس وفكري باشا أبازة مجموعة كبار الصحفيين. كان المكان ده بتحب المكان ده، تحب أيوة. تتواجد بالقرب منه أو لو كنت بقعد ورا فكري باشا الصحفية. كان بيكتب مقالته في صالة الفروسية وبعدين يمسك يقراها اللي هو هيقولها في الإذاعة. يمسك يقراها بصوت في صالة الفروسية فأنا أقعد وراه وأنا طفل كده مبسوط قوي من اللي هو بعمله ده. أثر في شخصيتك، دخلك حابب تبقى صحفي جدا وبقيت أخدهم مثل وبقيت عاوز أبقى صحفي وبقيت صحفي بالصدفة. بالصدفة إزاي بالصدفة؟ طالع من سبق فسكرتير السباحة كان اسمه مصطفى عبيد فراح حطتني في تاكسي وأنا بالمايوه واداني النتائج بتاعت البطولة، كنا بطولة الجمهورية وراح زايقني في عربية سنة 58 تاكسي وداله فلوس رايح جاي. نزلت انا ملط كده في شارع نجيب الريحاني دخلت على جريده الجمهوريه طلبت عبده فهمي اللي كان رئيس القسم الرياضي قالوا لي ازاي وانت مين وبتاع، قلت لهم بس كلموه له واحد من النادي الاهلي. طلعت له قال لي ازاي تيجي كده مش عارف ايه، قلت له مصطفى عبيد بعد النتائج اديني شويه ورق عشان اخدمك. قال لك قال لي انت تخدمني، قلت له اه اخدمك. فكتبت له 10 اخبار كده فخده منزلهم المطبعه ومنزلش الشغل مصطفى، قال لي تيجي من بكره لابس هدومك. ونجحت التجربه يعني من اول يوم خلاص حصلت على الوظيفه. عشان كده من الاول انا ابتديت رياضه ومش انا الوحيد اللي ابتديت. طب والكابتن مصطفى عبيد زعل ولا لا منك انك عملت كده في حد لا مكان. ما زعلش انا ما كنتش عارف انه هيعمل كده. طيب هنتكلم شويه هنتابع دلوقتي زميلنا محمد سعيد ومجموعه ايضا من اللقاءات ومتابعه ضمن هذه او في اطار هذه التغطيه الخاصه والاحتفال بعمر النادي الاهلي اللي وصل ل 111 سنه. تحياتي ليك يا زميلي محمد الجندي هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا من امام دولاب البطولات، الدولاب الذي يحتوي على العديد من الكؤوس والبطولات القاريه والمحليه التي نجح الاهلي في تحقيقها عبر سنوات طويله جدا من خلال اجيال كثيره تعاقبت على النادي الاهلي. والان ونحن في هذا الحدث الرياضي الهام 111 سنه بالنسبه للنادي الاهلي يسعدني ان يكون معي العميد علاء صلاح مدير امن مقر النادي الاهلي بالجزيره. سياده العميد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في هذا الحدث المهم جدا اللي تواكبت معاه احداث رياضيه كثيره، تنظيم بطولات افريقيه للكره الطائره وكره اليد وانجازات كثيره تحققت من خلال العاب الصالات خلال الفتره الاخيره و111 سنه دايما انجازات وبطولات. بسم الله الرحمن الرحيم، بالاول بقول للاعضاء وجماهير ومجلس اداره النادي الاهلي كل سنه وانتم طيبين بمرور 111 سنه وان شاء الله كل سنه في تقدم وازدهار. وقبل ما ابدا باي حاجه احب اوجه رساله للكابتن محمود الخطيب واقول له الف سلامه وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه لان هو دوت ايقونه النادي الاهلي ويعني دفع للامام باسمه بس وتاريخه بيخلينا كلنا نشتغل حتى وهو مش موجود، ربنا يرجعونا بالسلامه ان شاء الله.
واما بالنسبه بقى للبطولات والحاجات اللي كانت شغاله يعني مش عايز اقول لك كانت عامله ازاي يعني. الله اكبر الله اكبر يعني ان النادي الاهلي نظم 5 بطولات ورا بعض، كره طايره سيدات افريقيا، كره طايره رجال افريقيا، ماتش السوبر ما بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره، بطولتين افريقيا بتوع اليد واليد الرجال والسيدات. فكل ده كل الاحداث دي متواليه، بس بسم الله ما شاء الله النادي الاهلي كفيل ان هو ينظم اكتر من كده بكتير، وروح الفانيلا الحمراء بتخلي كل الناس تشتغل في بوتقه واحده، والحمد لله من نجاح لنجاح. 111 سنه انجازات وبطولات، اللحظه تحب تقول فيها ايه، خاصه انكم دايما عائله الاهلي داخل النادي سنوات طويله جدا متواجدين داخل النادي الاهلي، والكل داخل النادي بينتمي لهذا المكان وهذا الكيان العريق. انا الحمد لله طبعا يعني بفخر ان انا مدير امن المقر اهلي الجزيره، بس قبل كده كنت لاعب هاندبول في النادي الاهلي، عضو في النادي الاهلي، متربي جوه النادي الاهلي، فده مش حاجه جديده على النادي الاهلي. 111 سنه ان شاء الله نحتفل باكتر من كده، واولادنا واحفادنا يحتفلوا بال200 وال300، لان النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله هيظل عريق طول مدى الحياه. يعني طالما في حياه في الدنيا يبقى النادي الاهلي هو دوت رقم واحد في افريقيا، في الشرق الاوسط، في كل حاجه ان شاء الله. استغل وجودك معايا، الاهلي هو بيحتفل ب111 سنه، مقبل على مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك، وحضرتك كنت حاضر الاجتماع الامني والتنسيق لهذه المباراه، اخر الترتيبات والمباراه خلاص خلال ساعات. والله انا لسه بص احنا عمالين شغالين في الكشوفات، لان احنا طبعا الاجتماع الامني كان يعني اسمر عن كذا توصيه. اولا حضور جماهيري بعدد معين اللي هو 300 من كل فريق النادي الاهلي ونادي الزمالك، 25 من مجلس الاداره والفي اي بي، المركز الاعلامي المفروض ان هو مخصص له 100 شخصيه هيبقى يغطوا النواحي الاعلاميه، بالنسبه للامن في 90 فرد من افراد امن الاهلي، بالاضافه ل 15 علاقات عامه، بالاضافه الى شركه الراعي للنادي الاهلي ليها 100 شخصيه هيروحوا يخدموا الشغل بتاعهم. فكل دوت يعني ترتيبات كلها تم الاتفاق عليها، والحمد لله بيتم تجهيز الكشوفات بالرقم القومي زي ما اتقال في الاجتماع الامني، وكله يعني شغال. مش عايز اقول لحضرتك خليه نحل، عشان ان شاء الله ان يعني نادي الاهلي يظهر كالمعتاد مظهره. مباراه قمه، الدوري منتهي الحمد لله من زمان، فرق النقاط مش هنتكلم عليه طبعا، مش ده مجاله، ولكن النادي الاهلي لازم يظهر رقم واحد في كل حاجه، في تنظيم، في امن، في بطولات، في كل حاجه. نعم، موعد المباراه ومكانها بقى كمان خلال الساعات القادمه. موعد المباراه ان شاء الله زي ما محدد الساعه 8 يوم الخميس 26/4، برضو متفقين ان البوابات هتفتح من الساعه 2 وهتقفل الساعه 7، هنبقى متواجدين عشان نساعد الناس. اظن لما يكون في كشوفات بالاسم ورقم القومي فهيبقى في سهوله ويسر في الدخول. السيد مندوب نادي الزمالك كان اوصى ان هو هيجيب الجماهير بتاعته في حافلات يعني، فان شاء الله الامور تبقى تمشي بسيطه وتمشي سهله، والماتش والمباراه تعدي بخير يعني. كل سنه وحضرتك طيب وعائله الاهلي بخير، و111 سنه انجازات وبطولات دايما. كل سنه وانتم جميعا طيبين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زميلي محمد الجندي انا بشكرك، وبشكر طبعا سياده العميد علاء صلاح هنا من امام قلعه البطولات والانجازات والتاريخ الذي يحتفي به كل اهلاوي عبر 111 سنه. اليك الكلمه زميلي محمد الجندي.
بشكر زميلنا محمد سعيد على اللقاء اللي أجراه داخل النادي الأهلي في الجزيرة، وأعود إلى ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر فهمي. أهلا بحضرتك مرة ثانية. مين أقرب أصدقاء حضرتك من الوسط الصحفي اللي جمعكوا حب النادي الأهلي وتواجدكم في النادي، وكان دايما حواراتكم مرتبطة بقضايا النادي الأهلي ومشكلاته وتحدياته ونجاحاته؟ حسن عثمان. الأستاذ حسن عثمان ناقد رياضي الكبير. هو كمان من بس من أنا عاوز أفتح شوية بقى في الكلام يعني. تفضل. يعني احنا قلنا الفترة الأولانية فترة عبود باشا بقى. عبود باشا ده عمل للنادي الأهلي شغل ما عملوش حد، هو اللي عمل حمام السباحة. لما قامت الثورة كانوا أعضاء الثورة بمجلس قيادة الثورة في جنينة الحرية اللي هي جنب نادي القاهرة، فكانوا يجوا الساعة 6 الصبح، كان تمريننا بتاع السباحة 6 الصبح، يجوا يعوم. فكان منهم بقى خالد محي الدين وأنور السادات وما عدا جمال عبد الناصر وجمال سالم. بعد كده بقى كان أنور السادات دائم الحضور للنادي الأهلي، ده أهلاوي صرف، أهلاوي صرف. وبعدين سنة 57 كنا عاوزين نجيبه رئيس النادي الأهلي. شوف بقى الأصول الأهلاوية اللي عملها. فوجئ بأن احنا بنقول له احنا جبنا 700 امضى من الأعضاء نرشحك رئيس النادي الأهلي. فقال ايه؟ قال عبود باشا عمل للنادي الأهلي، راجل الثورة، عبود باشا عمل للنادي الأهلي اللي محدش عمله، وعبود باشا يستمر رئيس النادي الأهلي، وانا ما اقدرش اجي رئيس النادي الاهلي. يعني قال كده الرئيس اللي راح وانا ما اقدرش اجي رئيس النادي الاهلي لان لازم اولا استاذن انور السادات وهو مش هيوافق، نمره 2 ان انا ما اقدرش ادخل في مساومات الكوره لان المشير عبد الحكيم عامر ممكن يبقى رئيس اتحاد الكوره. لا عفوا، حضرتك بتقول انا لازم استاذن انور السادات ومش هيوافق، مين الشخصيه؟ مش لازم استاذن جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. حضرتك بتقول لازم يستاذن الرئيس جمال عبد الناصر عشان يتولى رئاسه النادي الاهلي، وقال ان الرئيس عبد الناصر لن يوافق على توليه مهمه. وبعدين انور السادات كان الساعه 3 الظهر تظبط الساعه دي تلاقي داخل النادي الاهلي بيلعب تنس مع مين بقى؟ مع نور الدين طراف وامين شعير وفؤاد بيه صادق جوز الاميره فايقه اخت الملك. يعني الراجل الثوره بيلعب ومصادق اخت الملك في ايام الثوره، وقال لابد ان يستمر عبود باشا رئيسا للنادي لانه هو رمز النادي، رمز النادي الاهلي، ولانه اعطى للنادي الاهلي عشان تعرف قد ايه الاهلاويه اللي جواه. يعني ما خافش من زمايله واعضاء الثوره يقولوا له ايه الكلام اللي بتقوله ده. بصرف النظر عن التوجهات السياسيه انه بالزبط. أعطى الحق لأصحابه، من أعطى للنادي الأهلي يظل صاحب فضل ويظل له كل التقدير. كنت بقعد جنبه أنا بقى، وبعدين قالوا له ده ماهر فهمي بيقلدك، كان سن 14 سنة، كنت بنزل أعوم معاه، فقال لي قلدني يا واد، فأنا اتخذت، قال لي قلدني يا واد، فقلت له ما أقدرش، قال لي قلدني ما تتكسفش، قلت له اديني أمان، قال لي أمان إيه يا واد هيحصل لك إيه؟ لما قلته ها 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 ضحك. وبعدين هو كان والدي كان مدير مكتبه في المؤتمر الاسلامي، كان مدير عام تعليم البنات، ولما قامت الثوره خده معاه، وكان عامل فريق الشمس، فكان هو رئيسه في المؤتمر الاسلامي وابويا رئيسه في النادي الاهلي، كان رئيس فريق الشمس. فكانت في روح جميله جدا في النادي الاهلي، يعني روح جميله جدا، الناس كلها مرتبطه ببعضها، الكيان كله. وفريق الشمس ده عمله ابويا فكري باشا، راح عامل له فريق الظل عشان يعملوا منافسه بينهم، لا مناوشات صحفيه مضحكه يعني. ايوه مفهوم. كانت طيب. روح جميله جدا. والفتره اللي بعد دي اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي بعد عبود باشا، حضرتك فاكر ازاي التسلسل كمان اللي حصل في الكيان الاداري لنادي الاهلي بعد الفتره دي؟ كان في الدكتور الوكيل، وبعدين في مرتجي، والفريق مرتجي جه في ظروف سيئه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان هينزل درجه ثانيه، كان ترتيبه العاشر في الدوري. فالمشير عامر جابه وحطه على باب النادي الاهلي، وعضو في النادي الاهلي قديم، وقال له ادخل صلح لي الموضوع ده. فجاء بعد زيور
وابتدى يلم الفرقة وتعدلت الفرقة ورجع النادي الأهلي المستوى لمكانه الطبيعي. لمكانه الطبيعي. طيب أستاذ ماهر، إيه الحاجات اللي دايما حضرتك بتتمناها؟ يعني لو النادي الأهلي أنجز وحقق الكثير خلال 111 سنة، لكن لسه في حلم يراودك كواحد من كبار أعضاء النادي مرتبط بيه على مدار 80 سنة زي ما حضرتك قلت لي، إيه الحلم اللي بتتمنى تشوفه في يوم من الأيام اللي لسه متحققش في النادي الأهلي؟ أشوف المشروع بتاع الخطيب، مشروع القرن، بتاع مشروع القرن اللي هو بتاع المدينة الرياضية، مدينة الأهلي الرياضية والاستاد العالمي ده، بقى أرجو من الله إنه يديني عمر أشوف حتى بدايته. تتمنى خطوه زي دي تاني؟ طبعا طبعا، ومين ما يتمناش. قصدي حضرتك شايف انها تضيف الكثير للنادي الاهلي ان يبقى فيه استاد بمواصفات دلوقتي عالميه. دلوقتي النادي الاهلي ليه فرعين والنادي، ويبقى فيه مدينه رياضيه. ده نتمنى حاجه اطول كمان، ان يبقى فيه مقر للنادي الاهلي في كل محافظه، في كل محافظه. يبقى عايز النادي الاهلي ده معمم في كل محافظات مصر، يعني تعميم التجربه وجود مقر للنادي في كل يعني ما دام ما عندناش احزاب قويه يبقى فيه النادي الاهلي. شايفه اقوى حزب عندنا، اقوى حزب عندنا. وهو طيب. وهو ايام عبد الناصر عملوها اهلي وزمالك عشان لغوا الاحزاب، فهي دي الحاجه اللي عملت لنا التعصب. متفق مع الاصوات اللي دايما بتشوفها اكبر واكثر مؤسسه يعني استقرارا في مصر بخلاف مؤسسات الدوله الرسميه، يعني دايما بنتكلم عن مؤسسات زي القوات المسلحه عندها مواصفاتها وعندها طبعا قوات المسلحه استثني وهيكلها الاداري، استثني القوات المسلحه والشرطه خارج الحسابات دايما، لان هذه المؤسسه الاقوى على الاطلاق في مصر. القوات المسلحه والشرطه يا ريت بقيت مؤسسات بعد مصر. مؤسسات يا ريت مؤسسات مصر تبقى زي مؤسسه النادي الاهلي، ده يحصل فيه فرق كبير، لان النادي الاهلي انضباط وسلوك وتقاليد وعادات ما بيخرجش منها، وفي انضباط كامل. يعني ما فيش حد يقدر يخرج عن السلوك، في فترات كده في ناس خرجت عن السلوك، بس لما تخرج عن السلوك ما بتلاقيش نفسها. شايفه هو النموذج لأي كيان إداري في مصر ممكن يمشي عليه؟ بالظبط، هو سر نجاحه إنه كيان إداري ناجح، كل حد عارف وظيفته، كل حد عارف شغلته. هرجع للكلام اللي حضرتك قلته، إني أتمنى أشوف حلم مدينة الأهلي الرياضية ومشروع القرن والاستاد بمواصفاته الدولية كما أعلن عنه منذ البداية. هل متفائل بالخطوات اللي أعلنها مجلس الإدارة الحالي بتهدي كابتن محمود الخطيب وقال إن دي خطة عمل الفترة المقبلة في مقدمتها استاد الأهلي؟ هل متفائل بسياسات عمل المجلس الحالي وقراراته؟ أنا متفائل بالخطيب نفسه. ليه؟ لأنه الخطيب امتداد للشخصيات الجميلة اللي رئاسة النادي الأهلي. يعني صالح حسن حمدي الخطيب ده الاستمرار الطبيعي. اللي حصل في النص ده مش طبيعي، لكن هو الاستمرار الطبيعي اللي كان تتدرج كده. تتمنى دايما رئيس النادي الاهلي ياتي كنجم كبير من نجوم الرياضه او كره القدم لانه كان طول عمره رئيس النادي الاهلي، رئيس وزراء، يا عبود باشا، يا حاجات كده، فلازم يبقى اسم لامع برضه. تتمنى يبقى حد عنده كاريزما كبيره، يبقى نجم كبيرة. له جماهيريته. ما ينفعش في النادي الاهلي غير كاريزما كبيره، وما ينفعش اي واحد من النادي الاهلي. لازم اللي في النادي الاهلي يبقى مش كاريزما بس، ويبقى قادر على انه يحافظ على النادي الاهلي. بتشوف حضرتك انه لما بيبقى في مواصفات فيها قدر كبير من النجوميه لمن يتولى منصب رئيس النادي ده بيضيف للمكان، بيضيف لكل الالعاب، بيضيف لكل الالعاب. يعني بيبقى الكابتن الكبير ده مثل وقدوه. يعني انا كنت واخد القدوه بتاعتي محمود مختار تيتش، فلما بقيت سكرتير السباحه بقيت اقلده في كل تصرفاته. تأثرت بالشخصية مش أنا وحدي، بقى بقية الإداريين في النادي كانوا بنفس الشيء. سكرتير السباحة دي زي مدير اللعبة دلوقتي، بس احنا كنا متطوعين وما نقدرش ناخد مليم زيادة، لأن كان القانون بتاع الرياضة الهواية المطلق حتى في الإداريين يمنع تقاضي أجر، ولذلك حصلت أزمة مرة في النادي الأهلي، لأن كان مكتوب في الميزانية 12,000 جنيه مصاريف سرية. ففي الجمعية العمومية الأعضاء هاصت، ولازم تعرف يعني إيه مصاريف سرية، ما فيش حاجة اسمها مصاريف سرية. وحصلت أزمة كبيرة وسحب الثقة من مجلس إدارة وقطع النور وحكايات. المصاريف السرية دي كانت لكرة قدم، ما يقدروش يكتبوا إن دي فلوس لكرة القدم، وإلا النادي الأهلي، لأن كان القانون ساعتها الهواية المطلقة، ما كانش فيه ولا لعيب من النادي الأهلي يقدر يروح يمثل الأولمبياد، لأن ده قانون أولمبي، كان قانون هواية في الوقت، قانون هواية. ولذلك رضخت مجلس إدارة وكتبت مصاريف كرة مش مصاريف سرية. هنشوف تقرير في تفاصيل أكتر عن الحلم اللي حضرتك قلت أنا بتمنى أشوف هذا الحلم بيتحقق،
مشروع القرن أو مدينة الأهلي الرياضية، هنشوف تفاصيل أكثر من خلال التقرير التالي. يدخل النادي الأهلي تاريخا جديدا في مسيرة ممتدة وحافلة من التاريخ الكبير بعد الإعلان التاريخي للكابتن محمود الخطيب عن مشروع القرن بإنشاء مدينة رياضية متكاملة التي ستكون باسم النادي الأهلي. أن يكون هناك مدينة باسم النادي الأهلي كان حلما بات واقعا حقيقيا، حيث أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل المدينة الرياضية التي ستحمل اسم النادي، سيكون بها ملعب النادي الجديد بالإضافة إلى بعض المنشآت الأخرى ملك للنادي الأهلي. المدينة الرياضية ستكون أكبر الأهداف في برنامج عائلة الأهلي الذي يهدف إلى لم شمل كل أعضاء الأهلي في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر في مكان واحد. يهدف مشروع مدينة الأهلي الرياضية إلى وجود الكيان الأهلاوي الأحمر في مكان واحد وتحت سقف ورعاية واحدة، وذلك من أجل دمج كل أعضاء الفروع والمقرات الثلاثة في مدينة كبيرة. حلم استاد الأهلي الخاص سيكون حقيقة، وسيتم الكشف عنه قريبا ليكون أحد مفاجآت العهد الجديد للأهلي بعد 111 سنة رسم فيها البسمة على شفاه الملايين من محبي النادي الأهلي. أستاذ ماهر فهمي، توقعاتك إيه مباراة الأهلي والزمالك؟ الأهلي حسم بطولة الدوري وحقق نجاح الموسم ده بشكل طبعاً بفارق كبير جداً عن أقرب منافس، ولكن تظل هذه المباراة دايماً لها قيمة ولها حساباتها الخاصة واهتمام الجماهير والإعلام بها. توقع إيه؟ هي كانت مباراة قمة، ما بقتش قمة. ليه؟ لأن بتاع القمة الثاني بقى الرابع ولا الثالث. شايف إن ده أثر على شكل المباراة؟ طبعاً. ابتعاد الزمالك عن وبعدين بقت مباراة تحصيل حاصل. يعني ما مش يعني لما بيبقى الفريق كبير كده ما تقعدش تتابع مباراه الاهلي هيكسبها كويس. ليه؟ لانه نازل مرتاح، مش مشدود عصبيا، واخد الدوري خلاص، مشوار الدوري انتهى، ف يؤديها اداء جيد جدا وتركيز جدا عشان هدوء الاعصاب، فهيكسب 3. الاهلي هيكسب 3، توقع الفوز 3-0 ان شاء الله. طيب هنتكلم كمان عن توقعاتك للعودة لتحقيق حلم البطولة الأفريقية مرة تانية والعودة للمشاركة على المستوى العالمي من خلال كأس العالم للأندية. هل شايف أن فريق الكرة مؤهل حاليا، استعاد كامل قوته وقوامه اللي ممكن يشارك بيه بقوة يحصل على اللقب الأفريقي؟ الجيل ده من فريق الكرة من أحسن الأجيال، وأنا بتوقع أن هو المرة دي هيلعب في بطولة العالم للأندية تاني.
احنا عايزين المره دي المركز الاول في بطوله العالم مش الثالث. شايف الفريق وجهازه الفني عنده كل العناصر والمقومات. جيل ممتاز جيل ممتاز. مبسوط بشغل الكابتن حسام البدر؟ جدا جدا، رغم اعتزال حسام غالي، لكن غالي طول عمره غالي طبعا، ونتمنى له انه يعني التوفيق بقى في خطواته الجايه. لكن النادي الفرقه مش هتتاثر في بطوله افريقيا باعتزال حسام غالي. شايف ان الفريق متكامل دلوقتي جدا. منتخب مصر في كاس العالم متوقع ايه، وشايف فرص المنتخب في كاس العالم ازاي؟ برضو منتخب مصر من الجيل بتاع المحترفين، كم المحترفين ده مديله طعم مديله شكل، فانا متوقع ان احنا نوصل للدور الثاني ان شاء الله ونعبر يعني نتخطى الدور الاول ان شاء الله. سعيد بمحمد صلاح والنجاح اللي بيحققه. محمد صلاح وعنده مباراه بتبدا بعد دقائق يعني، عاوز عاوز الحقها يعني. اه طبعا سعيد جدا محمد صلاح. محمد صلاح قدوه لكل شباب مصر، لكل شباب مصر. شاب من قرية بسيطة في الغربية، بكون نفسه بنفسه، حاول يلعب في النوادي الكبيرة، راح الزمالك ما تقبلش، راح لعب في المقاولين، وبعدين راح نادي بازل في سويسرا، وبعدين راح نادي انتقل بعدها لتشيلسي وبعد لفيورنتينا وبعد روما. تشيلسي ما الراجل قعده وركنه على الجنب، فراح روما بدع في روما، راح ليفربول بدع فوق الابداع ابداع، وربنا ان شاء الله يكمل السكه ويبقى احسن لاعب في العالم. متوقع انه ممكن ينافس على اللقب احسن لاعب في العالم، ممكن ياخد اللقب. طبعا طيب هنشوف مجموعه من اللقاءات ايضا مره ثانيه الى النادي الاهلي في الجزيره، وتغطيه ومتابعه من زميلنا محمد سعيد، ولقاءات يجريها على هامش الاحتفال بالعام 111 من تاريخ النادي الاهلي. عودة ليك من جديد زميلي محمد الجندي هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة واحتفالية الأهلي 111 سنة على مدار هذا الأسبوع، لكن اليوم 24 إبريل 1907 أنشأ النادي الأهلي، واليوم في 2018 مر 111 سنة على تاريخ النادي الأهلي. دايما بنختلف في تقاريرنا عن الأعضاء أو الموضوعات اللي بنتناولها داخل مقر الجزيرة، لكن في هذه اللحظات أنا معايا مجموعة من أعضاء النادي الأهلي، لكن دايما حريصين على التواجد في كل الأحداث الرياضية. أولا برحب بيكم داخل النادي الأهلي في احتفالية 111 سنة، لكن كل واحدة فيكم مختلفة شوية في التواجد داخل النادي الأهلي. اللي تواجد في الأهلي من أول ما اتولد، اللي تواجد وهو داخل يلعب رياضة، لكن عايز أعرف 111 سنة في النادي الأهلي بتمثل لكم إيه؟ أبدأ بيكي كرسون طيبين، كل عائلة الأهلي بخير. طيب النادي الأهلي 111 سنة بيمثل لي إن أنا حياتي كلها في النادي الأهلي، قاعدة طول اليوم في النادي الأهلي. بصحى باجي أقعد في النادي الأهلي لحد آخر اليوم، قاعدين طول اليوم في النادي الأهلي، وشايفين الأهلي مش إنجازات، مش نادي اجتماعي أكتر منه رياضي. إحنا ما فيش ماتش ما بنروحوش، ما فيش لعبة ما بنشجعهاش، ما فيش بطولة ما بنشوفهاش. الأهلي بالنسبة لنا 111 سنة حياة، مش مجرد نادي بنقعد فيه أو نادي بنشجعه، ده حياة. شفتي أحداث كتيرة داخل الأهلي، في مش هقول لك في 111 سنة أكيد، بس يعني إيه اللي شفتيه في النادي الأهلي دايما مختلف، والنهاردة النادي بيحتفل ب 111 سنة، ودايما حتى المجلس بيسمي المكان كله كعائلة الأهلي. طبعا عيلة الأهلي كل سنة والنادي الأهلي طيب. طبعا احنا متربيين في النادي، ولاد النادي بنشايف كل البطولات، بنحضر كل الماتشات، مجلس بيجي مجلس بيروح. النادي الأهلي هو النادي الأهلي رقم واحد طبعا في أفريقيا وفي كل حاجة، بطولات وإنجازات وإنشاءات ونادي اجتماعي ونادي رياضي وترفيه وفي كل الوسائل. كل سنة طيب ودايما من نجاح نجاح وسلامتك يا بيبو. برضو ايه اللي شفتيه في الأهلي مختلف، ودايما بتيجي النادي على طول ولا في فترة بقى الأجازات أو كده؟ لا باجي النادي على طول من وانا صغيره طبعا، متربيه في النادي، ويعني كلنا اتربينا في النادي واخلاقنا وكل حاجه مبادئ النادي الاهلي، فكل سنه والاهلي طيب وعقبال بطولات وانجازات كتير. طيب بطولات وانجازات عشتيها كتير داخل النادي الاهلي، والاهلي احتفل بالمئويه عام 2007، وكل سنه دايما بنشوف في النادي الاهلي حاجه مختلفه. ايوه عشنا كل البطولات في النادي، ودايما الاهلي رافع راسنا ومفرحنا كلنا، دايما مفرح مصر كلها. الاهلي دوله. بتقولي ايه؟ لا الاهلي عمره ما بيزعلنا، دايما الفرحه ودايما كل حاجه بنلاقيها في النادي الاهلي، ده بيتنا بيتنا، عيله الاهلي مصدر سعاده المصريين، هو اللي بيفرح الشعب المصري كله. طيب سؤال اخير، يعني 111 سنه بالنسبه للنادي الاهلي بتمثل كتير، لكن كاحدى العضوات في النادي الاهلي شايفه التاريخ الكبير ده كله، ايه اللي ممكن تلخصيه في كلمتين او تقوليه في جمله بسيطه؟ الخص تاريخ النادي الاهلي في كلمتين ولا جمله بسيطه؟ يعني الاهلي فوق الجميع، يعني هو يعني ده اللي انا اقدر اقوله، يعني الاهلي فوق الجميع. عشت مواقف كتير وبطولات كتير،
ايه اللي شفتيه في النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت كلها او الفترات الاخيره؟ شفنا حاجات كتيره، لا يعني الاهلي فرحنا كتير وشفنا نجاح كتير وشفنا يعني شفنا حاجات كتيره جدا. الاهلي يعني فرحنا كتير ودايما معاه ودايما جنبه، ووقت ما بيحتاجنا بنكون موجودين. احنا اولاد النادي فعلا، احنا متربيين في النادي الاهلي. دايما موجودين في النادي على طول، دايما دايما، وبنكون موجودين وقت ما بيحتاجنا النادي كمان. انا بشكركم، ودايما عائله الاهلي متواجده بخير. لكن انا مستمر معاك زميلي محمد الجندي، لان هناك ايضا عدد من اعضاء النادي الاهلي، هستطلع ارائهم. في البدايه يعني 111 سنه انجازات وبطولات، شايفين النادي الاهلي ازاي؟ ده نادي مبادئ وعلمنا حاجات كتير جدا، علمنا ان احنا نحب بعض، ان احنا نتعاون. نادي الاهلي عودنا على البطولات دايما، ما علمناش اي حاجه اسمها خساره، بس لما بيخسر بيرجع اقوى من الاول، وعلمنا ان احنا نكون ايد واحده. وطبعا احنا كلنا بنحب بعض جدا وفرحانين ان احنا اتكرمنا النهارده، ودي حاجه عظيمه جدا وبنفتخر بيها ان النادي ما بينساش ولاده ابدا. 111 سنه تاريخ وانجازات وبطولات ومواقف كثيره، ايه اللي شفتيه في النادي الاهلي مختلف على الانديه الثانيه؟ النادي الاهلي بيحتفظ باسراره جدا، ما بيحبش يطلع للميديا كتير. دايما لما بيكون في حاجه غلط بيعالجها جوه، ما بيعالجهاش بره. دايما مفيش، مع عمرنا ما شفنا لعيبه في الاهلي بتتخانق مع بعض، بتشتم بعض. دايما روحهم حلوه، بيحبوا بعض جدا، وكلنا ايد واحده دايما. ده اللي النادي معودنا عليه. 111 سنه بطولات وانجازات، ايه البطولات الرياضيه اللي انت شايفاها في الاهلي مختلفه تماما وبتخليكي بتحسي ان النادي ده مختلف، دايما بيكسب البطوله بصعوبه، يعني دايما بيكسب البطوله ومحقق انجاز الناس بتقعد تتكلم عنه لمده 30 40 سنه وممكن 100 سنه؟ هو مفيش بطولات محدده، لان دايما الاهلي بيبقى ليه منافسين كتير جدا، بس الاهلي دايما قد اي بطوله. احنا اخر 3 بطولات خدناهم، وطبعا حاسس حلو جدا، وخدنا الدوري رقم 40، دي حاجه نفتخر بيها جدا، والنجمه الرابعه. فمع الاهلي مفيش اي حاجه مستحيله جدا في البطولات. اشكرك شكرا جزيلا. لكن زميلي محمد الجندي، زي ما انت شفت يعني انطباعات واراء الاعضاء كلها مختلفه، ودايما كل حاجه داخل النادي الاهلي ملموسه بالنسبه لكل الاعضاء، سواء الرجال السيدات الشباب البنات الرجال، الكل دايما بيحتفل بالاهلي، وكل سنه دايما في انتصارات عديده. اليك الكلمه زميلي محمد الجندي. كابتن مختار التتش والكابتن الخطيب، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، وكل النجوم، كل الأسماء اللي بنت على كل اسم بنى على ما قدمه الآخرون السابقون عليه أو من زاملوه في نفس المرحلة. الكل اشتغل بروح الفريق، بروح الأسرة الواحدة، من أجل الاستمرار في تحقيق هذه النجاحات واستمرارها على مدار 111 سنة، وإن شاء الله متوقع أن تستمر بنفس القدر وأكثر بإذن الله. في ختام هذا الحوار بنستمع إلى كلمة أخيرة من ضيفنا الكاتب الصحفي ومن كبار أعضاء النادي الأهلي الأستاذ ماهر فهمي. حضرتك حابب توجه رسالة لمين؟ تقول له إيه النهاردة وإحنا بنحتفل بمرور 111 سنة على تأسيس؟ أنت حلمت وهتنفذ، وإن شاء الله المدينة الرياضية هتكمل وهتطلع للوجود، ودي هتساعدنا جدا في إحنا نطلب كأس عالم أو نطلب دورة أولمبية. إن شاء الله يكون النادي الأهلي هو السبب إنه عمل مدينة رياضية بإذن الله. متفائل أن ده هيخدم الرياضة في مصر بشكل عام، جداً مش بس على مستوى جداً النادي الأهلي. جداً أسعدتنا جداً بوجودك معانا، بنشكر حضرتك. أنا اللي سعيد جداً، لأن أقول لك أنت عزيز عليا. ربنا يخليك يا أستاذ، أنت ابن صحفي عظيم عزيز عليا برضه. أشكرك جداً، بشكرك
بشكر حضرتك على الكلام الجميل ده ونسعد بوجودك معانا دائما ابدا على شاشه قناه الاهلي. بشكر حضرتك على وجودك معانا في هذا اللقاء الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر فهمي مدير التحرير التنفيذي لمجله اكتوبر سابقا ومن كبار المحبين ومن كبار اعضاء النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك استاذ ماهر. شكرا وانا بشكرك جدا. كل النجوم اللي اتكلمنا عنهم النهارده طبعا المجال لن يتسع لذكر كل الاسماء، الكابتن صالح سليم، الكابتن مختار التتش، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، نجوم كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وسلسله لا تنتهي من الاسماء حققوا القاب وانجازات وبطولات وصنعوا بطولات للنادي الأهلي واستفادوا أيضا وصنعوا مع النادي الأهلي أسماءهم وشهرتهم ونجاحاتهم. يستمر العطاء وتستمر هذه الروح دائما أبدا، روح الفانيلا الحمراء وروح الأسرة الواحدة البيت الكبير النادي الأهلي. بنشكر حضراتكم على هذه المتابعة وبنتمنى طبعا سرعة الشفاء والعودة بسلامة الله إن شاء الله إلى الوطن ولممارسة مهام العمل كاملة مع الكوادر الكثيرة والخبرات الموجودة في مجلس الإدارة الحالي، الكابتن عمري فاروق وايضا الاستاذ خالد الدرندلي والمهندس خالد مرتجي وكل اعضاء المجلس الفريق الحالي اللي كان ضمن قائمه الكابتن الخطيب في الانتخابات السابقه. بنتمنى من الله ان ينعم على الكابتن محمود الخطيب بسرعه الشفاء وبالشفاء التام والعاجل ان شاء الله. حضرتك حابب تقول حاجه قبل ما نختم؟ بقول له انا متضامن معاك، انا عندي انزلاق غضروفي فالحمد لله انت عملت العمليه ونجحت وعبالي بقى. ألف سلامة على حضرتك. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية الخاصة 111 سنة أهلي. نشكر حضراتكم على المتابعة ونترك حضراتكم مرة أخرى مع كلمة الكابتن محمود الخطيب والرسالة اللي بيوجهها لتهنئة الجميع، مجلس الإدارة والأعضاء والجماهير ومشاهدي القناة وكل محبي النادي الأهلي داخل وخارج مصر. تهنئة الكابتن محمود الخطيب لهم جميعا وأمنياته بأنه لو كان سليم معافى كان هيكون حريص جدا على التواجد معهم في مصر وفي النادي الأهلي لاحتفال بمرور 111 سنة على تأسيس النادي. نشوف مع حضراتكم ونختتم هذه التغطية مرة أخرى بمتابعة كلمة الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور مصر العظيم وجمهور الأهلي الوفي، زي النهاردة من 111 سنة اتأسس النادي الأهلي العظيم، زي النهاردة بنينا على أرض مصر هرم رابع وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة، زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه، زي النهاردة ابتدينا حلم بقى في كل بيت والأهم إنه موجود في صدر وفي صدور أولاده ومحبيه المخلصين. 24 إبريل مش يوم عادي في تاريخ الأهلي، لأن كمان اللي اجتمعوا في اليوم ده مش ناس عاديين، في اليوم ده وضع عظماء الأهلي، مثلا الزعيم مصطفى كامل، الزعيم طلعت حرب، وأمين باشا سامي، وعمر بلطفي، وقبلهم كمان الزعيم الوطني الكبير سعد الزغلول، وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده مكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية وكل يوم جيل بيسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم بمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن
ان جمهوره واعضائه ومحبيه ولاعيبته هم البطوله الاهم، لانه مؤمن دايما ان البطولات من صنع ابناء الاهلي رجال وسيدات. كنت اتمنى ان اكون بينكم النهارده عشان نحتفل مع بعض بالمناسبه دي، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحقيقه عايز اطمنكم ان بفضل الله بخير الحمد لله رب العالمين، وانا سعيد جدا لمشاعركم اللي انا شفتها واللي حسيت بيها طول الفتره اللي فاتت، واللي يعني خلتني الحقيقه احس ان الامل يعني اقوى من الالم، وان شاء الله قريب جدا هنكون مع بعض نحتفل بالاهلي ونحتفل بعيد الاهلي وببطوله الدوري الاربعين وببطولات كتير حققها ابطال الاهلي في كل اللعبات برضو رجال وسيدات. ان شاء الله قريب هنكون مع بعض واحنا بنحتفل سوا. لازم كمان نفكر في بكره، لان شعارنا دايما هو تاريخ مبادئ تطوير. كلنا مع بعض هنبني الاهلي، هنبني الاهلي سوا، وهننفذ برنامج عائله الاهلي ان شاء الله سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مطلوب دايما ان احنا كلنا او مطلوب دايما منه ان يكون في المقدمه، لان ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها ابدا، طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحقيقه طول الفتره اللي فاتت الاهلي ما غابش عني لحظه واحده. مش بتكلم بس عن الامور الاداريه والمجلس الاداره اللي بتحصل كل يوم، لكن كمان بتكلم وكمان المفروض ان انا اتابعها كل شويه يعني، ولكن بتكلم عن الاهلي البيت العيله والاسره والحاله اللي يعني بتعيشها كلنا يعني عايشها في كل ظروفنا، وبفضل الله وبيها بنقوي على كل ظروف. الحقيقه من بعيد وانا بالذات في الاختبارات الكبيره الواحد بيحس قد ايه ان فضل ربنا عليه كبير جدا. الحمد لله رب العالمين انك بتنتمي لكيان يعني قادر الحقيقه انه يعيش جواك بالشكل ده ويديك طاقه فوق الوصف. الطاقه دي هي سر الاهلي، هي سر المحبه الكبيره اللي صنعها في 111 سنه، وكمان اللي جعلت منه اكبر من انه مجرد نادي بنحبه كلنا او بنشجعه، جعلت يعني خلت منه الحقيقه او عشنا عايش معانا في حياتنا وفي عمرنا كله. النهارده نقدر نقول لجمهور مصر العظيم وجمهور الاهلي الوفي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم حراسه وصوته وفرحته. وبنقول لكل رموز الاهلي وادارته على مر السنين شكرا ليكم كلكم على كل اللي قدمتموه لبيتكم. التاريخ مش ممكن ينسى اللي قدمتموه او اللي قدمتموه للنادي على مدار السنين طويله مرت فيها على الاهلي. يعني الحقيقه السنين الطويله دي مر فيها على النادي الاهلي اسماء كتير جدا، كل واحد ساهم لو بجزء بسيط قوي في بناء كيان كبير، كيان بيجمعنا كلنا. وبنقول لنجومه في كل الالعاب رجال وسيدات كل سنه وانتم على منصات التتويج ترفعوا اسم الاهلي وتكتبوا التاريخ للاهلي وليكم. الاهلي اللي يستاهل كل نقطه عرق مننا، وكمان بنقول لاعضاء النادي الاهلي كل يوم وانتم متجمعين على حب الاهلي اللي بيفخر بيكم الحقيقه انتم بتكتبوا وبتساهموا في هذا التاريخ. الاهلي بيفخر بيكم وزي ما كمان انتم بتفخروا بيه. كل سنه ومصر بخير، ويا رب كل ايامنا اللي جايه تكون اعياد ان شاء الله. كل سنه والاهلي بخير، كل سنه واحنا مع بعض متجمعين في حب مصر، يعني بيتنا الكبير وحب النادي الاهلي اللي هيفضل بالجميع فوق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، وبشكركم جدا. عشر عاما تاريخ مبادئ تطوير.
11 عاما. تاريخ، مبادئ، تطوير. مئة وأحد عشر عاما. مبروك لكل الأهلوية. الدرع الرقم 40 والنجمة الرابعة. احنا الأهلي، الأهلي فوق الجميع. احلى كرة في افريقيا، احلى كرة في مصر. رجعتنا لايام جميلة. سيمبا هوبا ولعبها بوش رجلي هوبا عبدالله خلاصة لعب الكابتن كوبيه من احسن الجوان جابها في حياتي. 1907 لغاية دلوقتي بيت نجوم النادي الأهلي. ماتشات زمان السبت الساعة 10 مساء على قناة الأهلي.